طيب، بسم الله. معاكم عصام. واحنا دلوقتي عايزين نشرح نتورك شابتر 1. تمام. عايزين نوضح في الاول معلومه مهمه. نتورك هي في الاول وفي الاخر هي زي معلومه واحده بس كبيره شويه. تمام. احنا هنفضل نشرح زي معلومات صغيره معلومات صغيره. ممكن انت تشوف ان المعلومه الاولانيه ملهاش علاقه بالمعلومه التانية، ملهاش علاقه بالمعلومه التالتة، بس كمل معايا في نفس الريتم بحيث احنا كل معلومه نعرفها ونخش على بعدها، نعرفها ونخش على بعدها، لحد ما نوصل في الاخر خالص هنبتدي نربط المعلومات دي مع بعض بحيث احنا نوصل للاستنتاج النهائي. تمام. فيا ريت يكون في صبر لحد بقى ما نوصل لايه، لاخر مرحله ان شاء الله. تمام. طيب، احنا دلوقتي عايزين نتكلم على ايه في النتورك، او انا عايزك تعرف ايه في النتورك بالظبط من الاول. انا عايزك تبقى عارف النتورك دي بتقسم لفرعين اساسيين اللي هنبتدي نتكلم عليهم. اول فرع عندي اسمه النتورك ايدج. تمام. تاني فرع موجود عندي هو النتورك كور. تمام. طيب، الفكرة ان انا هبتدي اتكلم عن الانترنت ازاي بالظبط. انا هبتدي اتكلم عن الانترنت كطبقة خارجية في الاول، يعني هبتدي نشوف اصلا انا ازاي هعمل نتورك، انا ازاي هبتدي اعمل اجيب شوية يوزرز مع بعضهم وابتدي ان انا اوصلهم بالانترنت، ازاي اعمل شبكة من الانترنت. دي يعتبر مجرد القشرة من بره بس للانترنت. انا بتكلم على دلوقتي دي جزء النتورك ايدج، انا بتكلم من بره بس. وبعد كده ما ابتدي نعرف ازاي عملنا الشبكة من بره، ابتدي اخش اتكلم ايه اللي جوه الشبكة دي اللي هو النتورك كور. تمام. فهم متقسمين نتورك ايدج هتكلم عن شكل من بره بس بعيد، بشوف ازاي هنعمل شكل النتورك اساسا، وبعد كده بقى نخش بقى نشوف ايه الخصائص بقى بتاعه النتورك وشغاله ازاي بقى وكل الكلام ده في النتورك كور لما نبقى نوصل للمكان ده. تمام. في برانش تالت للنتورك، هو برانش صغير موجود عندنا اسمه الاكسس ميديا. تمام. برانش الاكسس ميديا ده هو بيقول لك بس احنا ازاي هنربط النتورك ايدج من بره اللي هي الحواف اللي من بره دي مع النتورك كور اللي من جوه، ازاي هنوصل الاتنين ببعض. ده اسمه اكسس ميديا، ده برانش تالت بس هو صغير. كفرعين اساسيين قلنا عندك نتورك ايدج وعندك نتورك كور. تمام. طيب، فاحنا هنبتدي دلوقتي نبتدي نشرح مين، هنبتدي نشرح النتورك ايدج. سوري اللي بشعة الخط يعني. طيب، النتورك ايدج يا سيدي محتاج ان احنا نعرف شويه مصطلحات. اول مصطلح عندي هو مصطلح اسمه هوست. طيب، هو يعني ايه هوست؟ الهوست يا سيدي هو لما اقول لك مصطلح اسمه هوست هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي ديفايس او اي جهاز موجود عندك انت بتوصله بالانترنت. اي جهاز بيبتدي انت تعمله كونكشن او تعمله بتكونكت للانترنت يا سيدي، فده بيسموه هوست. تمام. وليكن الهوست ده ممكن يبقى ايه، ممكن يكون كذا حاجة، ممكن يكون موبايل عندك، ممكن يكون كمبيوتر، ممكن يكون عربية، ممكن يكون لو انت عندك مثلا مبنى كامل متوصل بالانترنت، اي حاجة انت بتوصلها بالانترنت دي بيسموها ان انت هوست. حلو الكلام، ماشي. يبقى احنا كده لو عندك مثلا انت وليكن يوزر A متوصل بطريقة معينة، ما اعرفش اشوف متوصل ازاي دلوقتي، بس هو متوصل بالانترنت، فانا عارف على طول ان A ده هو مين، ده الهوست اللي عندي. تمام. طيب، احنا دلوقتي كل اللي احنا ماشيين فيه بنمشي ايه، احنا بنمشي دلوقتي في النتورك ايدج ان احنا عايزين نبني النتورك، انا عايز ابني الشبكة بتاعة النتورك شكلها عامل ازاي. تمام. فاحنا ابتدينا عرفنا ان احنا ازاي اصلا، ابتدينا عرفنا اول حاجه اللي هي اسمها الهوست، والهوست ده قلنا اي جهاز متوصل بالانترنت. والهوست ده يا سيدي ليه مسمى تاني اللي هو الاند سيستم، اسمه اند سيستم. لو قال لك اند سيستم زي بالظبط الهوست، هما الاثنين هما هما. حلو. طيب، خش بعد كده على تاني مصطلح عندك احنا عايزين نعرفه، مصطلح اسمه الباكيت سويتش. تمام. طيب، يعني ايه باكيت سويتش؟ دي سي. تمام. طيب، ودي سي برضه، ماشي. طيب، ايه الباكت سويتش؟ الباكت سويتش يا سيدي هو الحاجه اللي بتوصل الهوست، الازرق، هو الحاجه اللي بتوصل الهوست عندي تروح توصله بمين، بالانترنت. ما هو انت ما ينفع، انا مش هينفع امسك الهوست على طول واروح اوصله دايركتلي بالانترنت، في حاجه في النص هي اللي هتوصل لك الهوست بالانترنت. ايه بقى الحاجه اللي في النص اللي هتوصلك الهوست بالانترنت؟ هو ده اللي بيسموه الباكت سويتش. تمام. فالباكت سويتش ده يا سيدي قلنا اي حاجه اللي بتوصل الهوست بالانترنت دي في منها نوعين، في منها راوترز وفي منها سويتشز. يعني عندي من الباكت سويتش في نوعين، راوتر وسويتش. طب ايه الفرق ما بين الراوتر والسويتش؟ الراوتر هو بيوصل هوست مع انترنت، يعني هو بتمسك الهوست كده وعلى طول توصله دايركت بمين، بالانترنت. لكن السويتش هو بيوصل هوست مع هوست، وبعد كده بقى هبقى اوصله براوتر. يعني الشكل هيبقى عندي عامل ازاي، انا وليكن عندي شويه يوزرز او شويه هوستس بقى، خلينا نتكلم بالمصطلح. عندي مثلا ايه، ده هوست، عندي بي هوست، عندي سي هوست، وطالما هم هوستس يبقى انا لازم اوصلهم بالانترنت. طيب، انا في الاول حاولت في الاول خالص لو انا مثلا عندي باكت سويتش زي الباكت سويتش مثلا اللي ده ومتصلين هم ببعض في الشبكه اللي عندي دي او في النتورك اللي عندي دي، هل انا وصلت الانترنت بينهم؟ هل انا وصلت الانترنت بايه او بي او سي؟ لا، هو ده يعتبر هوست
وموصلهم ببعض، هما شوية هوسس ومتجمعين مع بعض، يبقى اللي في النص ده هو يعتبر سويتش. جيت أنا بعد كده مسكت السويتش ده ورحت موصله بجهاز تاني، والجهاز التاني ده طلعت بيه وصلت بالإنترنت. أهو الجهاز التاني اللي أنا ربطت بيه ده، أهو ده بقى ساعتها بيسموه مين؟ راوتر. فأنت السويتش عندك هو بيربط هوسس مع بعضها، لكن الراوتر هو بيمسك بقى الهوسس دي وهو اللي بيوصلها بالإيه؟ بالإنترنت. حلو، ده كده الباكت سويتش اللي عندي. يبقى احنا عرفنا يعني ايه هوست، وعرفنا يعني ايه باكت سويتش. طيب تعال نخش شوية بالتفاصيل اكتر. احنا عرفنا ازاي هنوصل الهوست بالانترنت عن طريق الباكت سويتش اللي عندي. طب نسأل نفسنا سؤال، هو انا اصلا الهوست ده ازاي هروح اوصله بالباكت سويتش؟ يعني ازاي هوصله بالراوتر، او ازاي هوصله بالسويتش؟ ايه الطريق اللي انا همشي بيه عشان اوصله بالسويتش؟ فده ينقلنا للمصطلح اللي بعد كده اللي هو مين؟ تالت حاجة الكوميونيكيشن لينك. تمام، طيب الكوميونيكيشن لينك يا سيدي هي بكل بساطة الأسلاك اللي بتوصل الهوست بالراوتر. ده ممكن يكون أي حاجة بقى، ممكن أنت أصلا تكون بتوصل واير، يعني أنت بتوصل بأسلاك، زي مثلا ممكن تكون بتوصل بفايبر، أسلاك فايبر، ممكن تكون بتوصل بأسلاك كبر، ممكن أنت أصلا يكون توصيلك مش واير، ممكن يكون توصيلك وايرلس. تمام، أنت بتوصل لاسلكي زي الواي فاي بقى والحاجات دي كلها. على حسب أنت توصيلك ماشي إزاي بالظبط، هو ده يعتبر الكوميونيكيشن لينك. فهو الكوميونيكيشن لينك هو الحاجه اللي هتبتدي تربط الهوست بالراوتر اللي عندي. تمام، وبعد كده بقى الراوتر هو اللي بيتوصل بالانترنت. يبقى احنا لحد دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا عرفنا ثلاث مصطلحات مهمين جدا. احنا عرفنا يعني ايه هوست، هو ده الهوست اللي عندي. تمام، وليكن A و B، ودول هنستخدمهم كتير قدام، اللي هنبتدي نوصلهم مع بعض. لو انا وصلت هوست مع بعضها فانا كده عملت سويتش، ده كده اسمه سويتش، عشان امسك السويتش ده بعد كده واوصله براوتر، والراوتر ده بقى هو اللي هيبتدي يتوصل في الاخر بالصوره الكبيره بتاعه مين؟ بتاعه الانترنت. تمام، وعرفنا ان الطرق اللي في النص اللي بتربط الحاجه ببعض، الاجهزه ببعض، اللي هو مثلا من الهوست ده للسويتش ده، او من الهوست ده للسويتش ده، دول كده اللي اسمهم مين؟ الكوميونيكيشن لينك. حلو، طيب ننزل شويه كمان. طيب هو انا دلوقتي خلاص انا ربطت الانترنت عموما، هو بيقول لك حاجه معينه، بيقول لك الانترنت ده هو عباره عن ايه اصلا. قال لك الانترنت هو بيقول عليه مصطلح كده ان هو نتورك اوف نتورك. يعني ايه نتورك اوف نتورك؟ يعني هو مش مجرد شبكه صغيره، يعني اللي احنا بنيناها دي احنا ممكن نقول عليها هي شبكه واحده، يعني دي كده كلها على بعض هي مجرد شبكه واحده بس. بس هو الانترنت هو مش مجرد شبكه واحده، لا هو كذا شبكه في بعض. يعني على سبيل المثال عندي مثلا وليكن نفس ال A وال B بالظبط، بس المرة دي عندي C و D كمان. تمام، أنا هوصل الاتنين دول ببعض براوتر وليكن، تمام، أو بسويتش، وهوصل الاتنين دول بسويتش، وبعد كده همسك السويتش ده مع السويتش ده عشان أوصله براوتر، وفي الآخر أوصل بالإنترنت. تمام، طيب مش دول مع بعض متوصلين مع بعض؟ فالحلقة دي كده اسمها نتورك، اللي هما شوية هوسس متوصلين مع بعض كده انت عملت نتورك. شوية الهوسس مع بعض كده انت عملت نتورك. تمسك بقى النتورك مع النتورك مع النتورك وتعمل كذا نتورك وتوصلهم بالانترنت، كده انت فعلا عملت اللي هم الانترنت، او اللي هم بيسموه نتورك اوف نتورك. تمام، حلو الكلام. طيب نخش بعد كده عايزين نعرف ايه بقى. طب انا عايز اعرف هو الانترنت اللي انا بوصله ده، يعني انا عرفت، انا بقول لك ان احنا هنمسك الراوتر ونوصله بالانترنت، هو ايه نوصله بالانترنت؟ يعني مش ايه ده، ايه ده بقى، ايه الانترنت ده؟ تمام، بص هو الانترنت ده عباره عن مين، هو اصلا مين بيوفر لك الانترنت؟ ده هينقلنا لمصطلح جديد او مصطلح تاني اسمه مين، اسمه اي اس بي. يعني ايه اي اس بي؟ اي اس بي يا سيدي هو اختصار لكلمه انترنت سيرفيس بروفايدر. دول يا سيدي الاي اس بي ده هي يعتبر شركات، او هي مش يعتبر، هي شركات. تمام، متوزعه حوالين العالم. الشركات دي كل اللي بتعمله ايه؟ ان هي اللي بتوفر لك الانترنت. تمام، هي شركات بتبقى فيها مثلا سيرفرات، تمام، متوزعه كلها حوالين العالم، وكل فائدتها ان هي عايزه توفر لك او تلحق الانترنت. هو ده اللي احنا بنوصل بيه الراوتر، هو ده احنا بنمسك الراوتر واقول لك انا وصلته بالانترنت. انا مش وصلته بحاجه اسمها انترنت بشكل حرفي، لا انا وصلته بحاجه اسمها اي اس بي. تمام، طيب الاي اس بي ده يا سيدي او اللي بيوفر لك الانترنت ده في منه كام نوع بالظبط؟ قال لك عندك ثلاث انواع. تمام، ممكن نقسمهم كده. ايه التلات انواع اللي عندي؟ اول نوع يا سيدي نوع هما بيسموهم تير 1، ده كده النوع الاول. النوع التاني اسمه تير 2، النوع التالت اسمه تير 3. تمام،
دول 3 انواع من الاي اس بي، كل واحد ليه فايده معينه، يعني كل شركه ليها خاصيه معينه. وليكن تير واحد هما بيسموه ايه بالظبط؟ بيسموه الباك بون اوف انترنت، او هو زي العمود الفقري بتاع الانترنت. ليه بيسموه كده؟ لان تير 1 ده يا سيدي هما مجموعه شركات، مجموعه اي اس بيز بتوصل ايه بايه بالظبط؟ هي بتوصل القاره ذات نفسها بالقاره. مثلا عايز اوصل قاره افريقيا ما تمام مع قاره اسيا. اللي بيوصل الشركات اللي بتوصل عن طريق القارات دول بيسموهم اي اس بي، بس مش اي اي اس بي، لا ده الاي اس بي من نوع تير 1 او من نوع تير 1 تمام. ده كده اللي بيبقى يوصل قاره مع قاره، الشركات توصل الانترنت من قاره لقاره، اسمهم تير 1. طيب تفتكر تير 2 هتعمل ايه؟ هتبقى اقل منها تمام. فهي تير 2 هم بيسموها مين؟ هم بيسموها الريجنال انترنت، او الريجنال انترنت بروفايدر، انترنت بروفايدر. يعني كل فائدتها ايه؟ هي برضو شركات اي اس بي تمام بتحرك الانترنت، بس الفكره هي بتربط مين بمين؟ هي مش بتربط قاره بقاره، لا انت دلوقتي شغال عن طريق نطاق اقل شويه، انت بتوصل دوله لدوله. وليكن مثلا ما اوصل ايجيبت بمثلا اي دوله تانية موجوده عندك، امريكا مثلا، يونايتد ستيت او كده، نسميها يو كي، يونايتد كينجدوم تمام. فاللي بيوصل لك من قاره لقاره اسمه اي اي اس بي، نوع شركات من تي من نوعها اسمها تير 1. تير 2 بيوصل دوله ودوله. وعلى النقيض بقى في الاخر خالص اكيد تير 3 هو برضو نوع شركات اي اس بي تمام، بس بتوصل لوكال بقى، بتوصل محلي، هي مش بين دوله ودوله، لا هي بين بقى يعني انا داخل جوه الدوله، ممكن بقى مدينه مع مدينه، ممكن تكون يعني محافظه مع محافظه، يعني هي زي اماكن صغيره مع بعض. ده كده يعتبر الشركات اللي بتوصل بينهم، هي يعتبر من نوع تير 3 تمام. فاحنا كده فهمنا احنا ازاي بنبني نتورك بالظبط. انا ازاي اعمل دلوقتي نتورك؟ عرفنا عشان اعمل نتورك انا لازم يكون فيه هوست، وليكن ايه مع هوست بي، الاتنين دول عشان اوصلهم ببعض انا بوصل هوست مع هوست، فعرفت ان انا بوصلهم عن طريق باكيت سويتش. طب ده اسمه ايه بالظبط؟ عرفت ان ده اسمه سويتش. وعشان اوصلهم اصلا بيوصلوا عن طريق كوميونيكيشن لينك، سواء بقى كان وايرلس سواء كان فايبر اسلاك اي حاجه من الحاجات دي كلها. وعرفنا بعد كده ان انا بمسك السويتش اللي عندي ده وبوصله براوتر، ده برضو من نوع باكيت سويتش. وفي الاخر خالص هوصل الراوتر ده بالانترنت، بس احنا قلنا مش هنوصله بالانترنت، احنا هنوصله بمين؟ بنوصله بالاي اس بي، اللي هم الشركات اللي بتحرك انترنت. والشركات اللي بتحرك الانترنت في منهم قلنا 3 انواع، يا اما عن طريق مدن بيربطوا مدن ببعض ده تير 3، يا اما بيوصلوا دوله بدوله ده تير 2، يا اما بيوصلوا بقى قاره بقاره تانيه، وده اللي هو تير واحد، تير واحد تمام. طيب الفكره ان كل اسمه ايه ده، كل اي اس بي او كل شركه ساعات بيبقى ليها خصائص، او ساعات بيبقى ليها الهوستس بتوعها. يعني وليكن انا شايف هوست ايه مع هوست بي، الاتنين دول هما متوصلين بسويتش براوتر اللي في الاخر متوصل مثلا باي اس بي او شركه معينه، وليكن مثلا الشركه اسمها اتش، يعني ابتكار اسماء رهيب يعني تمام. الشركه دي اسمها اتش، انا وصلت ايه بي ووصلتها باي اس بي اسمه اتش تمام، ومتوصل مثلا بقرأة او متوصل باي حاجه، دي مثلا حاجه جوه مدينه مثلا. وعندي هوست ناس تانية سي ودي، ودول برضو متوصلين بسويتش، اللي متوصلين براوتر، اللي في الاخر متوصلين باي اس بي. بس الاي اس بي متوصلين باي اس بي مختلف، ولكن اسمه ام تمام. طيب انا دلوقتي عندي 2 نتورك، في نتورك A و B متصلين بآي اس بي اتش، وفي C و D متصلين بآي اس بي اسمه M. طب أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ أنا أصلا عايز يعني وليكن واحد دلوقتي الهوست A ده عايز يبعت حاجة لهوست C، طب أنا منين هربط هوست A مع هوست C؟ ده متوصل بآي اس بي وده متوصل بآي اس بي مختلف، طب أنا إيه اللي هيربط الآي اس بي مع بعضها بقى؟ ما في حاجة لازم يكون في حلقة وصل ما بين هنا ومن هنا كده، عشان ده اللي يخلي A يقدر يوصل لـ C، وسي يقدر يوصل لاي، ودي يوصل لبي، وهكذا. فاللي بيربط الاي اس بي مع الاي اس بي الحته دي كده، ده بيسموه ايه بقى؟ النقطه اللي بتوصل الاي اس بي مع الاي اس بي ده بيسموه اي اكس بي، او هي اختصار لكلمه انترنت اكستشينج بوينت. هي النقطة اللي انت بتغير فيها اصلا اللي بيوفر لك الانترنت، بتغير فيها الاي اس بي بتاعك. ممكن كنت عند اي اس بي ام، رحت اي اس بي اتش، رحت اي اس بي اف، رحت اي اس بي اي، وهكذا. فاللي بيوصل الاي اس بيز مع بعضها هو يعتبر انترنت اكستشينج ايه بوينت تمام. كده احنا خلاص يعتبر عملنا او فهمنا ازاي نعمل نتورك من الاول في الاخر خالص عن طريق المنظور اللي احنا عملناه هنا ده. اهو عملنا في الاول نتورك صغيرة تمام، واللي هي دي، ده كده يعتبر نتورك اهي، وادي النتورك التانية، وصلت الاتنين عن طريق الاي اكس بي بتاعي،
وكده احنا عملنا مين؟ عملنا النتورك خلاص. حلو جدا. طيب احنا خلاص وصلنا ان احنا عرفنا ازاي احنا عملنا نتورك، ازاي عرفنا ازاي بنرسم شكل النتورك ووضحنا الكلام ده. دلوقتي عايزين نخش على معلومة جديدة، وان احنا بقى هو احنا ازاي اصلا بنفهم الانترنت، يعني منين احنا بنفهم الانترنت وازاي الانترنت بيفهمنا. وليكن مثلا انا لو انا كبني ادم تمام، وعندي في بني ادم عموما، البني ادم ده بيتكلم فرنساوي تمام، وفي بني ادم تاني بيتكلم انجليزي. هو ازاي البني ادم ده هيفهم البني ادم ده؟ ما هو مستحيل البني ادم ده يتواصل مع البني ادم ده، هما لغتهم مختلفة، فولا ده هيفهم ده ولا ده هيفهم ده. فلازم يكون في وسيط في النص، الحاجة اللي في النص اللي هتبتدي تاخد الكلام الفرنساوي وتروح تغيره انجليزي وتوصله وتفهم الراجل ده. ونفس الفكرة لازم الكلام الانجليزي ده ما يخش عن طريق حاجة ويرجع تاني يتحول فرنساوي والراجل ده يفهمه. الحاجة اللي في النص مثلا وليكن الحاجة اللي هنا مثلا هيكون زي ترانسليتور، او حاجه هتبتدي تترجم الكلام من الفرنساوي للانجليزي او من الانجليزي للفرنساوي عشان الشخصين دول يفهموا بعض. طب نفس الفكره دي بالظبط احنا عايزين نطبقها مع بني ادم برضو، بس مش مع بني ادم تاني، احنا عايزين نكلم الانترنت ذات نفسه، عايز اتواصل مع الانترنت. ازاي انا هتواصل معاه؟ انت يا سيدي عشان تتواصل مع الانترنت، الترانسليتور بتاعك او المترجم اللي هيبتدي يترجم كلامك انت يفهمه الانترنت، وياخد كلام الانترنت يفهمه لك انت عن طريق حاجة اسمها ايه، او ده هيعرفنا على ترمينولوجي جديدة اسمها ايه، اسمها بروتوكول. ايه هي البروتوكولز يا سيدي؟ البروتوكولز هي اللغة اللي انت بتقدر تتكلم فيها عن طريق الانترنت. انا عشان اقول الانترنت يعمل اي حاجة بقول له ايه، بقول له عن طريق بروتوكول، بقول له مثلا خد البروتوكول الفلاني نفذه، خد البروتوكول مش عارف ايه اعمله. تمام، انا كل كلامي مع الانترنت في هيئة مين، في هيئة بروتوكولز مش اكتر. تمام، مش بتكلم معاه باي لغة تانية. تمام، والبروتوكولز دي هي يعتبر حلقة الوصل زي ما وضحنا ما بين الهوست اللي عندي وما بين الانترنت. طيب البروتوكولز دي هي طبعا زي اي لغة، مثلا زي لغة الانجليزي او فرنسية او كده، كلها ليها قواعد ثابتة. فهي البروتوكولز برضو ليها زي سيت اوف رولز، مجموعة قواعد معينة بتمشي عليها عشان تقدر يقدر الانترنت يفهمك. تمام، طيب هو مين بقى اللي حط او مين اللي هيبتدي يعمل القواعد دي؟ هل مثلا كل بني ادم هيروح بقى يعمل بروتوكولز بقى وكلنا نخش نعمل بروتوكولات مع بعض عشان الانترنت يفهمنا؟ قال لك لا، هي الموضوع مش كده. الموضوع هي في شركه تمام جت هي اللي عملت زي كتيب ترانسليتور معين، وهو ده فيه كل البروتوكولز اللي احنا بنقدر نتعامل بيها مع الانترنت. طيب مين الشركه اللي بتلع او مين اللي عمل كده اصلا؟ هي حاجه اسمها او هيعرفنا على الاي اي اف تي، اللي هما الانترنت اي تي اف مش اف تي، اللي هما الانترنت انجينير تاسك فورس. انترنت انجينير تاسك فورس يا سيدي هي الشركة تمام، هي زي انستيتيوشن عملت دوكيومنتيشن، عمل زي عريضة. تمام، العريضة دي فيها مين؟ هي اللي فيها كل البروتوكولز. العريضة دي اسمها ايه؟ هما سموها ايه؟ سموها ال RFC اللي هي request for command. تمام، دي فيها كل البروتوكولز الموجودة عندك، وده كمصطلحين عرفنا مين اللي عمل البروتوكولز، وعرفنا عمل البروتوكولز شكل دوكيومنتيشن، والدوكيومنتيشن دي بيسموها ال RFC. تمام، طيب نبتدي نعرف برضو هو احنا ليه بالظبط عايزين محتاجين بروتوكول عشان نفهم الانترنت. طيب هو ليه الانترنت ما ينفعش يشتغل من غير بروتوكولز؟ تعال نضرب مثال. تمام، وليكن انا عندي هوست A تمام، وعندي هوست B، وهوست A وهوست B الاتنين دول عايزين يبعتوا رسائل لبعض. تمام، وليكن هوست A مثلا شغال ببروتو او مش شرط شغال ببروتوكول، هو شغال بحاجه معينه. تمام، وهو هيبعت رساله لبي، الرساله دي مثلا هيبعتها هيبعت للمربع. حلو، طيب انا وانا ببعت مربع عن طريق الانترنت مش هيتبعت مربع عادي، هو لازم يحصل له انكريبشن، بيحصل له مثلا تشفير معين. تمام، وليكن التشفير ده هياخد المربع ده ويحوله دوريه، فالرساله اللي هو الايه بعت مربع، المربع اتحول لدوريه، والدوريه دي دلوقتي هي اللي هتبتدي تمشي في الانترنت مثلا عشان توصل لبي. طب هي لما توصل لبي هتوصله في شكل مين؟ في شكل دوريه. طيب هو مين اللي هيوضح لبي ان الدوريه دي اصلا دي مش دوريه، لا دي رساله انكريبتد واصلها اصلا مربع؟ مين هيقول له بقى الكلام ده؟ مين يقول له ان الرساله دي اصلا مربع؟ طب وفي نفس الوقت هو لما يجي يعمل لها ديكريبشن، يعني لما يجي يفك التشفير بتاع الرساله دي، مش ممكن مثلا يقوم فككها لمثلث؟ ممكن يفكها لشكل تالت خالص، يفكها مثلا لمستطيل مش مربع، فاهمني؟ فاحنا عشان كده لازم يكون في بروتوكول معين، او لازم يكون في قواعد معينه هي اللي بتبتدي
قواعد معينه دي بتتحكم في الانترنت كله على بعضه، مش مثلا ما ينفعش اقول ان الهوست مثلا ايه عنده شويه بروتوكولز معينه وهوست بي عنده بروتوكولز مختلفه، لا هو احنا كلنا ماشيين ورا بروتوكولز معينه محدده، اللي حددها هي الانجينير انترنت انجينير تاسك فورس. تمام، عشان كده البروتوكول اللي عمل انكريبشن اللي هو حول المربع لدوريه هو هيبقى نفس البروتوكول بالظبط اللي هيبتدي بعد كده يعمل ايه، اللي هيبتدي يمسك الدوريه دي يعملها ديكريبشن، مش هيحولها بقى لمثلث مستطيل، لا ما احنا عشان كلنا شغالين بنفس البروتوكولز فهيبقى فاهم ان الدوريه دي تتحول لمربع، وساعتها بي يفهم الرساله وايه يفهم الرساله، وكلنا نبقى فهمنا عادي ومفيش حصلش لخبطه يعني. فعشان كده بنحتاج البروتوكولز، وده كده مفهوم البروتوكول. طيب البروتوكولز طبعا كبروتوكول انت عندك بروتوكولز في كل حته، تمام، في مثلا شويه انترنت بروتوكول، في يا سيدي عندك شوية بروتوكولز خاصة بالوايرلس، في وايرلس بروتوكول دي زي أنواع من البروتوكولز، تمام، في عندك مثلا حاجات خاصة بالنتورك راوتينج، هبتدي نبص على كل واحدة بالراحة دلوقتي يعني مش بالراحة أوي يعني، هتبقى منظور بس بسيط كده. مثلا الوايرلس بروتوكولز أو شوية بروتوكولز وخاصة بالوايرلس زي مثلا الواي فاي، الواي فاي ده هو بروتوكول أو زي منظور معين قواعد معينة ماشية بيها. البلوتوث ده نفس الكلام برضه، هو شوية قواعد معينة بروتوكول خاصة بالوايرلس، تمام، وفي حاجات تانية كتير. الانترنت بروتوكول مثلا زي ال HTTP ده يعتبر بروتوكول. مين ال HTTP ده؟ انت عشان تنادي اي موقع او تفتح اي موقع انت بتبتدي ببروتوكول، بتبتدي زي كوماند معين، امر معين بتبعته اللي هو HTTP، وبعد كده بتكتب البروتوكول بتاعك زي مثلا اي موقع اهو كتبنا HTTP وبعد كده ظهر الايه الموقع بعد كده، تمام. في منهم حاجات كتير بقى في اتش تي تي بي، في مثلا حاجات هنبتدي نتعرف عليها بعد كده حاجه اسمها تي سي بي، يعني في اسماء تانية كتير جدا في انترنت بروتوكولز، بس عشان ما نغوطش فيه قوي دلوقتي لحد ما نعرف اصلا الحاجات دي، تمام. طيب وفي بعد كده عندك النيتورك، شويه حاجات خاصه بالنيتورك راوتينج، حاجه بسيطه خالص احنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده قدام، بس كحاجه بسيطه مثلا ان انا عندي ايه وعايز اوصل لبي، طب ما هو اكيد A و B هما متوصلين يعني في كذا طريق، اكيد مثلا ممكن يكون ده متوصل بسويتش هنا ومتوصل براوتر هنا وده متوصل بده، ممكن مثلا يكون في طريق تاني ان ده متوصل بسويتش هنا ومتوصل بهنا على طول، هو ايه اللي هيخلي A بقى يوصل لبي باسرع طريق، يعني ازاي هيخلي ينقي او يفهم اسرع طريق، ده عن طريق برضو بروتوكولز اسمها نتورك راوتينج، خاصة ان هي توصل الرسالة بتاعتك في اقل طريق ممكن، تمام، لان في كذا طبعا ديستنيشن ممكن يوصل بيه. بس فاحنا كده يعتبر هنا اتكلمنا مجرد عن البروتوكولز وعرفنا ازاي الانترنت بيفهمنا وازاي احنا بنفهم الانترنت عن طريق البروتوكولز دي. طيب احنا خلاص عرفنا ازاي هنعمل نتورك، عرفنا يعني ايه بروتوكولز، دلوقتي عايزين نعرف يعني ايه ادرس، تمام. طيب انت لازم تبقى عارف ان الانترنت لما بيتعامل معانا هو مش بيتعامل معانا اصل احنا بني ادمين، لا احنا بيتعامل معانا اصل احنا مجرد ارقام، احنا مجرد ارقام بالنسبه له او مجرد ادرس بالنسبه له، تمام، انت مش بني ادم انت ادرس، تمام. طيب عايزك تبقى عارف ايه، تبقى عارف ان انت عندك العناوين عموما في الانترنت هما نوعين، في عندك لوجيكال ادرس وده نوع بيوفره لك الانترنت، يعني النوع ده الانترنت هو اللي بيديهولك، تمام، في نوع تاني اسمه الفيزيكال ادرس، والنوع ده هو مش الانترنت هو اللي بيوفره لك، لا هو الجهاز ذات نفسه بتاعك هو اللي بيتيحه ليك، يعني بمعنى الفيزيكال ادرس ده بيجيبه منين او انت بتعرفه ازاي، بتعرفه عن طريق ان انت في الجهاز عندك في حاجه اسمها نتورك انترفيس كارد، شريحه، في شريحه متوصله في الجهاز بتاعك اسمها نتورك انترفيس كارد، دي فيها الفيزيكال ادرس بتاع الجهاز بتاعك، تمام، سواء كانت موبايل كمبيوتر اي حاجه عموما يعني ليها النتورك انترفيس كارد بتاعها اللي فيها الفيزيكال ادرس بتاعك. طيب بالنسبه لللوجيكال ادرس، لا اللوجيكال ادرس ده هو الانترنت هو اللي بيديهولك، وده بيبقى اسمه ايه، بيبقى اسمه الاي بي ادرس. هنبتدي نخش يعني نفهم الكلام ده بالتفصيل شويه. طيب تعال نسيب نتكلم يعني سيبك من الفيزيكال ادرس دلوقتي اللي هو بيتيحولك الانترنت نتورك انترفيس كارد، تعال نخش على اللوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس اللي بيوفر لك انترنت هو اي بي ادرس، الاي بي ادرس اختصار لمين، انترنت بروتوكول ادرس، تمام، عشان عرفنا خلاص ان الانترنت بيتعامل معانا او احنا بنتعامل معاه في لغه بروتوكولز عموما كلنا، فده العنوان بتاع البروتوكول بتاعك، تمام، اللي بيتحولك قلنا مين، الانترنت. بيقول لك يا سيدي، بيقول لك تبقى عارف ان انت اي جهاز او اي ديفايس بتبتدي توصله بالانترنت، الانترنت بيديله الاي بي ادرس بتاعه، لازم كل جهاز يكون ليه اليونيك، يكون عنده يونيك اي بي ادرس، يعني ما ينفعش يكون جهازين ليهم نفس الاي بي،
تمام. طيب فانت تخيل معايا بقى ان انت مع الكوكب مع عدد السكان الموجود عندنا، تمام، تخيل ان كل واحد مثلا معاه موبايل بيبتدي يخش على الانترنت، فطالما دخل الانترنت هيبتدي يتبعت له يونيك اي بي ادرس، يبقى الاي بي ادرس بتاعه. تخيل بقى ان كل بني ادم مثلا مننا ممكن يكون مش شرط معاه جهاز واحد، ممكن يكون مثلا معاه جهازين ثلاثه اربعه وكله بيخش بيه على الانترنت، فانت شوف كميه الاي بي ادرس اللي المفروض النت يعملها، تمام، وكلها اللي تبقى يونيك عن بعض. فده بيودينا لفين؟ بيودينا ان الاي بي ادرس عموما مر بمرحلتين تطوير. اول مرحله كان اسمها الاي بي فيرجن 4، تاني مرحله اسمها الاي بي فيرجن 6. طيب هما ايه مرحلتين التطوير دول؟ تعال نتكلم على اول مرحله اللي هي الاي بي فيرجن 4. ايام زمان كان الادرس اللي بيتيحه لك الانترنت او اللي العنوان الرقم اللي بيديه لك الانترنت مكون من كام رقم؟ مكون من اربع ارقام، فور نمبرز، تمام، بينهم دوتس، يعني الشكل كان عامل ازاي؟ مثلا ان اول رقم، بعد كده نقطه، تاني رقم، نقطه، تالت رقم، نقطه، رابع رقم، تمام. كان كل رقم من دول يا سيدي بيتمثل في كام بت؟ كان يعني الان دي مثلا هي ارقام من رينج كام، بتمثل في كام بت؟ من 0 لحد 255، يعني من الاخر بتمثل في 8 بت. فالاول رقم بيتمثل في 8 بت، ده برضو بيتمثل في 8 بت، فانت كده وده برضو 8 بت وده 8 بت، فانت الاجمالي عندك في الاي بي ادرس فيرجن 4 كان الانترنت بيتيح لك ادرس معين بكام بت، يعتبر كتوتال ب 32 بت، لان 8 و8 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 8 في 4 يبقى 32 بت، تمام. طيب لما تيجي تبص فيها كده، هو 38 بت دول، يعني انا قدامي دلوقتي 38 بت بعمل بيهم رقم. طيب هو ايه عدد الاحتمالات، تمام، اللي انا ممكن اكونهم من ال 32 بت دول؟ يعني نصغر المسألة بحاجة اصغر، انا لو عندي 2 بت، 2 بت 0 0، هو ايه عدد الاحتمالات اللي عاملها من 2 بت؟ هما عندي اربع احتمالات. ايه الاربع احتمالات؟ يا اما يكون صفر صفر، يا اما يكون صفر واحد، يا اما واحد صفر، يا اما يكون واحد واحد. هما دول الاربع احتمالات بالنسبه لي. عرفت هما كام احتمال ازاي؟ عن طريق ان انا شفت عدد البيتس اللي هما اتنين وعملتهم بعدد الاحتمالات اللي هو باتنين. يعني إيه؟ انت بتعمل اتنين باور عدد البيتس اللي عندك، ده عدد البيتس اهو، والاتنين ده عشان هما ديجيتس، يعني احنا بنتكلم في هيئه بيتس، فالبيت اصلا يا اما زيرو يا اما 1، هما مفيش غير احتمالين، يا زيرو يا 1، تمام. وانت عندك بقى كام بيت؟ عندك اتنين، فاتنين باور اتنين يبقى اربعة، يبقى كان عندي اربع احتمالات. طب تخيل انت دلوقتي انا بقولك الاي بي ادرس ده متكون من 32 بت، طيب يبقى ايه عدد الاحتمالات اللي احنا ممكن نعملها من الاي بي ادرس فيرجن 4؟ ممكن نعمل اتنين باور 32، تمام. فبالتالي الانترنت كان ممكن يتيح اتنين باور 32 ادرس بس. طب هل ده هيكفينا؟ لا، ده مش هيكفي البشرية والسكان دلوقتي. فبالتالي كانوا عايزين يعملوا تطوير بس مش اكتر، ان احنا عايزين ايه؟ عايزين نزود الرقم ده، لان الارقام دلوقتي خلصت، فاحنا مش قادرين، الانترنت مش قادر يوفر يونيك، لازم يكون يونيك ادرس لكل الناس، فبالتالي احنا عايزين نزود الرقم ده. طب ازاي نزود الرقم ده؟ عن طريق احنا نكبر الحجم ده. فكل اللي عملوه في اي بي فيرجن 6 ايه؟ بدل ما كانوا بيستخدموا 8 بت للرقم الواحد، لا انت، او يعني كان الاجمالي بتاعك 32 بت، لا انت الاجمالي دلوقتي بتاعك بقى 128 بت. ازاي؟ عن طريق ان الاي بي فيرجن 6 هو عباره عن بيتكون من كام؟ بيتكون من 8 ارقام في هيئة هيكسا، هيكسا ديسيمال، سيبك من ان هي هيكسا، هو بيكون من 8 ارقام، وال8 ارقام دول عدد البيتس بتاعتهم بقى 128، تمام. فانت دلوقتي عدد الاحتمالات الاي بي ادرس اللي ممكن تعملها قد ايه؟ هي 2 باور 128. فانت شوف الرينج بتاعنا كبر ازاي، من 2 باور 32 في اي بي فيرجن 4 دلوقتي بقى 2 باور 128. الرقم ده لحد دلوقتي احنا لسه ماشيين عليه، وهو مكفينا، وقال لك ان هو هيكفينا وزياده لمده كذا كذا جيل، يعني كذا جينيريشن بعد كده، تمام. احنا لسه هنفضل شغالين باي بي فيرجن اي 6 لحد بقى ما نبتدي نبقى نقفله، وبعد كده نبقى نشوف بقى نعمل اي بي فيرجن بعديها يعني او كده، تمام. طيب فده كده المرحلتين التطوير اللي احنا مشينا بيها. حلو. طيب بالنسبه للاي بي ادرس عموما، عايزك تبقى عارف يعني معلومة بسيطة، إن الأي بي أدرس اللي بيوفر لك الإنترنت في منه مش مرحلتين تطوير بقى، لأ في منه زي نوعين بالظبط، في منه دايناميك وفي منه ستاتيك. الدايناميك إن هو ساعات الإنترنت مثلا بيديك أي بي أدرس مثلا، أو يعني أنت إحنا قلنا قبل كده إن الهوست متوصل بأي إس بي، صح؟ والأي إس بي ده هو اللي بيوفر لك الإنترنت، فالاي اس بي ده هو اللي بيدي الهوست الاي بي ادرس، تمام. في بعض الاي اس بي اللي بتبقى شغاله دايناميك، كل ما توصل بيها الهوست ده يتوصل بالاي اس بي، تروح هي عامله مداله اي بي ادرس مثلا واحد، لو فصل ورجع يتوصل تاني فتدي له اي بي ادرس مختلف، تمام.
ده اسمه دايناميك اي بي ادرس. انت كل شويه معاك الادرس بتاعك بيتجدد او بيتغير بمعنى اصح، بس هو ستيل يونيك، هو ستيل مش بيتلخفن مع اي ادرس تاني، تمام؟ بس ده نوع معين اسمه دايناميك اي بي ادرس. هو بي ان ايتش تايم يور ديفايس بتعمله كونكت مع الانترنت هيبتدي ان هو ايه يتغير. طيب بالنسبه للاستاتيك، لا الاستاتيك هو ثابت، هو انت بتاخد اي بي ادرس وبس، خلاص انت ثبت على الاي بي ادرس ده مش بيتغير بالنسبه لك، تمام؟ طيب انا عايزك تبقى عارف بقى ان من اشهر الحاجات اللي ليها ستاتيك اي بي ادرس او يعني ادرس ثابت، او ممكن بلاش نتكلم عليها دلوقتي. بص يعني تعال اقول لك حاجه تانية، عايزك تبقى عارف احنا خلاص ان النتورك او الانترنت بيتعامل معانا احنا في هيئه الارقام اللي هي الاي بي ادرس، تمام؟ حلو. واحنا المفروض برضو هنتعامل معاه على اساس ايه؟ في هيئه ارقام. هو الانترنت ذات نفسه هو ما بيفهمش غير ارقام، ما بيفهمش غير زيرو وواحد وشويه ارقام تانية، فانا لازم اتعامل معاه بارقام. طيب احنا دلوقتي ازاي كمان ادمين هنبتدي نتعلم؟ او احنا يا اما احنا البني ادمين اهو، احنا مثلا بنتكلم انجليزي وليكن وعايزين نتعامل مع الانترنت، فاحنا دلوقتي عايزين حلقه وصل ما بيننا، تمام؟ احنا عرفنا ان البروتوكولز هي حلقه الوصل اللي هتوصل ما بين ده ومن ده، بس هي البروتوكولز دي هي ستيل ارقام. طب انا الارقام دي بقى عايز ابتدي افهمها للناس، وفي نفس الوقت انترنت كده كده بيفهمها، بس انا عايز تبقى احول الارقام دي في صوره معينه، تبقى زي في صوره مثلا انجليزي، بحيث ان انا ابتدي افهمها وفي نفس الوقت تبقى هي ليها الهيئه بتاعه الارقام بتاعتها، فالانترنت برضو يفهمها، فزي يبقى ليها جانبين او طرفين، تمام؟ فده بيوصلنا لمين؟ بيوصلنا احنا عملنا زي كتاب، تمام؟ الكتاب ده يا سيدي هو فيه شويه ارقام اللي هي الاي بي ادرس، تمام؟ او شويه ارقام عموما اي بي ادريسز، لكل رقم ليه معنى بالانجليزي، تمام؟ وليكن انا دلوقتي عايز انادي مثلا موقع فيسبوك. طيب هل الانترنت بيفهم يعني ايه فيسبوك؟ لا هو ما يفهمش يعني ايه فيسبوك، هو يفهم رقم معين. فانا ممكن لو انا عايز افتح فيسبوك فمحتاج اكتب الرقم مثلا بتاعه اللي هو 19 مثلا 2 171، ده انا بألف رقم اي رقم عموما، فانا اديله الرقم ده فيفهم انت عايز تفتح الموقع الفلاني، هو بيفهم الرقم ده لكن هو ما يفهمش كلمة فيسبوك. فهم عملوا بقى حاجة اسمها دي ان اس، تمام؟ ده احنا عايزين نعرف المصطلح ده يعني ايه دي ان اس. هو دومين نيم نيم سيرفر. طيب ايه الدومين نيم سيرفر؟ الدومين نيم سيرفر ده هو ده الكتاب اللي بيقول ايه الكتاب ده، ان فيه هنا بيقول لك ان الادرس الفلاني ولكن هو بتاع 192.168.1 ان ده رقم معين، والرقم ده يا سيدي هو اللي بيبتدي وقصاده معناه بالانجليزي ايه، ان ده مثلا لما تيجي تفتحه يفتح لك موقع فيسبوك. فبالتالي عن طريق الدي ان اس او الدومين نيم سيرفر عموما ابتدينا احنا نفهم الادرس اللي عندي ان انا ازاي هوصل بالانترنت، وفي نفس الوقت الانترنت يفهمني. ما بقتش بكتب ارقام، لا انا دلوقتي بقيت اتعامل ازاي مع الانترنت، انا بكتب كلمه فيسبوك وهو بيروح للدي ان اس او يروح للدومين نيم سيرفر، يروح للسيرفر ده يقول له هو انت كلمه فيسبوك دي قصادها رقم ايه؟ قصادها الرقم الفلاني، فيروح واخد الرقم الفلاني ده ومبعته للانترنت، فالانترنت يفهم الرقم الفلاني ده قصده بيه كذا، فيروح مرجع لك الحاجه اللي انت عايزها بشكل مظبوط. فاحنا كده بقى احنا بنتعامل بالانجليزي عادي جدا، تمام؟ بس الانجليزي ده بيخش على الدومين نيم سيرفر ويطلع في الاخر رقم اللي هو بقى بيفهمه الانترنت بعد كده، تمام؟ ده عشان نفهم بس يعني ايه الدي ان اس. هو ده من اشهر الانواع بقى الاستاتيك اي بي ادرس، من اشهر انواع الاستاتيك اي بي ادرس اللي عندنا، تمام؟ احنا قلنا في اي بي ادرس بتبقى ثابته، مين بقى الاي بي ادرس اللي ثابته دايما؟ اللي بتبقى موجوده في الدومين نيم سيرفر، ان كل ويب سايت معين ليه اي بي ادرس عمره ما يتغير، هو ثابت، تمام؟ فاحنا كده عرفنا الاستاتيك اي بي ادرس وعرفنا الدي ان اس عشان بعدين، تمام؟ طيب ماشي نطلع فوق تاني. احنا دلوقتي خلاص عرفنا اتكلمنا على الاي بي ادرس واتكلمنا على اللوجيكال ادرس، تمام؟ هي شويه معلومات بسيطه خالص، واتكلمنا على الفيزيكال ادرس. طيب الاستفاده، انت دلوقتي ممكن ما تكونش شايف استفاده من الاثنين دول او احنا هنستخدمهم في ايه، تمام؟ بس احنا قلنا احنا بنقول شويه معلومات ممكن ما تكونش مش مترابطه ببعض دلوقتي، بس قدام هنبتدي نربط الكلام ده ببعضه. انا عايز بس تبقى فاهم، فهمنا يعني ايه شويه معلومات عن اللوجيكال ادرس، وعرفنا ان في حاجه اسمها فيزيكال ادرس وده هنبقى نستخدمه ايه بعدين زي ما قلنا، تمام؟ طيب احنا بعد ما اتكلمنا في شويه حاجات عن النتورك ايدج، عايزين يعني نبتدي نخش شويه بقى في النتورك كور ذات نفسه، تمام؟ هنتكلم عليها في شويه حاجات، تمام؟ طيب عايزين نتكلم على ايه بالظبط في النتورك كور؟ هنتكلم على السويتشنج.
دلوقتي احنا خرجنا بره الكان اللي من بره، احنا بنبني النيتورك من بره وعايزين نشوف النظام من جوه ماشي ازاي. تمام، طيب لازم اللي احنا هنتكلم عليه قلنا هنتكلم على سويتشنج. احنا قبل كده اتكلمنا في النيتورك ايدج عن السويتشنج، قلنا السويتشنج هو الحاجه اللي بتربط السويتش هو الحاجه اللي بتربط هوست مع هوست، صح؟ تمام. طيب الفكره ان الهوست عن طريق الهوست والهوست ده اربطهم عن طريق سويتش. طب السويتش ده بقى في منه انواع ايه او ازاي بيشتغل؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه دلوقتي. انت يا سيدي في السويتشز عندك نوعين من السويتش، تمام، توصل بيهم. يا اما عندك حاجه اسمها سيركت سويتش او سيركت سويتشنج، تمام، وعندك حاجه اسمها باكت سويتشنج، وهنبتدي نتكلم على كل واحده بالايه بالتفصيل دلوقتي. تمام، طيب تعالى نبتدي اول حاجه نمسك السيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج يا سيدي، تمام، هي سويتش قلنا بتحصل، السويتش عموما هو حاجه بتحصل بين هوست وهوست، فليكن عندي هوست A وعندي هوست B، انا هبتدي اوصلهم ببعض، تمام، عن طريق طبعا السويتش اللي عندي، وليكن دول دلوقتي انا قلت لك ان هم متوصلين سيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج بتشتغل ازاي؟ وليكن انا النتورك اللي عايز اعملها مثلا، انا وليكن معايا سرعه سرعه نت مثلا معينه 1000 ميجا بايت، تمام، دي سرعه يا سيدي، دي سرعه النت اللي عندي، وانا عايز اعمل نتورك عن طريق سيركت سويتشنج ما بين شويه هوستس، تمام، ما بين هوست A وهوست B. انا لو وصلتهم بينهم وبين بعض عن طريق السيركت سويتشنج، السرعه بتاعه الالف دي هتبتدي تتقسم على كل يوزر متوصل او على كل هوست بتوصل عن طريق السيركت سويتشنج. يعني الالف دي مثلا هيقوم هيروح هيدي الايه، هيقسمها بالنص، هيديها 500، فدي عندها 500 ميجا بايت وهي عندها 500 ميجا بايت، تمام. فكده يوزر ايه ذات نفسه لو عايز يبعت حاجات لبي هيبعتها عن طريق السرعه بتاعته اللي هو كام، 500 ميجا بايت. ده لو هوست بي عايز يبعت حاجات لايه هيبعتها عن طريق ايه، 500 ميجا بايت. السيركت سويتشنج هي بالظبط عامله زي مين؟ هي عامله زي مطعم، زي ريستورانت، عندي مطعم معين، تمام، والمطعم ده ماشي بنظام حجز، تمام، انت بتحجز فبتاخد لك سرعه، ما يفرقش معاه بقى انت بتستخدم السرعه دي ولا بتستخدمهاش. يعني هو يهم، يعني هو ما يهموش هل ايه ده هو اصلا بيبعت حاجات لبي، لا، ممكن يكون ايه متوصل قبل السويتش ده، بس هو مش بيبعت حاجه لبي، قاعد في حاله دلوقتي، هو ما يهموش الكلام ده. انت يهمه ايه؟ ان ايه متوصل على السويتش، خلاص اديله سرعه طالما هو موجود، مش مهم انت هتبعت ولا مش بتبعت، تمام، طالما انت حجزت مكان في السويتش انت كده كده هتاخد سرعه. فده بيؤدي اصلا لمشكله في السيركت سويتشنج، ان انا مع كتر عدد اليوزر كل ما السرعه هتقل. يعني ازاي برضو مش متخيل؟ تعالى تخيل مثلا ان انا معايا كذا هوست A وبي وسي ودي، يعني دلوقتي الهوست كتره، تمام، بقى عندي 4 هوست والاربعه متوصلين بسويتش، تمام، اهو. طيب دلوقتي الاربعه متصلين بسويتش، احنا قلنا في السيركت سويتشنج لو انا عندي السرعه 1000 مثلا، هيروح يعمل ايه؟ هيوزع ال1000 دي على العدد السويتشز الموجوده، فيروح مثلا يقسمها على الاربعه بحيث ان يدي كل هوست السرعه بتاعته، فده مثلا يبقى سرعته 250 وده سرعته 250 وده سرعته 250 وده سرعته 250. هو دلوقتي ما يهموش ايه بينقل حاجه لبي او سي او دي، او ما مش همه الكلام ده. طب هل بي بينقل حاجه؟ لا ما يهموش. دي بينقل حاجه؟ ما يهموش، بس انت موجود على الهوست ده او موجود على السويتش ده هتاخد نسبه من السرعه. افرض انا مثلا رحت مزود عدد اليوزر ورحت ضايف يوزر كمان اي، رحت انا مشبكه هنا، طب مش هو اتضاف على اتضاف على السويتش، فهي كده لازم ياخد نسبه من السرعه، فالسرعات دي كلها هتروح تتغير، هيبتدي يوزعها بطريقه مختلفه، هيمسك مثلا 1000 دي يقسمها على 5، فكده يبقى كل واحد سرعته كام؟ 200 200 200 200. فانت تاخد بالك، انت شايف المنظر عامل ازاي؟ انا يا دوبك زودت يوزر واحد راح مقلل في سرعه الباقي كلهم، رغم ان ممكن ما يكونش، يعني ممكن يكون الهوست مش بينقل اي داتا اصلا او مش بيعمل اي حاجه، مش هو مش مستفاد بالسرعه دي عشان هو مش بيستخدمها دلوقتي، بس هو ما يهموش الكلام ده، هو كده كده لازم ياخد نسبه من السرعه. فمع كتر عدد اليوزرز لما بيزيدوا قوي السرعه هتبقى قليله جدا، وكده مفيش حد يقدر يستفاد اصلا. فدي كده بيورينا اول مشكله اصلا في السيركت سويتشنج. فانت لما يجي يقول لك ايه اول مشكله في السيركت سويتشنج، ان انت ما تقدرش تعمل شير لكذا يوزر، مفيش كذا او كذا هوست عموما ما يقدرش ان هم يخشوا على نفس السويتش. ليه؟ لان انت مع كتر عدد اليوزر لو كتروا قوي، مثلا لو وصلنا 1000، يعني لو بقى في 1000 يوزر دلوقتي شغال هيبقى كل واحد سرعته واحد. طب تخيل لو اكتر من 1000 بقى، هيبقى كل واحد سرعته مثلا او وشويه، يعني زيرو وشويه ارقام صغيره جدا، فانت محدش هيعرف يعيش اصلا بالسرعه دي، تمام. فده يعتبر كده السيركت سويتشنج، تمام، ودي يعتبر مشاكل السيركت سويتشنج. طيب برضو السيركت سويتشنج كان ليه فوائد. طب يعني ايه مثلا فوائده؟ السيركت سويتشنج هو النظام بتاعه بيعمل
بيربط الهوسز ازاي ببعض؟ عن طريق 3 فيسز. اول فيس بيعدي منها، احنا قلنا الانترنت بيتعامل مع الهوسز عن طريق ايه؟ عن طريق اي بي ادرس. فهو بيمسك الاي بي ادرس بتاع كل واحد، وليكن مثلا اي بي ادرس بتاع ايه، انا عايز اربط ايه بي، هو معاه الاي بي ادرس بتاع ايه ومعاه الاي بي ادرس بتاع بي. فيروح يعمل ايه؟ يروح اول حاجه هينشئ بينهم سيركت يعني هينشئ بينهم خط او زي سيركت معينه، فيمشي كده يوصل ايه مع بي، ده السويتش اللي في النص. تمام، هو وصل ايه مع بي باستخدام الاي بي ادرس. فاول حاجه بيعملها بيعمل كونكشن سيت اب فيز، بيسموها الكونكشن سيت اب فيز. دي اول فيز خالص ان هو بينشئ السيركت اساسا. طيب نيجي بعد كده لتاني تاني فيز عندي بيعمل ايه؟ بعد ما عمل الفيز هو خلاص الاي بي ادرس ما بقاش محتاجه، عشان هو خلاص اي بي ادرس كل اللي محتاجه عشان يوصل بس السيركت من هنا لهنا. طب دلوقتي هل هو محتاج الاي بي ادرس ده؟ لا هو مش محتاج الاي بي ادرس، فبيلغي حوار الاي بي ادرس. بيجي حوار ايه بقى؟ الداتا ترانسفير، الداتا اللي انت عايز تنقلها انقل بقى براحتك يا معلم. انت خلاص يعتبر هو وصل دلوقتي السيركت ما بين ايه وما بين بي، اي كميه من الداتا بقى عايز تنقلها ابتدي انقلها دلوقتي، مش محتاج خلاص اي بي ادرس تاني ولا محتاج اي حاجه، لان السيركت دي هي هتفضل موجوده دايما. تمام، هي دايما خلاص طالما ربطها مع ايه مع بي هتفضل موجوده، ودايما هتفضل واخده سرعه ايا كانت بقى السرعه بتاعتها مثلا كام دلوقتي. تمام، فانت تفضل تنقل براحتك. فمن الفوائد مثلا ان انت تاخد بالك منها ايه مثلا من المنظر اللي قدامنا ده، ان هي بتستخدم في التليفون. تمام، ايام التليفونات مثلا وكده كانوا بيوصلوا التليفونات ازاي؟ عن طريق السيركت سويتشنج ده، لان انت بقى عندك تليفون وتليفون تاني مثلا A و B، فانت لما ترن من A ل B فيروح ينشئ سيركت سويتشنج، ينشئ لاين ما بينهم، واللاين بعد كده بقى مش محتاج الادرس بتاع ده ولا الادرس بتاع ده، هو خلاص زي كأن السيركت بقت اوبن وانت بقى موصل براحتك، عمال بقى تتكلم رايح جاي، مفيش حاجه بتفصلك من الاخر. يعني مفيش حاجه هتلاقي مثلا بتاع الحاجه وقعت او كده، لا هو دايما التوصيل هيبقى مباشر بالنسبه لك، فمفيش فيها مشاكل. تمام، على عكس ما هنشوف الرسائل في الباكت سويتشنج بعدين يعني. تمام، احنا دلوقتي بنتكلم في السيركت سويتشنج. طيب الفيز الثالثه اللي بيعدي منها، خلاص ان انت عملت الاي بي ادرس اللي انشات بيه الفيز الاولاني، عملت بيه السيركت، وبعد كده نقلت الداتا، وبعد كده بيحصل حاجه اسمها كونكشن تير داون فيز. تير داون فيز ده اللي هو انت خلاص انت خلصت السويتش، انت ما بتبعتش عليها حاجه، فهي السويتش زي واقفه ثابته، بس ما تنساش ان السويتش هي ثابته بس هي لسه معاها سرعه، هي لسه سحبه سرعه بس هي واقفه ما بتعملش حاجه يعني. فده بيسموه مرحله الكونكشن تير داون فيز. تمام، ده يعتبر 3 مراحل اللي بيتقلوا يتعملوا بيها السيركت. تمام، او بيتعمل بيها السيركت سويتشنج عموما. طيب تبقى واخد بالك ان هنا في مشاكل بتواجهنا صغيره. احنا قلنا مشكله السيركت سويتشنج الرئيسيه ان انت مع كل مع زياده عدد الهوستس السرعه بتقل. طب ما في مشكله تانية برضو بتواجهك، ايه المشكله؟ المشكله نفسها في الفيسز دي، ان كل فيز ليها ديلي معين بتاخد تاخير. ما انا مثلا عشان ابتدي اربط A مع B ده مثلا في شويه مايكرو سكندز بيروح عشان اربط A ب B في اول سيت اب مثلا، وبعد كده لسه هنقل الداتا. تمام، وبعد كده ما بيحصل الكونكشن تير داون، يعني دي ما فيهاش حاجه. تمام، بس عموما مع كل وقت بيحصل في شويه ديليز. تمام، فدي برضو من المشاكل اللي بتواجهنا في الايه في السيركت سويتشنج. تمام، طيب ايه تاني على السيركت سويتشنج مثلا محتاجين نتكلم عليه؟ عرفنا مشكلته، عرفنا هو ازاي بيتوصل، وعرفنا ان هو مش مفيد قوي. تمام، بسبب ان اليوزرز محدوده. تمام، طيب تعال بقى نتكلم بعد كده على النوع التاني من السويتشز عشان نبتدي نقارن الفرق ما بينهم ونعرف مين احسن، وهو الباكت سويتشنج. تمام، طيب الباكت سويتشنج ده انا برضو انا دلوقتي بتكلم على سويتش، فانا هربط يوزر مع يوزر. تمام، الفكره بقى ان انا لما بربط يوزر مع يوزر الداتا في الباكت سويتش بتتبعت ازاي؟ هنا في الاول كانت الداتا في السيركت سويتشنج كانت الداتا بتتبعت ازاي؟ بتتبعت على بعضها. انا مثلا عايز ابعت ملف اهو ملف مثلا مربع قد المربع ده، فهو الملف ده كله هيبتدي يتبعت في السيركت. تمام، هو مش بيتقسم مش بيتجزأ، هو بيتبعت كله على بعضه. دي جت من المشاكل برضه في السيركت سويتشنج. تمام، طيب على عكس بقى الناحيه الثانيه الباكت سويتشنج الموضوع ماشي فيه ازاي؟ الموضوع ماشي ان انا لو عندي داتا معينه، تمام، وليكن بالحجم ده، بيبتدي اول حاجه ان هو بيقسم الداتا دي. تمام، بيفصلها لاجزاء، وليكن مثلا نقسمها لثلاث اجزاء صغيرين، المربع الاول، مربع تاني، ومربع تالت. بيبتدي كل مربع من دول بيبتدي هو اللي يتبعت الاول. فمثلا المربع ده هو هيتبعت اهو، هيبتدي يخش اول حاجه في السويتش، ومن السويتش يروح الناحيه التانيه وصل. تمام، وبعد كده المربع التاني يخرج اهو، هيبتدي يروح برضه نفس الكلام، هيخرج هيقف هنا في السويتش، وبعد كده يتحرك من السويتش يوصل هناك، فيتحرك للي بعده اهو،
وبعد كده الباكت اللي بعده اللي هو الاخير، فيبتدي يمشي ونفس الكلام ويوصل في الاخر. فهي الداتا بتتبعت مش في هيئة صورة واحدة كاملة زي السيركت سويتشنج، لا هي بتتبعت في هيئة باكتس. تمام. طيب نظام الباكتس ده بقى فيه حوارات كتير شوية. تمام. ايه الحوارات بتاعته او ايه النظام بتاع الباكت سويتشنج عموما؟ بص، طيب الباكتس اللي عندي دي بقى بتتبعت ازاي؟ تعال نتكلم عليها. الباكتس بتتبعت عن طريق حاجة اسمها ستور فورورد ترانسميشن. يعني ايه ستور فورورد ترانسميشن؟ انا عندي الهوست A ونفس الهوست B نفس كل مرة، وفي منهم الباكت سويتشنج. تمام. انا موصلهم عن طريق باكت سويتشنج. فانا عشان ابعت الداتا قلنا الداتا هتبتدي تتقسم اهم. تمام. عايزين بس نرسم السويتش في النص. تمام. وادي دي الداتا هي عندي اللي هي هتبتدي تتبعت. الداتا بتتبعت عن طريق حاجه اسمها ستور اند فورورد ترانسميشن. الستور فورورد ترانسميشن ده بيقول لك ايه؟ مثلا انا الداتا دي دلوقتي اهي، هي يعتبر كلها متلونه بالازرق. هي لما بتتبعت مش بتتبعت كلها مره واحده، هي بتتبعت اول حاجه فهيوصل منها جزء. هاي دي الداتا دلوقتي المبعوثه عندي، الداتا هيبقى المربع نفس المربع ده بالظبط، بس هي زي بتتبني في مراحل. مثلا هي اتبعتت شويه هيبتدي تتخزن، بيحصل لها ستورنج. تمام. بتتخزن في السويتش عندي لحد ما تكمل. يعني اول مربع ده اتبعت مثلا، ممكن يكون اول مربع ده اتبعت بس اتبعت منه مثلا جزء بس منه. تمام. او ده اول باكت عادي جدا، هيفضل متخزن في السويتش عندي لحد ما يكمل خالص، فيفضل مستني لحد ما يكمل يشحن، زي كانه بيشحن بالظبط، يشحن 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 لحد ما يخلص كل الداتا ينقلها. بس كده المربع كامل اللي هو اول باكت عندي، فيروح اعمله فورورد يبعته للايه؟ للسويتش اللي بعده، يبعته للهوست يعني اللي بعده، فيبتدي يتحرك فيروح يوصل هنا للهوست. فهو الداتا بتتحرك امتى من السويتش؟ لما تكون اتجمعت كلها. يعني انا لو مربع مثلا وصل هنا وهو لسه مش كامل، فلا استنى، هيفضل متخزن هنا لحد ما يكمل وبعد كده يبقى يروح يتبعت. فده بقى بيسبب لنا مشاكل قدام. تمام. او هيسبب لنا شوية حاجات مشاكل هنبتدي نوضحها دلوقتي. تمام. ايه المشاكل دي؟ افرض انا عندي نفس اليوزرز بالظبط ايه، ونفس الراوتر اللي هنا او نفس السويتش سوري، وهنا بي، انا بوصلهم ببعض. حلو جدا. افرض يا سيدي انا بقول لك دلوقتي هنفرض ارقام ان السرعه بتاعه الخط ما بين ايه لحد السويتش هي 100 100 كيلو بايت. تمام. والسرعه من اول السويتش اللي هنا لحد بي هي 50 كيلو بايت او 10، خليها 10، حلو، 10 ميجا بايت. حلو الكلام. طيب انا دلوقتي هبعت الداتا. الداتا دي السرعة اللي بتوصل بيها من A لبي وليكن مثلا سرعتهم 100، فانت متخيل حجم السرعة 100 دي هتبعت الداتا بقد ايه لحد ما توصل للراوتر هنا او لحد ما توصل للسويتش ده. تمام. فمثلا هتلاقي الداتا على طول راحت اتبعتت، وصلت للسويتش، وصلت للسويتش. طيب ثواني، هو ده نفس السرعة بتاعت ده؟ لا، ده قليلة جدا. فمثلا لما ده بيكون بعت 5 باكيتس، تمام، ممكن يكون ده مثلا لسه بينقل هناك اول باكيت. طب ثواني، هو الاربعه باكت اللي في النص، يعني في 4 باكت في النص، دول ايه، طاروا بقى يعني ولا دول ماتوا ولا ايه؟ يعني مثلا دول الاربعه، يعني مثلا سرعته 100، ال 100 دي مثلا وليكن بتقدر تنقل الاربعه باكت مع بعض على طول بسرعه رهيبه جدا، فهيروح ماسك الاربعه دول وبعتهم هنا. حلو، وصلوا هنا اهو. طيب في نفس السرعه بتاعت ال10 دي، عشان اصلا الباكتس تتحرك من هنا لهنا بسرعه 10، ممكن مثلا الباكت الواحد بيتبعت في 5 دقائق، فمثلا ممكن يكون الباكت ده لسه في الطريق، يعني لسه واقف هنا بيتبعت، لسه بيمشي. طب ثواني، الباكتس التانية دي هي واقفة في السويتش هتعمل ايه؟ يعني هتفضل واقفة في السويتش ولا هتتحرك ولا هتمشي ولا ايه نظامها؟ فده بيجي لنا الأول مشكلة اللي اسمها ايه؟ إن بيحصل هنا في الباكت سويتشنج بيحصل حاجة اسمها كيو ديلي. تمام؟ أو هو بيحصل تأخير بسبب الانتظار عموما، إن السويتش ذات نفسه بتاع الباكت سويتش بيبقى فيه حاجة اسمها كيو. تمام؟ أو زي طابور، في طابور كده موجود جوه. تمام؟ الطابور ده فايدته ايه؟ ان هو بيتخزن فيه الداتا. بيتخزن فيه الداتا اللي هي مبعوثه. تمام. يعني مثلا الباكتس دي اتبعتت فكلها هتروح تتخزن في الكيو اللي عندي. تمام. هنا مثلا في شكل الباكتس، هو ده الباكت الاولاني اللي اتبعت، ده الباكت التاني، ده الباكت التالت. ودلوقتي هو بيعمل ايه؟ دلوقتي السويتش بيبعت اول باكت خالص، هو الباكت الرابع اللي هو كان موجود هنا، هو بيبعته دلوقتي. فهيستنى لما يتبعت خالص ويوصل، اهو بقول له مثلا الباكت وصل، الباكت وصل بالسلام، ايه ده اول باكت خلص، خلاص خش على الباكت اللي بعده، هات الكيو ده يطلع الباكت ده.
فالباكت ده يروح يتبعت بعد كده لحد ما يوصل، بعد كده خلصه خلاص شيله من الكيو وروح خش على الطابور، يعني كأنه صف طابور، ده خلص خش على اللي بعده، امسك ده ابعته، بعد كده خلص طب امسك ده وابعته، هكذا تمام. فانت الفكره المشكله بتاعت الباكت سويتشنج بتظهر امتى؟ لما يكون اختلاف السرعات ما بين الاثنين هوستس المتوصلين على نفس السويتش مختلفه، فيبقى ده مثلا بيبعت السويتشات بسرعه، بيبعت الباكتس بسرعه رهيبه جدا، وده مش قادر يستحمل السرعه دي، فبالتالي الباكتس لما بتتبعت بتروح تتخزن في طابور وتتبعت بقى واحده واحده، بتفضل هي متخزنه في نفس المين، في نفس السويتش ده. طيب لو انت تاخد بالك ان ده اصلا بينقلنا لمشكله تانية كمان، ايه المشكله التانية؟ مشكله الباكت لوس، ان الباكت ممكن تضيع. ازاي الباكت ممكن تضيع؟ هو انت مش واخد بالك ان هنا انا قلت لك في طابور اللي بيتخزن فيه الباكتس، طيب ما هو الطابور ده هو مش مفتوح، مش طابور نهائي، يعني هو مش طابور لحد انفينيتي، لا هو الطابور ليه مساحه، ممكن يكون مثلا اخره 10، اخره يشيل 10 باكتس. طيب افرض انا مثلا كان ده سرعته مش 100، كان سرعته مثلا 1000 تمام، وبيبعت باكتس كتيره جدا، فبالسرعه اللي عنده دي اللي هو ال 1000 لما بيبعت فيها باكتس، فممكن تلاقي الباكتس كلها راحت اتبعتت على طول، اتحشرت في الكيو كلها، راحت اتحشرت في الكيو، وده لسه بيبعت مثلا اول باكت اللي هو الباكت اللي هو موجود هنا مثلا كان لسه بيبعته. طب دلوقتي لو ايه راح بعت باكتس تانية مفيش مكان في الطابور ده اساسا، طب ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني ايه موقف الباكت اللي جايه وهي مش لاقيه مكان في الطابور الكيو ده تقف فيه؟ هتعمل ايه؟ هي بتضيع ساعتها، ساعتها بتختفي، ما بيقدرش يخزنها، فالسويتش ذات نفسه بيرفضها، بيقول ان الباكت دي بيروح مسقطها فتقع، فكده ما توصلش. فكده لما الداتا تروح تتبعت كلها هناك، لما توصل للبي هل هي وصلت كامله؟ لا، في شويه منهم فقدوا تمام بسبب ان الكيو اتمالت نفسها. فانا كده عندي مشكلتين اساسيين جدا بواجههم في الباكت سويتشنج، الكيو ديلي اللي هو اصلا بسبب اختلاف السرعات، فكل حاجه بتروح تتخزن في السويتش الاول وبعد كده بتتنقل ده لو في اختلاف في السرعات، تاني حاجه ان لو الكيو اتمالى اصلا فده هيسبب لي خسائر بعد كده كتير، ان الداتا ابتدت تفقد تمام. طيب بس المشاكل من النوع ده، يعني الداتا اللي بتفقد دي تمام، هما طبعا في بروتوكول مهتم بالداتا اللي فقدت دي، يعني هو بيبقى عارف ان في داتا فقدت تمام، بحيث ان لما الداتا بتوصل في الاخر خالص لبي، لما الداتا بتوصل هنا لبي في الاخر خالص، بيروح بي بعد ما وصلت الداتا بيقول، بيبعت رسائل تاني للسويتش يقول مثلا في داتا معينه ما اتبعتتش، عشان هو كان بي في الاول عارف كميه الداتا لما بعتها له تمام، عارف مثلا هو المفروض ان ايه هيبعت 10 باكت، فبي عارف ان المفروض في 10 باكت توصل له، لو وصل له 9 هو عارف ان في واحد ناقص، فبيروح يبعت للسويتش ان في باكت ناقص، فده بيروح يبعته تاني. يعني هو في نظام بروتوكولز هو المهتم بتنظيم حته الباكت لوس دي، فبيعوضوها، يعني مش حاجه خساره للابد يعني والداتا ضاعت علينا لا، والنظام اللي هما بيبعتوا بيه ان هو يقول له ان في مشاكل، ده بروتوكول معين اصلا احنا لسه هنشرحه قدام تمام، بس نستنى عليه دلوقتي تمام. ففي بروتوكول مهتم بحوار الداتا لوس ده او الباكت لوس، واحنا ازاي هنعدله ونظبطه، بس هو مش مشكلتنا دلوقتي، بس احنا كده فهمنا ازاي الباكت لوس بيبعت الداتا وايه المشاكل بتاعته اللي واجهتنا. طيب في حاجة تانية، هو ازاي الباكت ده بيعرف الطريق بتاعه؟ يعني هو منين الباكت ده عارف ان هو هيوصل لايه؟ من ايه لبي؟ مش ممكن مثلا يكون في يوزر تاني سي محطوط في النص هنا؟ يعني ليه ده ما راحش هنا؟ فده ينقلنا ان احنا عايزين نعرف هي الداتا اصلا بتتبعت ازاي. طيب هننزل تحت شوية، نفس الهوست ايه، نفس الهوست بي، وهنا السويتش اللي في النص. بص يا سيدي، الداتا بتتنقل من الهوست لبعضها عن طريق حاجتين تمام، حاجة اسمها فورورد أو فوروردينج، وحاجة اسمها راوتينج. هو يعني ايه فيلم، يعني ايه فوروردينج ويعني ايه راوتينج؟ بص يا سيدي، انت لما بتيجي تبعت اي باكت تمام على النتورك عموما اللي عندك، اول حاجة بتحصل في بروتوكول بيروح عامل لك راوتينج للطريق اللي انت هتمشي فيه. انا مثلا بقول ان الباكت دي انا بقول ان انا عايز ابعتها من A لبي، فبيجي بروتوكول بيقرا الرساله فيقول مثلا اه الرساله دي مثلا المفروض ان هي تتبعت من A لبي، فهيروح يعمل ايه؟ هيروح ينشئ خط من اول الستارت بوينت عندك لحد الاند بوينت، لحد اخر نقطه موجوده، اللي هي يعتبر هيعمل خط من A لبي، هو عارف ان انت عايز توصل من A لبي. فالراوتينج هو عباره عن ايه؟ هو الطريق من اول السورس عندك، من اول مكان ما انت موجود فيه لحد الديستنيشن الاخيره خالص، ده كده الراوتينج تمام. طيب ايه الفوروردنج بقى؟ الفوروردنج هو الطريق، الطرق اللي انت بتمشي فيها من الستارت عشان اوصل اصلا للاند بوينت،
في طرق في النص بقى. الطرق اللي في النص دي هو ده مفهوم الفوروردنج، تمام؟ فانت تاخد بالك ان احنا اصلا عشان نبتدي نوصل الرسائل عموما لازم بنستخدم الحاجتين دول، الفوروردنج والراوتينج. طيب هما ازاي الاتنين بيساندوا بعض، او هما ازاي الاتنين بيساعدوا بعض ان انت توصل للحاجة؟ بص عشان نفهم الموضوع بشكل احسن شوية، احنا عرفنا ان الراوتينج هو من الستارت بوينت لحد الاند بوينت، الفوروردنج هو الطريق اللي انا همشيه. وليكن مثلا انت واقف دلوقتي، وليكن انت في شارع الهرم، تمام، او انت عند بيتك، تمام، ودلوقتي عايز تروح الكلية. طيب انت عارف ان انت من بيتك لحد الكلية انت عارف طريق معين، تمام، بتروح منه. طيب افرض مثلا انت في وقت من الاوقات لقيت الطريق ده زحمة، فانت مثلا يعني عادي ممكن انت ماشي في الطريق مثلا تبقى عارف طريق تاني، مثلا تغير الوجهة بتاعتك، مثلا تبقى ماشي من هنا بعد كده تروح في شارع جانبي، مثلا تخش في شارع تاني جانبي، ومن الشارع الجانبي بعد كده تروح وصل الكلية. ممكن واحد تاني مثلا فيلاقي ان يقول انا مش بيعجبني الطريق ده ولا بيعجبني الطريق ده، فانا همشي بطريق تاني مثلا بيبقى فاضي خالص ورايق، وبرضه هروح اوصل فيه في الكليه. هو الفكره ان انا الجهه بتاعتي عامله ازاي. انا في كل الحالات ايه اللي حصل، انا وصلت من بيتي، وصلت لحد الكليه، انا قدرت ان انا اوصل. بس الفكره اختلاف الطرق. انا ممكن مثلا وصلت من الشارع، في واحد وصل من الشارع اللي فوق، في واحد وصل من الشارع خط على طول من قدام، في واحد وصل من الشارع اللي تحت. فانت المفهوم الموضوع عامل ازاي، ان الراوتينج هو عارف ان انت عايز توصل من هنا لهناك، هتوصل ازاي، هو ده الفوروردنج. ممكن تاخد الطريق مثلا من هنا وبعد كده تمشي لفوق وبعد كده، او مثلا تاخد الطريق اللي تحت، او تاخد الطريق اللي في النص، اي حاجه من الحاجات دي هو ده اللي بيتحكم فيها الفوروردنج. فعشان نطبق نفس المثال ده بالظبط على الهوست بقى عندنا، انا عندي هوست A وعندي هوست B، تمام، وفي اللي سويتشز هنا، ده مثلا سويتش وده سويتش تاني وهنا سويتش تاني، وهما كلهم متوصلين بالسويتشز دي. طيب الراوتينج دلوقتي انا ببعت رساله من A ل B، فالراوتينج على طول هيروح يقول ايه، اه انت عايز تبعت رساله من A ل B، فانا عارف الديستنيشن عندك من A لحد B، حلو. طيب هتمشي فيها ازاي، هيمشي فيها عن طريق الفورورد. طب الفورورد بقى بيتحدد ازاي، بص انت في كل سويتش من السويتشات دي في حاجه اسمها فوروردنج تيبل، ده بيبقى تيبل موجود في كل سويتش، يعني كل سويتش ليه الفوروردنج تيبل الخاص بيه هو. التيبل ده بيبقى شكله عامل ازاي، هو بيبقى شيء مربع كده، تمام، بيبقى مكتوب فيه في الاول الراوتينج بتاعك من فوق اللي هو الجهه اللي انت عايز تروحها، وبعد كده مثلا مكتوب فيه ايه بقى، ان انت مثلا لو واقف عند ايه، تمام، فبيقول لك اه انت لو عند ايه، لو عايز تروح لسي خد مثلا السويتش التالت، لو انت من ايه عايز تروح لبي خد مثلا السويتش الرابع، لو انت من ايه عايز تروح لدي خد السويتش الخامس. ده بالظبط شكل الفورورنج تيبل اللي عند كل سويتش. فمثلا وليكن هنعتبر ان الفورورنج تيبل ده بتاع اول سويتش مثلا موجود عندي اللي هو السويتش ده، فهيبقى مكتوب فيه المعلومات كده، ان انت دلوقتي عايز تعمل راوتينج من ايه رايح لبي. طيب فهيجي له الرساله لما يجي له المسج، او يجي له مثلا الباكيتس وهي بتتبعت، الباكيتس اهي فراحت اتبعتت مثلا لهنا للسويتش ده، فراحت وقفت هنا، فيقول له اه الباكيت لما تقف هنا هيروح يبص، تمام، هيروح يبص يتشيك، يفتح الفورورنج تيبل يقول له اه الفورورنج تيبل اهو الراوتنج من ال بي. طب مين اللي بيوصلك من ال بي؟ لا اهو ده بيوصلك من ال بي، يبقى انا لازم اسلك مثلا اوصل اروح للسويتش الرابع. طب فين السويتش الرابع؟ وليكن مثلا هو ده السويتش الرابع، فاه على طول الباكت عارفه تقوم متحركه من هنا رايحه هنا الباكت اللي بعده. طب لما تروح تقف في السويتش ده على طول هتروح تعمل ايه؟ هتروح تفتح الفورورنج تيبل بتاع السويتش ده، فيروح يفتح الباكت سويتش، اه يروح يفتح سوري الفورورنج تيبل، يلاقي الراوتنج يقول له مثلا هو من ايه برضو عايز يروح لبي، فيقول له انت عايز تروح من ايه لبي، خلاص انت قدامك الطريق على طول روح لبي على طول دايركت مثلا، يقول له اه يبقى كده خلاص، يبقى الباكت هتتحرك من هنا وتبتدي تروح هناك، بس كده الباكت وصلت. فهي الباكت يعني فهمتوا الباكت بتتحرك ازاي، بتروح عند كل سويتش وكل سويتش بتقف عليه تفتح الفورورنج تيبل تشوف هي المفروض تمشي ازاي وتبتدي تتحرك على اساسه، تمام. طيب مين بقى اللي بيتحكم في الحاجات دي، ومين اللي هيخليها تاخد الطريق من فوق او الطريق اللي تحت او كده او كده، دي كلها بتبقى بروتوكولز، تمام. في بقى بروتوكول اللي هو احنا كنا بنتكلم قبل كده، لما كلمتكم قبل كده ان في حاجه اسمها نتورك بروتوكول اللي بيتحكم في الشورتست باس، ان هو تاخد اقصر مكان توصل اقصر طريق تبعت بيه الرسائل من ال بي، فهو ده اللي بيبتدي يحدد هي هتمشي في الطريق مثلا ده ولا الطريق اللي تحت ولا انهي طريق بالظبط. ولو مثلا في طريق الكيو يو مثلا بتاعته كانت مليانه، مثلا في سويتش الكيو بتاعته مليانه على اخرها، فهيبقى عارف الطريق ده مثلا مقفول، فلا احنا مش هنبعت منه، احنا هنبعت من طريق مختلف عشان الطريق ده مثلا زحمه او الطريق ده مقفول. فكل الحاجات يعني كل النظام اللي ماشي ده كلها بتتحكم في بروتوكولات، تمام، بس يعني ايه بره عننا الموضوع ده دلوقتي، ماشي. طيب كده احنا فهمنا ازاي بنبعت الرسالة، مش عارف ايه اللي حصل ده، بس يعني ما علينا، تمام.
احنا فهمنا ازاي دلوقتي فوردنج والباكت ماشي. طيب عايزين دلوقتي بعد كده نفهم ايه تاني في الباكت سويتشنج. احنا عرفنا خلاص ان المشاكل الباكت سويتشنج من ناحيه الكيو ديلي ومن ناحيه الباكت لوس. طيب تعال بقى افرد لك بعد ما قلت لك ازاي بيمشي في الفوروردنج والراوتنج، تعال افرد لك المنظر العام في الديليز. تمام، انت عندك بقى شويه ديليز كده كتيره، يعني احنا عرفنا خلاص المشاكل الباكت سويتشنج من ناحيه ان الكيو ده ان هو بيتخزن فيه الداتا. تمام، فممكن مثلا الداتا بتاخد وقت عقبال ما تستنى وتمشي، وفي نفس الوقت ممكن باكتس تضيع. تمام، بس احنا عايزين بقى نتكلم على الديليز بشكل يعني مخصص شويه في الباكت. عايز اقول لك كل الديليز شكلها عامل ازاي بالظبط. انت عندك الديليز في الباكت سويتشنج 4 باكت سويتش، انا مش عارف البي ليه ضربت كده. تمام، طيب اول حاجه عندك في عندك بروسيس ديلي او بروسيسنج ديلي. تاني ديلي موجود عندك وهنعرف كل واحد منهم دلوقتي، عندك الكيو ديلي، وبعد كده عندك الترانسميشن ديلي، بعد كده اخر حاجه في عندك البروباجيشن ديلي. تمام، طيب تعال نفهم كل واحد ونفهم امتى بيحصل بالظبط. تمام، اول حاجه هنتكلم عليها هو البروسيسنج ديلي. البروسيسنج ديلي ده بيحصل امتى؟ مش انا قلت لك يا سيدي ان كل داتا بتتبعت بتروح تقف في السويتش، وهي واقفه في السويتش بتروح تفتح الفوروردنج تيبل عشان تشوف مكانها هتتحرك ازاي، وبعد كده تتحرك. في لحظه الفتح الفوروردنج تيبل عشان تبص عليه الموضوع ده بياخد شويه ثواني عشان تعمل فيه تشيك، فالشويه الثواني او المايكرو سكند او الملي سكند اللي احنا بناخدها دي هي ده بيسموها البروسيسنج ديلي. تمام، فاحنا عارفين كده ان البروسيسنج ديلي بيحصل بسبب مين؟ بيحصل بسبب الفوروردنج تيبل. انت اصلا بتفتح كل شويه تفتح تتشيك عليه لما توصل كل سويتش. تمام، ده كان بالنسبه للفوروردنج تيبل. الكيو ديلي ده اتكلمنا عليه قبل كده، ان كل حاجه بتتبعت مثلا لو في فرق في السرعات فكل حاجه بتتبعت لازم تستنى في الكيو. تمام، او في زي الطابور اللي عندي لازم تفضل مستنيه فيه لحد ما يخلص مثلا اول واحد، بعد كده يتنقل للتاني، بعد كده خلص يتنقل للي بعده، خلص يتنقل للي بعده، فالحاجه كلها منتظره في زي طابور معين، فده برضو اللي بيسبب الكيو ديلي، وده اتكلمنا عليه قبل كده وعرفنا ايه البروسيسنج ديلي. طيب الترانسميشن ديلي، الترانسميشن ديلي هو الوقت اللي بياخده الاول اللي بياخده الباكت عشان يعدي السويتش اصلا. يعني هو دلوقتي قدامه سويتش، هو الباكت محطوط هنا قدامه سويتش، دخل فيه هيعدي بقى من بروسيسنج ديلي ويعدي من كيو ديلي، ولو كان في اي حاجه مثلا مشاكل تانية واجهته عموما، او لو حصل له باكت لوس او اي حاجه واتفقد واتبعت تاني، امتى بقى خرج من الباك، امتى خرج من السويتش؟ يعني هو دخل من السويتش امتى خرج منه؟ الوقت اللي دخل فيه لو خرج منه ده اسمه ترانسميشن ديلي. تمام، طيب البروباجيشن ديلي هو الوقت اللي بياخده عشان بقى يمشي الديستنيشن من السويتش لحد ما يوصل للجهه بتاعته، من اول الستارت بوينت من اول A مثلا لحد B. ايه الوقت اللي خده عشان يوصل من A ل B ككل بقى على بعضه؟ تمام، مش ان انا ادخل السويتش واخرج منه، لا، ان انا اوصل اصلا من A اروح ل B اساسا. تمام، فلو احنا عايزين مثلا مثال، او لو انت كنت تايه في ترانسميشن ديلي وبروبجيشن ديلي، تعال مثلا نوضحها بمثال. تمام، وليكن انت مسافر مثلا دلوقتي. تمام، انت راكب في عربيه، حلو، وهتعدي مثلا انت مسافر رايح اي مكان، فبتعدي مثلا على بوابات، في مثلا بوابات، بوابه محطوطه هنا. تمام، دي بوابه رقم واحد بتعدي، عشان تعدي من عندها مثلا لازم تدفع تجيب تذاكر مثلا او كده عشان تعدي من البوابه الاولانيه. تمام، وبعد كده انت عايز هدفك ان انت عايز توصل المكان ده. طيب وانت مسافر مثلا انت وعيلتك، يلا عربيات كتير بقى محطوطه هنا. تمام، فاحنا كلنا ماشيين، العربيات دي او بلاش دلوقتي، تعال نكمل. فانا دلوقتي العربيات دي عشان اوصل ابتدي اول حاجه العربيه هتمشي عادي. تمام، ما كده توصل اول بوابه، فهتبتدي توصل اول بوابه تقف هنا شويه، فتقول ان انا اول بوابه، انا وقفت في اول بوابه، هبتدي تستنى شويه مثلا بتخلص الاجراءات، هتدفع تشتري تذاكر او كده، وتبقى عارف التذاكر انت رايح مثلا انهي وجهه، عارف انت عايز توصل المربع ده مش اي مربع تاني تحت، فعرفت كل الحاجات دي، وبعد كده هتخرج توصل هناك تاني. تعال بقى نطبق المثال ده على الداتا عندنا. العربيات دي هي مين؟ هي الباكت. تمام، اللي ابتدت تتحرك لما دخلت جوه هنا، وقفت هنا عند البوابة الأولى، فروحت أبص فمثلا عندهم جدول، أنا عايز أتحرك مثلا، عايز أوصل لمثلا دي اسكندرية وليكن. تمام، جه مثلا مطروح تحت،
انا معرفش ايه اللي جابهم ببعض، بس وليكن يعني انا عايز اوصل لقدام اسكندريه قدام مطروح. فانا بس رحت للبوابه الاولانيه تمام، فابتديت اسال نفسي اه انا عايز اروح فين، ايه التذكره اللي عايز اشتري، المكان اللي عايز اروح ليها. فابتدي اشوف اه انا عايز اوصل مثلا لاسكندريه تمام، يبقى انا هروح اشتري، عارف ان انا هشتري تذاكر اسكندريه كده. الوقت اللي انا خدته عشان اعرف الديستنيشن بتاعي من الفوروردنج تيبل اه ده كده البروسيسنج ديلي. وبعد كده مثلا تمام، انا العربيه بتاعتي لسه واقفه في الصف ده، ممكن يكون العربيه عربيه مثلا العيله اللي بعد كده، العربيه اللي بعد كده هو الباكت اللي بعدي او العيله اللي بعدي اتحشر برضه في نفس الطابور ده ومستنيه ان انا اخلص عشان تروح هي تشتري بعد كده، فهي لسه مستنيه في الطابور لحد ما انا اخلص دوري اساسا. ده كده اسمه الكيو ديلي. وبعد كده انا خلاص دفعت وعملت كل حاجه، فخرجت بره الجيت الاولانيه، خرجت بره البوابه خلاص اهو، ابتديت اتحرك اهو، اتحركت بقى في طريقي. الوقت اللي خدته عشان ادخل من هنا واخرج من هنا اه ده كده اسمه الترانسميشن ديلي. وبعد كده بقى الوقت اللي انا خدته اصلا ككل عشان امشي من اول الجهه بتاعتي لحد ما انا اوصل اساسا، يعني من اول ما دخلت البوابات لحد ما اوصل للاسكندريه او الطريق النهائي بتاعي اهو، ده كده الوقت اللي خدته ده هو يعتبر البروباجيشن ديلي تمام. ديلي طبعا كله بيتضاف على بعضه حلو. فانا مثلا لو جيت قلت لك ان الباكت الواحد عشان يعدي من البوابه الفلانيه بياخد له مثلا ثانيتين، فانا عارف ان انا لو هبعت 3 باكت هياخدوا قد ايه كترانسميشن، عشان بقول لك عشان يعدوا من البوابه فده كده ترانسميشن ديلي. فترانسميشن ديلي بتاعهم هيبقى لو انا هبعت 3 باكيتس هياخدوا 6 ثواني، ما كل باكيت هياخد ثانيتين، لو هما 3 ف3 في 2 هياخد 6 ثواني حلو. وبقول لك مثلا يا سيدي ان الطريق ده طوله 100، الطريق اللي هيمشوا فيه من اول مثلا البوابه دي لحد هناك او من اول الديستنيشن من اول هنا لحد هناك طوله 100. وبقول لك ان العربيه مثلا ده كيلومتر، والعربيه يا سيدي بتمشي بسرعه وليكن 50 كيلومتر. فانت عارف ان العربيه الواحده او الباكت الواحد عشان يوصل هياخد قد ايه عشان يعدي الطريق 100، وهو بيمشي بسرعه 50، فهتعمل 100 على السرعه اللي بيمشي فيها 50، فهتقول مثلا هياخد كام ثانيه بالظبط، فنقول مثلا هياخد ثانيتين حلو. فما ياخد ثانيتين من هنا يبقى كده انا عندي الديلي كله على بعضه كام. لو قلت لك احسب لي الديلي تقول لي الديلي هو عباره عن انت عندك مثلا لو كان في بروسيسنج ديلي في الاول تمام، او هو الديلي عباره عن ايه، تعالى نكتب الاكويشن بتاعته كلها احسن. هتقول لي ان الديلي هو بيساوي مين، بيساوي الديلي بتاع البروسيسنج لو اول ديلي موجود عندك بلس الديلي بتاع الكيو اللي انت وقفت فيه في الطابور بلس الديلي بتاع الترانسميشن ريت زائد الديلي بتاع البروباجيشن. فدلوقتي انا مثلا بعد ما عملت الحسابات بتاعتي فانا عارف مثلا ان الترانسميشن خد 6 ثواني، فانا عارف هنا انا هحط 6 زائد مثلا الكيو استنيت مثلا 3 ثواني هنا، وهنا مثلا خدت ثانيتين اي حاجة، انا بقول اي ارقام. والبروباجيشن مثلا حسبناها ثانيتين، خلي دول اصفار على طول يعني اي ارقام وخلاص، وفي الاخر تجمع فتحسب الديلي تمام. فكده الديلي عندك، فانت الديلي في الباكت سويتشنج بيتحسب عن طريق العمليه الحسابيه دي. انت بتقعد تحسب الديلي ده والديلي ده والديلي ده والديلي ده، وفي الاخر تطلع بالمجمل بتاعك. بس ده طبعا في الباكت سويتشنج بس تمام، هما الاربعه ديليز دول هما اللي بيتاثروا بكل الحاجات دي تمام. طيب كده احنا نعتبر اتكلمنا خلاص عن السيركت سويتشنج، وعرفنا ايه مزاياها وايه عيوبها، وفهمنا ازاي الداتا بتمشي فيها، بتمشي ككلها قطعه واحده مش كباكتس والحاجات دي كلها. عرفنا ازاي الداتا بتمشي في الباكت سويتشنج، وعرفنا ازاي بتتنقل، وقفنا المشاكل اللي واجهتنا وكل الديليز اللي بنعملها تمام. وبعد كده نبتدي بقى نخش في تفاصيل اكتر بقى ازاي الداتا بتتبعت، ازاي مثلا الباكت لوس ده بتفاداه والحاجات من كده، هنبتدي نشوفها قدام واحده واحده يعني. طيب جزء كمان مهم في الباكت سويتشنج، الباكت سويتشنج احنا كان في مشكله عرضناها في السيركت سويتشنج وما لقيناش ليها حل. كان المشكله بتاعت ايه، ان السيركت سويتشنج لو كل يوزر بيتحط فيها قلنا ان هو بيسحب بسرعه حتى لو مش بيستخدمها تمام. فدول مثلا بتوصلين من هنا والسرعه 1000، فده على طول هيبقى سرعته 500 وده 500. الفكره بقى ايه، الباكت سويتشنج اتغلب على المشكله دي، ان الباكت سويتشنج هو مش بيدي سرعه لليوزر او للهوست الا لما يكون بيستخدمها اساسا. فانا لو مثلا البتاع ده متوصل بيه كذا، عندي سويتش متوصل بيه كذا هوست والسرعة وليكن مثلا عندي 1000، هل هيحصل زي سيركت سويتشنج وكل واحد مثلا سرعة تتقسم عليه حتى لو مش بيستخدمها؟ لا، الباكت سويتشنج مش بيعمل كده. الباكت سويتشنج هيقول لك ايه،
هل الهوست A بيبعت حاجة لبي؟ لو هو بيبعت حاجة لبي خلاص روح اديله السرعة كلها، أو لو هو بس اللي بيبعت اديله السرعة، تمام؟ ودول السرعة صفار عشان دول مش بيبعتوا حاجة، سي مش بيبعت حاجة ولا دي بيبعت حاجة، ودلوقتي A بيبعت لبي، فخلاص طالما A بيبعت لبي يروح اروح ادي لA سرعة كاملة، وساعتها هو هياخد السرعة دي ويروح يبعت بيها للسويتش، تمام؟ ومن السويتش طبعا هتطلع تاني تروح لمين؟ لبي، وبعد كده يشيلها خلاص عشان هو بعت الحاجة بتاعته. طيب لو مثلا سي قرر يبعت خلاص، يبقى على حسب انت عايز سي يبعت خلاص روح اديله السرعة. طب لو في نفس الوقت يو سي هو بيبعت ايه عايز يبعت، اه ساعتها هيضطر يحصل التقسيم بقى، ساعتها مثلا ده بدل ما كان 1000 فالسرعة هتقل شوية، ولكن مثلا تبقى 500 عشان ايه بيبعت هو كمان، فياخد 500 وسي ياخد 500، فهو هنا السرعة بتاعته بتتقسم على حسب ايه، هي على حسب الديماند، على حسب الطلب عموما. لو انت طلبت السرعة ساعتها هيديك السرعة، ما طلبتش هو مش هيديك اساسا، على عكس الناحية التانية في سيركت سويتشنج لو فاكرين احنا ما كانش على حسب الطلب، لا ما كانش في طلب، هو طالما انت اتوصلت اساسا بالسويتش مهما كان انت بتشتغل ما بتشتغلش بتبعت ما بتبعتش، انت كده بتسحب على الفاضي، تمام؟ والسرعة كانت بتقل، فالباك سويتشنج بيتغلب برضه على المشكلة دي، تمام؟ طيب هنيجي دلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا خلاص على السويتشز، في مصطلحين كده عايزين نتكلم عليهم، يعني ما لهمش دعوة قوي بأي حاجة بس يعني عايزين نعرفهم. حاجة اسمها التريس روت، تمام؟ وهنبتدي نشوف المصطلح التاني لما نجيله يعني. طب أول حاجة يعني ايه تريس روت؟ التريس روت يا سيدي هو برنامج، هو بروجرام، تمام؟ فايدته ان هو بيعمل ايه، هو بيقدر ان هو يحسب الديلي، ففايدته ان هو بيحسب كالكوليت او بيميجر الديلي. طيب الديلي ده اللي هو بيظهر من سبب ايه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده على حسب السويتشات، لما كنا بنتكلم في السيركت سويتشنج مثلا ديلي عبارة ما يتعمل السيركت وما الى ذلك، او في الباكت سويتشنج لما كانت الداتا بتنقل وتستنى في الكيو شويه في السويتش وبعد كده تطلع تاني وهكذا، تمام؟ فهو بيعرف الديلي اللي رايح من اول السورس لحد مثلا هبتدي اتحرك اوصل للراوتر، من الراوتر امشي لحد الديستنيشن اللي هو الجهه اللي انا عايز اوصل لها. طيب بيحسبها ازاي يعني، او يعني ايه العمليه؟ هو عادي يعني انت الداتا بتبقى موجوده في السورس، تمام؟ فالداتا اول ما تبتدي تتحرك هو يعتبر زي عمال يحسب عدد الثواني اللي انت بتمشي فيها، تمام؟ لحد ما توصل للراوتر، الداتا اول ما توصل للراوتر بتروح باعته مسج ان الرساله وصلت، ترجع تلي مسج تقول الرساله وصلت ريسيف، فاول ما يبعت الرساله وصلت خلاص يبقى يسجل مثلا الرساله وصلت من السورس للراوتر في ثانيتين، تمام؟ بعد كده الرساله اتحرك من الراوتر للديستنيشن، فبرضه اول ما توصل هتروح باعته رساله ان هي وصلت، فاول ما تبعت رساله ان هو وصلت تقول مثلا اه الرساله وصلت في 3 ثواني بس، وبعد كده يخزن ده عنده فيبتدي تظهر لك المعلومات. فكان في مثلا صورة في السلايدز ممكن استفاد بيها، دي مثلا بتوضح التريس روت، مثلا هو بيحسب الديلي بتاع الداتا وهي ماشية، فالداتا أول كانت موجودة في مكان ما، تمام؟ المكان ده يعني، تمام؟ وابتدت تتحرك، فقالت ان هي في الاول خدت 1 ثانية في الطريق مثلا، هي بتعمل فوروردنج من السويتش للسويتش، وبعد كده خدت 1 ثانية تاني، وبعد كده خدت ثانيتين، وبعد كده طلعت على مكان تاني ممكن تكون بقى اي اس بي مختلف، راحت لسويتش مختلف خالص بعيد، فبرضه بيقول لك خدت ثواني كذا، تمام؟ هي عماله تتحرك وعمال يحسب يعني، في كل راوتر بيتحرك منه من الراوتر ده للراوتر اللي بعده بياخد عدد ثواني، فبيعرض لك عدد الثواني ده، ولكن دي مثلا الباكتس، تمام؟ بيقول لك ان الباكتس اتحركت ومش عارف ايه وكده، فكملت ممكن يكمل نفس الارقام هكذا هكذا هكذا. نيجي مثلا هنا لو جيت تشوف الرقم ده 22 لحد مثلا بقى فجأة عشان يوصل من هنا يروح للجهة اللي بعده اللي هو الجهة بتاعت الراوتر اللي بعده مثلا او كده، فخد بص فرق الثواني كان 22 ثانية بقى 104، فانت لو جيت تبص على فرق عدد الثواني ده هتلاقيه كبير شويه بالنسبه للباقي، يعني هنا كان مثلا 2 بقى 6 معقول، لكن 22 ل 104، فانت تبقى عارف ان طالما رقم كبير كده يبقى انت كده عديت مثلا في هو هنا بيقول لك اصلا انت عديت في المحيط، تمام؟ انت عبرت محيط يعني عشان تكمل، سواء انت كنت بتبعت مثلا رساله من قاره لقاره تانية فبتقدر تعدي مثلا المحيط ولا حاجه، فهو بيعرض لك يعني المعلومات دي، تمام؟ هنا نفس الكلام، فبيعرض لك الداتا مثلا تيجي هنا تلاقي ان مثلا 126 بعد كده في نجوم، يعني ايه النجوم دي؟ معنى كده ان الباكت ده ما وصلش، الباكت وانت بتبعته مثلا حصل له لوس فقد، فهو ما وصلش لهناك، فطالما ما وصلش مش هيبعت اصلا ريسيف مسج، مفيش مسج هتبعت تقول ان هو وصل عشان يحسب الديلي، فطالما ما حصلش ريسبون يبقى انت كده راحت عليك الباكت ده، تمام؟ طبعا قلنا لسه هنشوف ازاي بننقذ الباكت ده وكده بس بعدين يعني، تمام؟ فده كده بالنسبة للتريس روت يعني. في مصطلح تاني عايزين نعرفه، ثواني، مصطلح الثروبوت، ثرو بوت، ايه الثروبوت ده؟ الثروبوت هو يعتبر الريت اللي الداتا
بتمشي بيه، تمام؟ او ان الريت بتاع ان الداتا بتسند من اول السندر لحد الريسيفر. ايه السرعه اللي هي ماشيه بيها من الاخر؟ هي ايه الريت اللي ماشيه بيه؟ ماشيه بطيء، ماشيه سريع، ايه النظام بالظبط؟ طيب مثلا انا عندي ايه وهوصل لبي عن طريق سويتش. طيب الفكره، بص هنعتبر كأن الداتا كأنها بالظبط ماشيه في زي انابيب ميه، تمام؟ يعني مثلا هنا في زي انبوبه اهي، تمام، وهنا مثلا في انبوبه تانية. بص، فمثلا هتلاقي هنا ان ال الانبوبه مثلا هنا كبيره شويه، فبالتالي الريت بتاعها هيبقى اكيد سريع عشان ممكن ده تمشي فيها براحتها وتتنقل بسرعه، على عكس لما توصل لهنا لما تبتدي تتحرك بعد كده البتاع ده صغير شويه فيبتدي ان هي تتحرك ببطء، تمام؟ فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الثروبوت ده يا سيدي، او انت بتعرفه منين الريت بتعرفه منين، هو عباره عن المينيمم بتاع المساحه بتاع الاثنين بتاع الار، او وليكن مثلا ده هنسميه خليه ار، ده اتش، هو يعتبر المينيمم بتاع الار والاتش، مين الصغير فيهم يعني من الاخر. ما انت هتضطر تمشي بالصغير، يعني لو ده مثلا كان الداتا بتمشي بسرعه 100 وده الداتا بتمشي بسرعه 10، انت المجمل عشان توصل في الاخر كانك مشيت بسرعه كام؟ كانك مشيت بسرعه 10 يعني، فاهمني؟ ان احنا كده انت لازم تمشي بسرعه 10 عشان تعدي من الجزء ده، انا دايما بتشوف الصغير وهو ده اللي انت هتكمل بيه المشوار. فيعتبر بيقول لك ان الثروبوت او الريت عشان تعرف الريت بتاعك كافريج، انت هتشوف المينيمم بتاع كل الانابيب اللي عندك اللي بتمشي فيها يعني، تمام؟ طبعا هي مش بتبقى انابيب وده مش بيبقى ريت والمنظر مش بيبقى كده، لا هي دي سرعات، تمام، سبيدز، ودي سلوك عاديه يعني، تمام، وحسب السرعه بتاعتها، سرعه مثلا كبيره الباندويتس بتاعتها بتشيل قد ايه وكده، تمام. بس احنا عشان نبسط الدنيا فعملنا بشكل انابيب يعني. ودي برضو من السلايدز نبص عليها برضو. انا مثلا عايز احسب هنا الثروبوت بتاع الكلام ده، هو عبارة عن المينيمم، تمام، بتاع حسب مثلا ده ار سي، ده ار اس اهو، ده اسمه ار سي اللي هو الريت بتاع المكان ده عموما، وده الريت بتاع الاس، ده الريت بتاع سي، وده الار الكبيرة بيعدوا منهم، فيعتبر المينيمم بتاعهم كله ار اس وار سي والار ذات نفسها، وعلى حسب بقى الار دي بيمشي فيها قد ايه يعني. الار دي واخد بالك ان بيمشي فيها كذا داتا، فممكن تبقى مقسومة على حسب الداتا اللي بتمشي فيها عندي، تمام. هو بيقول لك ان انا عندي هنا 10 كونكشنز، عندي 10 حاجات متوصلين، فبالتالي ان الار دي بيعدي فيها 10 حاجات فهتقسمها على 10، تمام، بس انت على حسب يعني، مش شرط يبقى ده رقم ثابت يعني. فانت بتاخد المينيمم بتاعهم، هو ده يعتبر الثروبوت بتاعك او الريت اللي انت ماشي بيه، تمام. وطبعا ده بيودينا لحاجه اسمها بوتل نيك اللي هو عنق الزجاجه. البوتل نيك ده يا سيدي ان هو ان انت مش بتستفاد بكل الحاجه اللي عندك، او انت مثلا عندك زي ما شفنا فوق مثلا، انت السرعه عندك هنا كانت كبيره جدا، كانت ماشيه 100 وكانت حلوه جدا، بس ايه اللي خلى المية دي تبقى زي يحصل لها عجز او تبقى ضعيفه؟ اللي خلى المية يحصل لها عجز او تبقى ضعيفه ان الانبوبه اللي هنا بس سرعتها 10، فده بالتالي ان الانبوبه ال10 دي يعتبر بوتل نيك، هي عملت لك عجز، انت ما قدرتش تستفاد بسرعه المية كلها، انت استفدت بسرعه المية بس عشان توصل للسويتش، بعد كده وقفت. لو ده كان 100 برضو فكده مش هيبقى فيه بوتل نيك اساسا، لان انت كده استفدت بالمية كلها، تمام. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على 2 بروتوكولز، تمام، خاصين بايه بالظبط؟ انا عندي هوست A وعندي هوست B، تمام، وعايز اعرف بقى الداتا اللي انا هنقلها دي هنقلها بسرعه قد ايه، هنقلها مثلا هل انا بتشك على ايرورز ولا لا، هتفادى الايرورز ولا لا، كل الحاجات دي في بروتوكولز بتحكم بيها زي ما قلنا، فده احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي. فانت عندك في نوعين من البروتوكولز، في عندك بروتوكول اسمه connection oriented بروتوكول، وفي عندك connectionless oriented بروتوكول، تمام. طيب النوع اللي هو connection oriented بروتوكول ده النوع بتاعه اسمه TCP، TCP اختصار ل Transmission Control Protocol، والنوع التاني اللي هو Connectionless ده بيسموه UDP اللي هو User
داتاجرام بروتوكول. تمام. طيب تعال نتكلم اول حاجه على كونكشن اورينتد بروتوكول اللي هو التي سي بي. تمام. طيب ايه التي سي بي؟ يعني ايه يعني ايه انا اقول مثلا ان انا هبعت الداتا عن طريق التي سي بي؟ لما اقول لك ان انا هبعت الداتا عن طريق التي سي بي تبقى انت عارف على طول ان الداتا المنظر بتاعها هتبقى عامل ازاي. انا عندي اليوزر ايه وعندي الهوست ايه والهوست بي. عشان ابعت الداتا عن طريق التي سي بي، التي سي بي بيعمل ايه؟ اول حاجه ان هو بيبتدي يبعت رساله من اول الهوست. مثلا انا هبعت رساله، ده السورس بتاعي وده الديستنيشن. تمام. هيبتدي يبعت رساله للديستنيشن، رساله اسمها SYN. تمام. هي رساله سينكرونايزيشن. تمام. سينكرونايزيشن، اي مش عارف ما علينا من نطقها يعني. تمام. هي الرساله دي. تمام. هو بيبعت اول حاجه زي رساله تاكيد، يقول ان انا هبتدي ابعت لك معلومات، فيروح بيه رادد عليه برساله معاكسه اللي هي SYN ACN ACK اللي هي acknowledgement. رساله بيرد عليها بيقول له تمام انا وافقت ان انت تبعت. فده يبعت رساله يقول له انا هبعت، وده يرد عليه بالرساله ان هو هيبعت تمام. فخلاص ساعتها الرساله تبتدي تتنقل، تتحرك توصل هنا. واول ما توصل يبقى كده هو اتاكد ان هو وصلت عشان يبعت الباكت اللي بعده. فلازم ده يرد عليه يقول له ان الباكت الاولاني اتبعت، يعني ده رقم واحد اتبعت، فيقول له رقم واحد اتبعت، ابعت رقم اتنين، فيروح باعت رقم اتنين. بحيث ان هو بقى في المشوار اللي هو ماشي فيه ده، لو جه مثلا بعت رقم واحد واتنين وجه تلاتة وبعد كده مثلا أربعة وهو ماشي في النص ما اتبعتش، وقع، ما حصل باكت لص، اختفى، فساعتها مش هيقوم رادد عليه ان باكت أربعة اتبعت، فيروح ده باعت باكت أربعة تاني فيبعته تاني، يبعت أربعة تاني. بس فأنا كده اتفاديت الايرورز. تمام. ان انا مع كل باكت بيتبعت بيرد لي رسالة ان الباكت ده اتبعت فعلا. فلما انا اجي ابعت باكت واحد اقول ان هو خرج اتبعت لك وما لقيش رد منه ان هو وصل، فانا عارف ان باكت واحد ما اتبعتش، فاروح ابعته تاني. لكن لو بصيت لي رسالة خلاص باكت واحد اتبعت، هروح ابعت باكت اتنين بس، وهكذا. تمام. ده كده التي سي بي. فانت لو واخد بالك ان هو بيمشي ببطء شويه عشان في رساله بيستناها ان هي تيجي اصلا عشان يبتدي يبعت، وده بيبقى ضامن 100% ان الرساله كلها وصلت. انت ما فيش فيها ايرورز، ما فيش حاجه هتضيع، انت ضامن. انت كل ان شاء الله لو فضلت واقف مستني لحد ما البتاعه كلها توصل، حتى لو كل شويه بيحصل باكيت لوس هتفضل مستني لحد ما تتبعت، ما فيهاش مشاكل يعني. تمام. بس طب نيجي للنوع التاني اللي هو اليوزر داتا جرام. ده كونكشن ليس، فهو هنا مش بيهتم الداتا توصل ولا متوصلش، هو ده مش همه. هو الداتا كده كده مش هتوصل 100% مثال تي سي بي. لا، الداتا مثلا بتوصل ازاي؟ هنا عندي ايه وعندي بي. هو بص يعني هو بيرمي الداتا ويجري، هو ما بيعملش حاجه، مفيش بقى رساله بيبعتها يتاكد منها. لا، هو في هنا توصيله مثلا كده، الداتا اهي عنده، هو بيرميها بيقول له روح هناك روح هناك روح هناك، كلها بقى ايا كانت ما عددها، مش بيبعت واحد واحد، لا هو بيبعت كله، وكله بقى بيروح زي بقى اللي يوصل يوصل واللي ما يوصلش ما يوصلش. هو ما يفرقش معاه الكلام ده. تمام. هو ما يفرقش معاه مين يوصل مين ما يوصلش، هو بيبعت الداتا بطريقه بكميه على طول. طيب ايه فوائده؟ ان هو اكيد اسرع. انت لو واخد بالك ان التاني كان بيبعت واحد واحد ومستني يوصل ويتاكد منه، هنا هو بيبعت كلهم مره واحده، فده اكيد اسرع. طيب ايه مشكلته؟ ان انت مش ضامن ان الداتا كلها وصلت. تمام. ما عندكش جارانتي. تمام. ان الداتا ريتش الديستنيشن اللي انت عايزها، فبيحصل فيها لوسز كتيره بتضيع منك. بس طبعا ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات. تمام. استخدامات اليو دي بي مثلا بيبقى في الفويس ميلز والستريمينج، مثلا وانت بتعمل ستريم او بتتفرج مثلا في تلفزيون او حاجات من كده، فده ساعتها بيستخدموا في يو دي بي. تمام. لان انت هو ما يهموش ان الرساله وصلت، يعني مش شرط الرساله وصلت بالظبط، هي مش رساله مكتوبه. تمام. عشان لو حصل فيها لخبطه فيحصل مشكله، لا عادي، انت بتعمل مثلا ستريم تتفرج على ماتش مثلا وكده على التلفزيون، فهي داتا انت عايز تتبعت على طول اول باول، فانت بتعمل ساعتها يو دي بي. تمام. مش مع كل فريم بتبعته للفيديو مثلا والتلفزيون، مش كل فريم مستني رد ان الفريم وصل، لا. تمام. فده ما فيهوش مشاكل يعني. والبروتوكول بقى اللي شغال بيه اليو دي بي ده، يعني في بروتوكول شغال بيه اسمه فاير اند فورجيت، او اسمه فاير فورجيت بروتوكول. تمام. ان هو بيرمي وينسى يعني. تمام. بس كده. طيب دلوقتي عايزين برضو نتكلم على مصطلحين جداد برضو. تمام. المفروض ان احنا نعرفهم. هي خاصة بايه شوية؟ المصطلحين نتكلم عليهم هي خاصة ان ازاي السيجنال بتتنقل. تمام. زي السيجنالز في السلك او في كيبل مثلا معين بتتنقل. السيجنالز دي عباره عن زي فريكونسي. تمام.
او هي تعتبر زي سيجنالز عاديه. في منها نوعين، يعني السيجنالز بتقسم نوعين، في منها ديجيتال سيجنال وفي انالوج سيجنال. يعني مش هتعمق فيهم قوي، بس الديجيتال سيجنال اللي هي سيجنال مكونه من 0 1، تبقى 0 1 0 1 0 كده، ده كده شكل ديجيتال سيجنال. انالوج سيجنال اللي هي بتبقى سيجنال اللي عامله كده، تمام، ماشيه زي الفريكونسي وفيها امبليتيود وهكذا يعني. تمام، احنا عايزين نعرف السيجنالز دي بتمشي ازاي في السلوك عموما. تمام، بتمشي ازاي؟ عندك طريقتين تمشي بيهم، حاجه اسمها تي دي ام، حاجه اسمها اف دي ام. طيب ايه تي دي ام؟ تي دي ام هي اختصار لتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. وهنفهمها دلوقتي. اف دي ام هي فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، تمام. طيب تعالى نتكلم اول حاجه على تي دي ام، نتكلم بالراحه ونشوف يعني ايه تي دي ام اصلا. تي دي ام هو تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. اول حاجه تعرف عن التايم ديفيجن مالتيبلكسنج ايه، ان هو بيتعامل مع نوعين من الداتا، يعني بيتعامل مع السيجنال الديجيتال والانالوج، تمام. طيب بيبعت الداتا ازاي، او التي دي ام ده بيمشي الداتا ازاي في السلك؟ انا عندي مثلا سلك اهو، انا عايز امشي فيه الداتا. طيب الداتا هتمشي فيه ازاي؟ تبع التي دي ام هو اسمه تايم، فهو بيقسم الفريكوانسي اللي جاياله او السيجنال اللي جاياله على حسب التايم. فيقول لك مثلا انا عندي الفريكوانسي، وليكن السلك ده فيه 4 يوزرز، عندي 4 يوزرز مثلا، وليكن يوزر 1 ده اول يوزر، اه بلاش نكتبهم هنا، عندي اول يوزر، في تاني يوزر، في تالت يوزر، تمام. كل يوزر من دول هيبتدي يبعت السيجنال بتاعته، يعني هما كلهم بيبعتوا سيجنالز، تمام. طيب والسيجنالز دي المفروض ان هي تعدي من نفس من نفس السلك اللي عندي ده، من نفس الكيبل. طيب تبع التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، هو هياخد السيجنالز بتاعت كلهم، هياخد الواحد وياخد الاتنين وياخد التلاتة ويقسمهم على حسب التايم. يعني ايه يقسمهم على حسب التايم؟ يعني هيقول مثلا ان في اول 10 ثواني، يعني مثلا من الثانية لصفر لحد ثانية 10، السيجنال بتاعت رقم بتاعت اليوزر الاولاني بس هي اللي هتعدي، تمام. وبعد كده من اول الثانية، فهنا في تايم، يعني كان ده اكسس اوف تايم، وهنا في الفريكونسي. الفريكونسي ده اللي هو كمية السيجنال اللي هتعدي، يعني مثلا كمية السيجنال اللي هتعدي مثلا ممكن تكون السيجنال اللي هتعدي 5% 10%، يعني هكذا يعني، تمام. فده يعتبر الباندويتس اللي بتحكم فيه، تمام. وهنا التايم اللي عندي، فبقول مثلا من الثانية 0 لحد 10 السيجنال بتاعت أول واحد بس هو اللي هتمشي. وبعد كده بقول إن من الثانية 10 مثلا لحد 20 السيجنال التانية هي اللي هتعدي بتاعت اليوزر التاني يعني. وبعد كده بقول بقى السيجنال الأخيرة، لأ ثانية واحدة أنا عملت غلطة هنا، المفروض تبقى في نفس الخط يعني، تمام، هنعرف ليه دلوقتي. وبعد كده مثلا يجي التالت اهو، ده اليوزر التالت مثلا من ثانية 20 لحد 30. هو هنا بيبتدي ياخد كل سيجنال ويقسمها على حسب التايم، بيديلها تايم معين، تمام. التايم المعين ده بيقول لك ان انت مثلا اليوزر اول يوزر عندك انت معاك الكيبل كامل، بص استعمله زي ما انت عايز، خد الماكسيمم كاباسيتي بتاعتك، تمام، وابعت فيها سيجنال زي ما انت عايز، بس انت قدامك 10 ثواني بس. لو خلصوا ال 10 ثواني انت خلاص مش هتبعت حاجه تاني دلوقتي، استنى انت. ودلوقتي اليوزر التاني هو اللي معاه الكيبل، الكيبل دلوقتي يبقى فاضي مفيهوش اي سيجنالز، اليوزر التاني هو اللي معاه الكيبل، ابعت براحتك، خد الماكسيمم يا سيدي، خد الماكسيمم فريكونسي بالنسبه لك وابعت في الكيبل براحتك جدا، تمام. وبعد كده بس انت معاك وقت معين، الوقت لو خلص خلاص انت مش هتبعت، يروح لليوزر التالت يقول اللي بعت، وهكذا بقى، يفضلوا يعيدوا نفسهم لحد ما ايه، ما طبعا كل يوزر يخلص السيجنال بتاعته وخلاص على كده. فالتايم ديفيجن مالتيبلكسنج هو بيقسم السيجنال اللي بتعدي في الكيبل على حسب التايم، يعني كل حاجه ليها تايم معين، يعني هي ليميتد اماونت اوف تايم، بس انت قصاد الليميتد اماونت اوف تايم اللي انت بتعدي فيه قصاده حاجه حلوه. ايه الحاجه الحلوه؟ ان انت بتعدي بالفريكوانسي بتاعتك كامله، انت الكيبل معاك كله، يعني مفيش حاجه بتشاركك في الكيبل، على عكس ما هنشوف في حته تانية ان الكيبل بيدخل فيه اكتر من فريكوانسي من كذا يوزر مختلف. هنا انت كل يوزر هو اللي بيستخدم الكيبل براحته، تمام، في فتره معينه لوحده جدا، تمام، ماشي. فبالتالي
هنا طبعا بتواجهنا مشكلة. ايه المشكلة دي؟ انت لو خدت بالك ان اليوزر الاولاني قلنا من الصفر لعشرة، اليوزر التاني من عشرة لعشرين. طيب ما كده مثلا الداتا عشان تتبعت او عشان السيجنال كلها توصل بتاعت اليوزر الاولاني لو هي كان لسه فيها مشاكل فهتاخد 10 ثواني كمان مثلا، وممكن ممكن مثلا تكون لسه ما وصلتش كلها فاضطر تاخد بعد كده 10 ثواني كمان. طيب هنا بيواجهني مشكلة. ايه المشكلة؟ ان انا افرض مثلا كنت عايز ان اليوزر الاولاني ده الداتا بتاعته مهمة جدا، فانا عايزة تتبعت هي ليها الاولوية، انا عايزة تتبعت هي الاول، انا عايزة توصل هي الاول، فانا مش عايزة اخرها قوي كده، مش عايزة اخليها تتبعت في الاخر، لا انا عايزها تنجز، عايزة هي اللي ليها الاولوية يعني. طبعا المشكلة دي مش بيحلها التي دي ام، يعني التي دي ام هو بيوزع التايم على حسب اليوزرز وملوش علاقة بالبرايورتي. يعني مثلا قلت له ان اليوزر الاولاني ليه برايورتي عالية عن اليوزر التاني مثلا، هو ملوش في الكلام ده، ما يفهمش. اللي يفهم في الكلام ده هو يعني حاجة تانية مش موجودة عندنا، تمام؟ بس حاجة اسمها اس تي دي ام، دي بقى اسمها statistical time division multiplexing. هي برضو بيمشي تبع التايم بس فيها شوية probability، بيشوف مثلا نسبة كل واحد ايه البرايورتي بتاعته وبيقسمها على حسب التايم بطريقة معينة يعني، تمام؟ بس ده كده كده مش علينا، ما متذكرش يعني، تمام؟ طيب فاحنا كده عرفنا ال TDM. ايه تاني في ال TDM مثلا؟ بس ده كده ال TDM. هنخش بقى الناحية التانية ال FDM، هنجيبه هناك شوية. طيب ال FDM يا سيدي قلنا اختصار ل Frequency Division Multiplexing. ال Frequency Division Multiplexing أول حاجة تبقى عارف إن هو بيتعامل مع ال Analog Data بس أو مع ال Analog Signal بس، يعني هل بيتعامل مع ال Digital؟ لأ، تمام؟ فدي أول مشكلة، لو عندي Signal فأنا لازم عندي Analog فلازم أتعامل مع ال FDM. طيب ده بقى بيبعت الداتا ازاي؟ ده لو عندي نفس الكيبل، تمام، وعندي برضو نفس الكذا يوزر اللي موجودين، عندي اليوزر الاولاني، عندي اليوزر التاني، وفي هنا اليوزر التالت، وكل واحد عايز يبعت السيجنال بتاعته، فهنرسم نفس التشارت. هنا في تايم، هنا في الفريكوانسي اللي انا ببعتها. هتشوف المنظر هتلاقيه عامل ازاي لو انت جيت تبص على المنظر. في الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج السيجنال هو بيبعت كل السيجنالز مع بعض في نفس الوقت، يعني هتلاقي مثلا اليوزر الاولاني السيجنال بتاعته بتتبعت، تمام، واخده شويه مساحه، في نفس الوقت بالظبط السيجنال بتاعت اليوزر التاني بتتبعت، في نفس الوقت السيجنال بتاعت اليوزر التالت بتتبعت. فكده المشكله هنا ايه؟ الحلو فيها ان كل السيجنالز بتتبعت في نفس الوقت، يعني كل السيجنالز انت بتبعت دايما، يعني انت في طول ما الوقت ماشي السيجنال بتاعتك بتتبعت. طيب ايه مشكلته؟ ان انت عندك هنا ليميتد في الفريكوانسي، الفريكوانسي محدوده. ليه؟ لان انت لو تاخد بالك ان اليوزر الاولاني هو مش معاه اكسس للكيبل كله، يعني مش الكيبل كله فاضي فيبعت مثلا، لو الفريكوانسي بتاعته كبيره شويه كان المفروض ان هو ياخد مساحه كبيره، فلا هو يعني هتصغر وتبتدي يعني في الباندويتس بتاعتك محدوده، ما تقدرش ان انت تبعت براحتك يعني، تمام؟ عشان حسب طبعا الفريكوانسي عشان هو كله بيشارك نفس الايه الكيبل عندك. طبعا على عكس الكلام ده، على عكس تي دي ام، تي دي ام احنا لو خدنا بالنا قلنا كل يوزر بياخد الكيبل لوحده، ده مثلا يوزر واحد هياخد الكيبل كله لوحده، فلما يبعت الداتا مثلا او هو ليه ليميتد اماونت اوف تايم، فلما يخلص العشر ثواني بتوعه خلاص اقفل عليه وابعت من اليوزر التاني. هنا احنا كله بيبعت مع بعضه، تمام، بس كل واحد ليه فريكوانسي معينه. فلو جيت تشوف المنظر مثلا في كجراف هنا في التايم، هتلاقي ان الداتا بتاعت اليوزر الاولاني بتكمل دايما، هي دايما بتفضل مبعوته، يعني بتفضل تبعت لحد ما تخلص، تمام، بس الفكره ان هي ليها فريكوانسي معينه، ولكن مثلا الفريكوانسي اللي هتتبعت بيها 5، تلاقي مثلا اليوزر التاني الفريكوانسي بتاعته اكبر شويه، تمام، بس هي ملهاش واقفه، هي مفتوحه اوبن لحد ما يخلص يعني، ومثلا 20، فدي مثلا الفريكوانسي سرعه 20، وهنا بعد كده اليوزر التالت، وليكن الفريكونسي بتاعته بخمسة هي كمان بس. فده كده الجراف بتاع الاتنين، ده جراف ال FDM، تمام، بيقولك ان الفريكونسي يعني لو انت بصيت على الجراف كده تعرف ان الفريكونسي ان الاول السيجنال بتفضل مبعوتة طول الوقت، انت بتبعت طول الوقت، انت بتبعت داتا طول الوقت، بتبعت داتا بس انت محدود شوية، يعني مثلا حسب لو الكيبل مثلا كان اخره يستحمل 30 فريكونسي او يعني اخره 30، فانت لو عايز تبعت سيجنال كمان مثلا طولها 10 فمش مش هتعرف عشان انت خلاص الكيبل اتقفل بقى كله مليان سيجنالز، فانت كده هتضطر تستنى بقى لحد ما سيجنال منهم تتبعت وبعد كده يبقى ابعت السيجنال بتاعتك التاني.
تمام. بس فهي يعتبر زي ميزة من هنا اختفت الناحية التانية. هنا انت معاك الوقت كله، يعني هنا انت معاك تايم مفتوح ابعت زي ما انت عايز، بس الفريكونسي لا محدودة على حسب الكيبل. طيب التي دي ام، انت التايم بالنسبة لك او في شكل الرسم هنا التايم بالنسبة لك محدود، بس الفريكونسي لا انت معاك الكيبل كله تبعت فيه. تمام، فده فرق ما بين الاتنين يعني. طيب الفكرة بقى يعني الحاجات دي بستخدمها على حسب ايه او كده، على حسب الكيبل اللي انا ببعت فيه. انا كل ده عمال اتكلم على الكيبل، الكيبل اللي انا ببعت فيه. طب هو ايه انواع الكيبلز اللي انا ببعت فيها اصلا؟ اللي هي الكيبل ده، تعال نشوف. انا عندي نوعين من الكيبلز ببعت فيها، في نوع اسمه بيس باند وفي نوع اسمه برود باند. طيب ايه الفرق ما بين البيس باند والبرود باند؟ دول كيبلز او زي تشانلز. تمام، الفكرة ان البيس باند هو تشانل، بس التشانل دي يا سيدي هي ما تقدرش تشيل غير سيجنال واحدة بس، هي ما تقدرش تشيل غير سيجنال واحدة. هي دي هي الخصيص الفانكشن بتاعتها كده، هي بتشيل سيجنال واحدة بس في الوقت الواحد. تمام، ما تقدرش تشيل اكتر من سيجنال. فطبيعي بديهيا لما اقولك ان هي ما تقدرش تشيل غير سيجنال واحدة، هل دي ينفع استخدم معاها اف دي ام؟ لا، لان الاف دي ام هيبعت كذا سيجنال في نفس الوقت، بس اكيد هستخدم معاها مين؟ التي دي ام. التي دي ام هو اللي فعلا بيخلي كل سيجنال بتتبعت في وقت معين، فكده ساعتها سيجنال واحدة بس بتتبعت في الوقت الواحد، وبعد كده سيجنال واحدة بس بتبعت في الوقت الواحد. فأنا لو هشتغل كبيس باند، أنا هوصل بكيبلز بيس باند، فأنا على طول عارف إن أنا كده لازم أشتغل بتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. لو داخل لي كذا فريكونسي من كذا يوزر هروح أجمعهم كلهم في تي دي إم، والتي دي إم ده هو اللي يمشي في البيس باند بعد كده. تمام، طيب حلو وماشي. وطبعا البيس باند الداتا بتمشي فيها ديجيتال، فدي طبعا برضو حاجة تانية تروح لصالح التي دي ام، لان الاف دي ام مش بيمشي فيه الداتا انالوج. تمام، بس ده كده بالنسبة للبيس باند. طيب البرود باند، هو اسمه برود، يعني المفروض ده من كلمة برود تبقى عارف ان هو السيجنالز اللي بتمشي فيه يعني بيستحمل اكتر من سيجنال. يعني هنا ممكن مثلا نقول ميني سيجنالز. تمام، مش شرط وان سيجنال بس، لا عادي عايز تدخل اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني عادي تمشي سيجنال زي ما انت عايز. فبالتالي هنا بستخدم معاها مين؟ الاف دي ام. فانا لو عايز استخدم برود باند بستخدم معاها الاف دي ام، واصلا البرود باند ما بيمشيش فيها غير الانالوج سيجنال، فالانالوج سيجنال برضو تروح لصالح الايه؟ الاف دي ام. بس كده كده التي دي ام عادي، يعني التي دي ام برضو شغال مع الانالوج مش مشكلة، بس هنا الاحسن عشان انت كده كده بتمشي ميني سيجنالز كتير عادي، فتستخدم الايه؟ الاف دي ام. تمام، طيب عشان كذا عندك كذا رينج من الفريكونسيز يعني. طيب طيب امثله على الكلام ده مثلا، مثلا التلفزيون، التلفزيون مثلا او التلفزيونات شغاله ببروب باند. ليه؟ انت بيبقى عندك انت عندك كذا قناه، مثلا كل قناه ليها الفريكونسي بتاعتها او ليها السيجنالز بتاعتها المبعوثه، فانت السيجنالز كتيره مثلا جايه من القناه دي، قناه معينه، دي قناه تانية، ودي قناه تالتة وكده. فهم اكيد مش هيقعد يجمعوهم مثلا ويعرض لك مش هيستخدمهم في تي دي ام. اصل تي دي ام هيعمل لك ايه؟ هيجيب لك القناه الاولانيه مثلا. لو انا دخلتهم في تي دي ام مثلا، انا اتخيل كده دخلتهم في تي دي ام، اللي هيحصل انا دخلتهم في تي دي ام. تمام، فهيروح يعمل ايه؟ هيقول لك ان القناه الاولى هتشتغل لمده 10 ثواني. فانت مثلا التلفزيون يفتح معاك تلاقي القناه الاولى اشتغلت تمام لمده 10 ثواني وطفت قفلت خلاص، مفيش القناه الاولى، بعد كده القناه التانيه ظهرت في وشك. تمام، وانت قاعد بتتفرج، وبعد 10 ثواني بالظبط قفلت هي كمان وبقى فتح قناة تالتة، ما كانت نفسك رجعت للقناة الأولى، فانت الدنيا هتبوظ عندك خالص يعني. تمام، كان مش بتتفرج على التلفزيون. فبيستخدموا معاه مين بقى؟ بيستخدموا الاف دي ام. هو بيبعت كل السيجنالز، يعني سيجنال القناة الأولى بتفضل مبعوتة، والقناة التانية مثلا تفضل مبعوتة برضو، وادي التالتة، وكلهم بيفضلوا مبعوتين عادي ماشيين في كلهم في البروب باند. تمام، وكل واحدة ليها بتاخد المساحة بتاعتها وخلاص. فانت عايز تجيب الفريكوانسي دي، عايز تجيب دي، عايز تجيب دي، ما عادي يعني متاح. تمام، طيب وده برضو نفس الكلام هو بيستخدم برضو في التلفزيون. تمام، يعني هما اصلا التي دي ام والاف دي ام دلوقتي بقى بيستخدموا مع بعض. تمام، يعني مثلا ممكن يحطوا لك اف دي ام في الاول،
تمام للقنوات مثلا، وبعد كده احط لك تي دي ام. يعني بص لو عايز افهمها لك بمثال بسيط عشان ما نخش في تعقيدات، تعالى مثال التلفزيون. تمام، تفتكر انا دلوقتي لو عايز اشغل مثلا قناة معينة، فالقنوات هتتبعت كلها، دي فريكونسي قناة، دي قناة تانية، ودي قناة تالتة. زي ما قلنا القنوات كلها، انا اكيد طبعا مش عايز القناة تشتغل على التلفزيون 10 ثواني وتطفي. تمام، فاكيد طالما هي قنوات دلوقتي فانا هبتدي ادخلها في مين، في اف دي ام. تمام، الاف دي ام ده هياخد الحاجات كلها ويفرشها في الايه، في البروب باند. تمام، ادي نفس القناة الاولى، وادي القناة التانية، وادي القناة التالتة. طب افرض بقى عندي اعلانات مثلا ادز. تمام، فالاعلانات دي مثلا بيبقى كل اعلان ليه مدة معينة، مثلا الاعلان الاولاني مثلا هيبقى هو اخره 10 ثواني مثلا، وبعد كده بيظهر اعلان تاني مختلف بعديه مدته برضه نفس ال10 ثواني، بعد كده اعلان تالت. فده ساعتها ممكن لو انا جايلي بقى مش قنوات، جايلي اعلانات في النص مثلا، فهنعتبر اللي جاي ده دلوقتي اعلانات، فساعتها الاعلانات دي ممكن ادخلها على تي دي ام. تمام، بحيث ان تي دي ام مثلا يقول لك اه الاعلان الاولاني مثلا هو يشتغل كده كده 10 ثواني ويخلص ويقفل، بعد كده اخش الاعلان التاني خلص ويقفل، بعد كده الاعلان التالت. بس فانا في نفس الحاجه ممكن استخدم اكتر من مالتي بليكسنج يعني. تمام، للسيجنالز عندي، يا اما اف دي ام يا اما تي دي ام. طيب اللي احنا بنشرحه ده بقى ايه فايدته بالنتورك، ما قدام شويه. تمام، شويه عليه كده، وبعد كده نبقى نعرف امتى نستخدم اف دي ام وامتى تي دي ام. طيب احنا دلوقتي خلاص بعد ما اتكلمنا قبل كده على النيتورك ايدج واتكلمنا على كذا معلومات، دلوقتي بقى في اللحظه اللي احنا هنبتدي نجمع المعلومات مع بعض، عشان احنا دلوقتي هنبني ايه، احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الانترنت اركيتكتشر. تمام، هنبتدي نتكلم بقى هو الانترنت اصلا معمول ازاي، فدي المكان اللي بنبتدي نجمع فيه بقى كل المعلومات اللي فاتت عشان نبتدي نحطها هنا. فيا ريت نركز في الايه، في الموضوع ده لانه مهم. او نبتدي نتكلم على الانترنت لايرز نفسها، ايه طبقات الانترنت شكلها عامل ازاي. قبل ما نتكلم على الانترنت لايرز او طبقات الانترنت عامله ازاي، تعال نفهم اصلا هو احنا ليه هم كانوا عايزين يعملوا طبقات الانترنت، يعني ليه الانترنت كانوا عايزين يعملوا زي بناء هندسي. بص تعال مثلا اقول لك مثال ملوش علاقه خالص بالانترنت. احنا لو عندنا مثلا انت عايز تروح في رحله طيران، تمام، ايربلين مثلا، عشان نروح في رحله طيران عاديه جدا، تعال ننظم رحله طيران. اول حاجه بتروح مثلا في رحله طيران بتبقى محتاج انت تحجز تيكت. تمام، وبعد مثلا ما تحجز التيكت هتبتدي هتاخد التيكت فتروح مثلا المطار، وبعد كده مثلا انت معاك اي شنط او كده مثلا يبتدوا يفتشوها او ايا يكن، فمثلا بتعدي على مرحله باكج، وبعد كده تمام بعد كده بتطلع منها وتاخد الشنط بتاعتك وتاخد التيكت وتروح تسلمه مثلا في عندك بوابة تانية، فمثلا في جيت هنسلم فيها التيكتس، وبعد كده بعد ما تسلم التيكت خلاص وتروح راكب الطيارة، وساعتها بقى تروح للبلين ايربلين تيك اوف. تمام، ساعتها انت بتاخد الطيارة وايه وتطلع تسافر. طيب لو انت خدت بالك من النظام اللي احنا عاملينه ده، ده نظام طيارات. تمام، لو جينا نبص للنظام اللي احنا عاملينه، هو ممكن يتقسم في شكل لايرز، او هو يعتبر متقسم ككذا فتره. اول فتره ان احنا بناخد تذاكر، بعد كده ابتدى نشوف مثلا الشنط اللي عندنا، وبعد كده رحنا بالتذكره للجيت، وبعد كده خرجنا احنا بالايه بالطياره. فالنظام ذات نفسه لما افرده في شكل لايرز اللي هي طبقات، مثلا كأن دي اول طبقه بالنسبه لي، دي تاني طبقه بالنسبه لي، بعد كده تالت طبقه، وبعد كده رابع طبقه، بيبقى سهل ان انا اتعامل معاه، ابقى عارف النظام الخطوات انا ماشي ازاي بالظبط. ابقى عارف ان انا اقول لك اه دي انت اول خطوه مثلا بتعملها انت عندك التيكت، بعد كده بعد اللاير اللي بعد دي على طول انت هتروح لمين، هتروح لخطوه الباكج. تمام، طيب بعد دي على طول هتروح لخطوه الجيت، بعد دي على طول هتروح لخطوه مثلا انت خلاص تركب الطياره وتبتدي تسافر لبره. تمام، فانت تاخد بالك من ايه، ان اول حاجه انا لما بكلمك في شكل لايرز او بناء هندسي، تمام، تبقى عارف ان كل لاير هي مش بتاثر في التانية. يعني ايه كل لاير مش بتاثر في التانية؟ يعني انا مثلا لو مسكت العمال اللي هم بيشوفوا التيك اللي انت هتشتري منهم التيكتس وكده، افترض انا رحت شايلهم كلهم مثلا ومبدلهم، هل ده هياثر في الناس اللي بتشوف الشنط، او هياثر مثلا في الناس اللي بتاخد منك التيكت، هياثر ان الطياره ما تطلعش؟ لا، هي ملوش علاقه. ان انا لو عدلت حاجه هنا في لاير واحده، هي لا هتاثر في اللي تحتيها ولا هتاثر في اللي فوقيها. تمام، فانت انا قسمت الموضوع بشكل لايرز، بحيث ان انا كل لاير اقدر اعدل فيها براحتي من غير ما ابص فوقيه او من غير ما ابص تحتيه. ابقى عادي، هي انا بتكلم في الايه، في الباكج مثلا، بس دلوقتي انا بتكلم في اللاير دي بس، اعدل فيها براحتي من غير ما اقصر فوق ولا تحت. فده يسهل لي سهوله التعامل مع
الحاجه اللي انا عايز اعدلها عموما، بدل بقى لما كل حاجه لو مترابطه مثلا، فانا لو اضطريت عدلت هنا انسى اعدل تحت وكده، فده هيسبب لي مشاكل قدام. تمام، فده ليه هم اصلا راحوا لفكره ان احنا نعمل لايرز الانترنت، او ليه عملوا الانترنت اركتكتشر اللي احنا هنبتدي نشوفه دلوقتي. طيب هو الانترنت اركتكتشر بقى هو مكون من تيكت وباجج وجيت وكده؟ اكيد هو مش كده يعني. تمام، فاحنا تعالى بقى نبتدي نشوف دلوقتي ايه هو الانترنت اركتكتشر، او ايه الحاجات اللي جواه. بص، الانترنت اركتكتشر يا سيدي هو متكون من كام لير في الاول؟ ده هكلمك على موديل في الاول، متكون من 5 لايرز. اهو 5. ايه الخمسه لايرز يا سيدي؟ اول لايرز عندك هي لاير اسمها الابلكيشن، تمام. بعد كده تاني لاير اللي هي اسمها الترانسبورت، وبعد كده بنروح للنتورك، ايوه، وبعد كده بنروح للداتا لينك، وفي الاخر خالص بنروح للفيزيكال. دول اللايرز يا سيدي اللي عندك بتوع النتورك عموما. تمام، اي انترنت اركتكتشر اللايرز بتاعته مبنيه من كام لاير؟ ابلكيشن وترانسبورت نتورك، وبعد كده الداتا لينك، وبعد كده الفيزيكال. هنبتدي نمسك كل واحده من دول ونتكلم عليها بالتفصيل، ونعرف اصلا ايه اللي بيحصل فيها. بس قبل ما نتكلم عليهم، انا عايزك تبقى فاهم ان احنا في كل مرحله بنكون حاجه معينه نخش بيها على المرحله اللي بعديها. فاكر انت مثلا كنت بكلمك على الاير تيكت، انا على الاير بلين او نظام الطيران، كنت بقول لك احنا بنعمل ايه؟ انت في الاول اشتريت تيكت، بعد ما بتاخد التيكت ده بتروح بيه مثلا، بتمسك الشنط بتاعتك مثلا هيفتشوها مش عارف ايه، بعد كده بتمسك التيكت ده بيروح للجيت بتسلم التيكت ده. فانت كأن يعني كل حاجه انت بتعملها في الاول انت بتمشي بيها عشان تعمل عليها مهمات تانية، عشان تبتدي تخش تكمل في باقي اللايرز. فانا عايزك تبقى فاهم ايه، ان احنا هنا وليكن مثلا في الابلكيشن احنا هنعمل حاجه صغيره، هنمسك الحاجة الصغيرة دي وبعد كده ننزل بيها تحت تاني، فنبتدي نعمل عليها طبقة جديدة من حاجة تانية، نحط عليها طبقة أكبر، وبعد كده ننزل بالطبقة الأكبر دي تحت أكتر، فهنعمل عليها طبقة تالتة. تمام، وليكن مثلا دي كانت الطبقة الأولانية أهي، وبعد كده الطبقة التالتة، وبعد كده نعمل عليها طبقة أكبر. فاحنا كل ما بننزل لتحت، الرسالة اللي أنا عايز أوصلها إن احنا نعتبر كل شوية بنغلي في الرسالة بتاعتنا، كل شوية بنضيف عليها حاجة. تمام، فالمفهوم اللي احنا ماشيين بيه ده اسمه إيه أصلا؟ اسمه encapsulation. تمام، ف يعني ايه انكابسوليشن يا سيدي؟ ان احنا بنمسك الحاجه وكل مره بنضيف عليها حاجه من بره جديده، طبقه جديده من اللايرز اللي احنا هنستخدمها. طيب اللاير بقى اللي انا بضيفها دي بتعمل ايه، او ايه فايدتها؟ ده اللي احنا بنبتدي نتكلم عليه في كل واحده. بس انا عايزك تبقى فاهم ان الرساله ماشيه بطريق نظام انكابسوليشن، كل لاير هبتدي اخش فيها اقول لك ان احنا الرساله اللي هنمسكها دي هنضيف عليها حاجه جديده، وبعد كده ننزل تحت هنضيف عليها حاجه كمان، هنضيف عليها حاجه كمان، لحد ما نوصل ان الرساله كملت تحت خالص. تمام، طيب تعالى بقى احنا دلوقتي نبتدي نتكلم في اول حاجه خالص اللي هي نظام الابلكيشن. ايه لير الابلكيشن دي؟ طيب لير الابلكيشن لازم تبقى عارف ان هو هي دي اللير اللي بيقدر اليوزر يتعامل معاها، دي اللي بتقدر تعمل انتر اكشن مع مين؟ مع اليوزر. تمام، اليوزر لما بيجي يتعامل مع الانترنت عموما هو بيتعامل مع جهه الابلكيشن، لكن مش بيتعامل مع اي جهه تانية. انت بتختار الحاجه من الابلكيشن وبعد كده انت خلاص مالكش دعوه بقى ايه اللي هيحصل بعد الابلكيشن. طيب يعني ايه هي الحاجه اللي بتتعامل مع مع اليوزر عموما، او مع الهوست بقى، خلينا نتكلم بنفس المصطلح. هقول لك زي مثلا انت لو عندك ويب، صفحه ويب مثلا، دي صفحه ويب عادي جدا، وهروح اكتب فيها مثلا من فوق جوجل، عايز انادي جوجل عادي. طيب انا لما انادي كلمه اهو الصفحه اللي عندي دي، ده كده يعتبر شكل الابلكيشن بالنسبه لي. تمام، هتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه مثلا ان انا عرضت عليه مثلا ان انا كتبت لينك معين اللي هو دبليو دبليو عشان ينادي جوجل. طيب انا كل اللي انا بتعامل معاه حته الابلكيشن ان انا كتبت كلمه جوجل هنا، ده اللي انا بتعامل معاه بس. تمام، ان اليوزر قدر ان هو يتعامل مع الانترنت عن طريق ان هو كتب كلمه جوجل. بعد كده جوجل دي بقى هتروح ايه اللي هيحصل لها بالظبط؟ ده اللي هيحصل في باقي اللايرز انت مالكش دعوه بيه، بس انت حته الابلكيشن عايز افهمكم ان دي الحته اللي بتعامل مع اليوزر عشان هي هتخش في باقي الطبقات بعد كده. تمام، اعتبر مثلا كانك انت عندك ابلكيشن حقيقي، تمام، ومثلا هنا بيقول لك في زرار مثلا هنا وزرار هنا مثلا، ودي زراير موجوده في الابلكيشن عندك، فبيقول لك مثلا انت لو دوست على ده هينفذ حاجه معينه. فانت الحته دي كده الابلكيشن، انت الهوست هتروح هتقوم دايس على الزرار ده مثلا، فيبتدي ينفذ حاجه. ينفذها ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه بعدين. بس حته الابلكيشن دي الحته اللي بتتعامل مع الهوست ذات نفسه ان هو يوصل بالانترنت اساسا. تمام، طيب وبالتالي فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان حته الابلكيشن دي هي يعتبر اللي فيها البروتوكولز اللي بتقدر تتعامل. ما احنا قلنا البروتوكولز ده قبل كده لما اتكلمنا عليه قبل كده، هو اللي بيربط البني ادم ذات نفسه او الهوست بالانترنت، تمام، عشان الاثنين يقدروا يفهموا بعض. حلو، طيب ده في بروتوكول زي مين يا سيدي؟ قال لك في بروتوكولز مثلا زي بتاع اتش تي تي بي، تمام، او الاتش تي تي بي اس، تمام، هما كلهم قريبين من بعض.
وفي شوية بروتوكولز تانية بس بدون ذكر أسمائهم عشان إيه ما نعكش الدنيا يعني أو كده، تمام. والـ HTTP والـ HTTPS دول أنت لما بتيجي تكتب أي لينك زي ما تكتب مثلا جوجل أو كده، فدايما بيبتدي أول حاجة بـ HTTP، تمام. فهي البروتوكولز اللي أنت بتتعامل بيها مع الويب مش أكتر، وفي منهم كتير يعني، تمام. طيب فاحنا كده يعتبر احنا بنخرج من الـ من الابلكيشن ان احنا معانا ايه، احنا بنخرج من الابلكيشن ان احنا يعتبر كوننا مسج، احنا عملنا مسج. المسج دي مين اللي عملها؟ الهوست. الهوست عمل مسج. هناخد بقى المسج دي وتعالى بقى نكمل بقيه رحلتنا، ان احنا هنروح بقى نخش على اللير اللي بعد كده اللي هي لير مين؟ الترانسبورت، تمام. فاحنا قلنا زي ما قلنا كل مره احنا بنعمل زي طبقه صغيره وبعد كده هنبتدي نغلفها. فاحنا اول طبقه اتكونت عندنا، تعالى كده نعملها في شكل مربع اهي، دي اول طبقه مسج. حلو، تعالى بقى نمسك الطبقه دي وهننزل بيها بعد كده على اللير اللي بعديها اللي هي لير مين؟ الترانسبورت. طيب لير الترانسبورت دي هتمسك المسج اللي عندي وهتبتدي تغلفها بطبقه جديده. طب الطبقه الجديده دي بقى هتضيف ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه من الترانسبورت دلوقتي. طيب الترانسبورت اصلا هي بتعمل ايه او ايه فايدتها؟ بص الترانسبورت يا سيدي هي اللي مسؤوله عن الداتا دي هتتنقل ازاي، يعني هاو الداتا از ترانسفير، ازاي الداتا هتتنقل بالظبط، ايه السرعه بتاعتها، ايه هي بطيئه سريعه، السرعه بتاعتها عامله ازاي، كل الحاجات دي مين اللي بيعرفاني؟ هو الترانسبورت. ليه؟ لان الترانسبورت يا سيدي بيعمل ثلاث حاجات مظبوط، بيعمل ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي بيعملها؟ بص بيعمل حاجه اسمها اول حاجه سيجمنتيشن، هنبتدي نعرف كل واحده منهم يعني ايه. تاني حاجه بيعمل الفلو كنترول، وبيعمل ايرور كنترول. طيب يعني ايه كل واحده من دول؟ تبقى عارف الترانسبورت يا سيدي اول ما بيمسك الرساله المسج اللي عندي دي بيعملها سيجمنتيشن. يعني ايه سيجمنتيشن؟ يعني بيقسمها لباكتس، بيمسك الرساله دي ويفتتها لمين؟ لباكتس صغيره. كل باكت من دول بيروح يديها رقم، يعني انا مثلا المسج دي جايه لي اهي هالام، هروح اقسمها لثلاثه باكتس. حلو، ده بيعمله سيجمنتيشن. وبعد كده بيمسك كل باكت من دول بيديله رقمين. طيب ايه الرقمين اللي بيدوله اللي بيديها له؟ رقم اسمه سيكونس نمبر، سيكونس نمبر، ورقم اسمه البورت نمبر. طيب ايه السيكونس نمبر وايه البورت نمبر؟ بص الرساله لما بتوصل لحته السيجمنتيشن بتبقى شكلها عامل كده اهو، دي رساله في هنا سيكونس نمبر وفي هنا، طيب ماشي، في هنا هيتظبط ولا ماشي، سيكونس نمبر وفي هنا البورت نمبر. السيكونس نمبر ده بيديها لكل باكت عشان تعرف ترتيبه، يعني مثلا وليكن انا الرساله عندي كانت كبيره كده فقسمتها ثلاث قطع، فانا عارف مثلا دي القطعه الاولى دي الثانيه دي الثالثه، ده كده السيكونس نمبر. مثلا اقول لك ان الحته دي هي الاولانيه وبعد كده دي الثانيه ودي الثالثه عشان لما اجي اجمع الرساله ابقى عارف الرساله هتتجمع بانهي ترتيب بالظبط. طيب البورت نمبر هو بيبقى فيه الباكت ده هيروح فين، المفروض يوصل لاني جهه، المفروض مثلا يوصل لهوست A، يوصل لهوست B، يوصل لهوست C، هو هيروح لفين بالظبط، ده كده اسمه البورت نمبر. بحس يبقى انا كده معايا في كل باكت هو بيقسمه بيبقى فيه الحاجتين دول، بيبقى عارف هو رايح في، بيبقى عارف هو ترتيبه ازاي عشان لما اجي اجمع الرساله بالسيكونس نمبر عارف هو هيروح فين عن طريق البورت، البورت نمبر اللي موجود هنا هيروح في اي جهه بالظبط. ده كده حته الايه، حته السيجمنتيشن. حلو، طيب حته بقى الفلو كنترول. الفلو كنترول يا سيدي هو بيتحكم الباكت اللي الباكت اللي عندي ده هو هيتبعت ازاي اساسا، تمام. يعني السرعه بتاعته هتكون عامله ازاي، بمعنى اصح هنبتدي نفتكر حاجه من ايام زمان. فاكر انت لما كنا بنتكلم قبل كده الداتا كانت بتتبعت عندي ازاي؟ انا كنت قلت لك ايام زمان كده قلت لك ان الداتا بتتبعت عندك في الترانسميشن، قلت لك في اتنين بروتوكول بيتحكموا في الترانسميشن. تمام، قلت لك في اتنين بروتوكولز بيتحكموا في الترانسميشن عندنا، لو انت فاكرهم كانوا مين؟ كان بروتوكول اسمه تي سي بي وكنترول اسمه يو دي بي، اللي هو كان في بروتوكول منهم بيبعت عشان يبعت رساله بيستنى رساله التاكيد الاول عشان يبعت الباكت، يقول له اه الرساله الباكت الاولاني وصل ابعت الباكت الثاني، وده كان ما فيهوش ايرور ساعتها، وده كان عمال ساعتها كان شغال بالفاير فورجيت بروتوكول، اللي هو عمال يبعت في رساله، عمال يبعت في الباكتس وما يهموش هو بيبعت ويجري. تمام، هما الاثنين بروتوكولز دول هما دول اصلا احنا هو اللي بيحددهم مين؟ هو اللي بيحددهم هو الترانسبورت لير، تمام. هو اللي بيحدد ما الرساله دي هتتبعت ازاي، هل هتتبعت عن طريق تي سي بي ولا هتتبعت عن طريق يو دي بي، ده اللي بيحدده الترانسبورت لير. عشان كده بقول لك ان في مرحله الترانسبورت لير
هي بتقدر تتحكم في الفلو كنترول. ليه؟ ازاي في الفلو كنترول؟ ان احنا قلنا قبل كده لو انا شغال تي سي بي الرساله بتبعت ازاي، لازم ابعت اول حاجه مسج بيبعت رساله عشان يقول له هو انت الباكتس عندك وصل تمام، فيروح رادد عليه يقول له اه الباكت وصل سليم، ابعت الباكت اللي بعده، فيروح باعت الباكت اللي بعده، وبعد كده يبعت رساله تاني. فده كده اسمه الفلو كنترول بتاعي. وفي نفس الوقت ده طبعا هيخلينا نعمل ايه كمان؟ هنعمل ايرور كنترول. ليه؟ اللي احنا قلنا قبل كده ان في التي سي بي لازم التي سي بي دايما بيتاكد او بيعمل جارانتي ان المعلومات وصلت كلها. ليه؟ لان هو قلت لك بيبعت رساله اكيد الرساله الباكت وصلت ولا لا، بحيث لو ما وصلتش خلاص ابعت الباكت مره تانية. فكده ده بيعمل كمان ايرور كنترول وبيعمل فلو كنترول. ار ايرور كنترول ممكن ما يكونش موجود في اليو دي بي، بس هو ستيل امكانيه ممكن تكون موجوده، لان احنا اصلا معظم شغلنا بيبقى شغال بالتي سي بي. تمام، وهنعرف برضو حاجه قدام عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. تمام، فانت خدت بالك دلوقتي ان احنا جينا في الابلكيشن احنا عملنا ايه؟ اليوزر راح بعت رساله، رحت انا ماسك الرساله دي نزلت بيها على اللاير اللي بعد كده الترانسبورت، ترانسبورت حطت عليها لاير كمان. طب ايه اللاير دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل ثلاث حاجات. بتمسك اللاير تقسمها سيجمنتيشن، تمام، والسيجمنتيشن دي قلنا كل باكت منهم بتدي له ايه؟ بتدي له رقمين سيكونس نمبر وبتدي له بورت نمبر، وهي اللي بتتحكم الداتا دي هتتبعت ازاي، الباكت دي هتمشي ازاي، وهل هي لما تمشي هتبتدي تعمل تشيك على ايرورز مثلا لو حصل مشكله ابعت اقول اه ده في ايرور او في مشكله في الباكت ده ابعته تاني او كده. ده اللي بيحددها الترانسبورت، لان هي اللي بتحدد اساسا انت هتمشي بانهي بروتوكول، تي سي بي ولا يو دي بي. حلو كده الكلام. طيب عشان كده احنا يعتبر خرجنا من الترانسبورت. ازاي يعني؟ الرساله بتاعتنا عامله ازاي؟ كان الاول كان في مسج اهي، وبعد كده اتضاف عليها حته كمان، تمام، زي كده كوننا معاها حته كمان اللي هي حته اللي هي بيسموها الهيدر بتاع الترانسبورت. طيب الهيدر بتاع الترانسبورت ده بيحدد في مين؟ هو اللي بيحدد فيه قلنا يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. تمام، وفي نفس الوقت بيعمل سيجمنتيشن. عشان كده هم راحوا سموا الجزئيه دي لما المسج يتحط عليها الهيدر بتاع الترانسبورت سموا الجزئيه دي على بعضها كده سيجمنت. فانا لما اقول لك انا لما اجي اكلمك على سيجمنت اقول لك اسلوب سيجمنت، تبقى عارف على طول يجي في دماغك ان السيجمنت هو الرساله لما كانت لسه محطوطه في الترانسبورت لاير، تمام، اللي هي عدت من الترانسبورت لاير فتحط عليها الهيدر بتاع الترانسبورت، ما تضافش عليها حاجه تاني، ده كده اسمها سيجمنت، لان هي بعد كده لما اضيف حاجات تانيه اسمها هيبتدي يتغير معايا. تمام، طيب حلو جدا. نخش بعد كده هنمسك بقى الرساله اللي هي محطوط فيها الهيدر، خلاص احنا عرفنا تي سي بي ولا يو دي بي، هتيجي نخش منها على اللاير اللي بعد كده اللي هي انهي لاير؟ اللاير بتاعه النتورك دي اللاير التالتة. يعني هو هنك ماشي. طيب لاير نتورك دي بقى يا سيدي بتعمل ايه؟ برضو احنا مسكنا المسج اهو كانت في الاول غلفناها باول تغليف بتاع الترانسبورت، دلوقتي هنغلفها بتغليف مين؟ بتغليف النتورك. طب النتورك ده بيغلفها ازاي؟ قال لك بص النتورك ده يا سيدي هو اللي بيبتدي يحط الاي بي ادرس، او هو اللي بيحدد، بص يعني بلاش نكتب اي بي ادرس، هو بيحدد ثلاث حاجات. تمام، بيحدد ايه في ثلاث حاجات؟ اول حاجه بيحدد اللوجيكال ادرس، ما هنبتدي نتكلم عليه دلوقتي ازاي، هو اللي بيحدد كمان الراوتينج اللي انت هتمشي بيه، وهن برضه هنبتدي نقول عليها، وهو اللي بيبتدي بيحدد الباث ديترمينيشن. تمام، طيب ايه كل واحده من الحاجات دي؟ تعالى نمسك واحده واحده. من اول حاجه اللوجيكال ادرس، مرحله النتورك يا سيدي هو اللي بيمسك الرساله ويحط فيها الاي بي ادرس، واحنا اتكلمنا قبل كده ان اللوجيكال ادرس هو يعتبر الاي بي ادرس اللي هو كل جهاز يونيك ليه. تمام، كل جهاز ليه اي بي ادرس يونيك خاص بيه، والانترنت بيتعامل معانا على اساس ان احنا اي بي ادرس بس. تمام، فهو بيضيف الاي بي ادرس بتاع السندر وبتاع الريسيفر. تمام، هو ده المكان اللي بيتحط فيه الاي بي ادرس بتاع السندر وبتاع الريسيفر عشان يبقى عارف الباكت او المسج كلها هتوصل لفين. هي المفروض ان انا عايز اوصلها من هوست A اروح لهوست B، فيروح عامل ايه؟ هيروح ماسك المسج اللي هي كانت نازله بالهيدر اللي هي كانت مسج اهي كانت عندي وفيها الهيدر بتاع الترانسبورت، هيضيف عليها مكانين بتوع مين؟ بتوع الاي بي ادرس بتاع السندر وبتاع الريسيفر، فيحط مثلا هنا من ايه هتبعت لبي. ده كده اللي بيعمله اول حاجه في النتورك، ان هو بيحدد اللوجيكال ادرس. تمام، طيب بيحدد ايه كمان في النتورك؟ النتورك هو بيحدد طريق الراوتنج. الراوتنج ده احنا زي ما اتكلمنا قبل كده لما كنت بكلمك ايام زمان عشان تبتدي تربط معايا، كنت بكلمك ان احنا في حاجه اسمها فورورد وفي حاجه اسمها راوتنج. تمام، ارجع لو مش فاكرهم ارجع افتكرهم تاني عشان اللي هنكمل بيهم. هو حته النتورك دي هو اللي بيحدد الراوتنج اللي هو الطريق من اول البدايه لحد النهايه خالص، من اول A لحد B. لكن احنا هنروح ازاي من A ل B؟ في كذا طريق، ممكن مثلا في طريق من فوق، في طريق من تحت، في طريق نلف شويه وبعد كده نروح ل B، في كذا طريق جدا، بس هو اللي بيقول لك انت هتروح من A رايح ل B، ده كده اسمه نظام الراوتنج. طيب هنمشي بقى في انهي طريق منهم؟ هو كمان اللي بيحدد ده عن طريق بروتوكولز معينه، هي اللي بتعمل باث ديترمينيشن. تمام، بس دي بروتوكولز ليها اسماء غريبه شويه، فانا ايه فكسل الاسماء بتاعتها يعني. تمام،
بس عموما في بروتوكولز هي اللي بتعمل باس ديترمينيشن عشان يطلع لك احسن طريق من دول اللي يوصل لك لبيب اسرع وقت. تمام، ممكن مثلا يكون اللي فوق او اللي تحت او كده هو اللي يبتدي يحدد الكلام ده. فبالتالي احنا يبقى احنا خرجنا خلاص من حته النتورك ان احنا معانا الاي بي ادرس بتاع الاثنين اهو، المنظر بيبقى شكله زي ما قلنا عامل كده اهو. خرجنا ان احنا معانا مسج حطينا فيها احنا الهيدر ترانسبورت اللي هنستخدم فيه التي سي بي ولا يو دي بي، ازاي الرساله هتتبعت وهي بطيئه ولا سريعه عشان التي سي بي قلنا ان هو ابطا من اليو دي بي وهكذا. وبعد كده حطينا الهيدر بتاع مين؟ الهيدر بتاع النتورك. وهيدر النتورك ده قلنا شايل مين؟ شايل الاي بي ادرس، وفي نفس الوقت شايل انت الراوتنج بتاعك ماشي ازاي او ايه احسن طريقه انت هتمشي فيه. هنبتدي بعد كده بقى نبقى عارفين ان لما المسج اتحط فيها حته الهيدر بتاع النتورك هيبقى اسمها ايه؟ بقى اسمها دلوقتي داتا جرام. تمام، داتا جرام. فانا على طول اول ما اكلمك اقول لك الداتا جرام، تبقى عارف على طول الداتا جرام ده هو الرساله لما كانت في اللير انهي، لما كانت في لير النتورك. زي بالظبط لو رحت انا قلت لك فوق سيجمنت تبقى عارف ان دي الرساله اللي جايه من ترانسبورت، اقول لك داتا جرام تبقى عارف ان دي الرساله اللي جايه من جزء النتورك. تمام، نتورك لير. هاخد انا الداتا جرام اللي عندي دي بقى وانزل بيها على اللير اللي بعد كده. طيب ايه اللير اللي بعد كده؟ من النتورك هنبتدي نروح لللينك. تمام، دي اللير اللي بعد كده. طيب لير اللينك دي بتعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، لير اللينك دي هي بتعمل حاجه مهمه، ان هي بتعرف كده بالازرق، هي اللي بتعرف الفيزيكال ادرس. بص ابتدي بقى نرجع بالكلام تاني لورا. طب ثواني، هو ايه الفيزيكال ادرس ده؟ فاكر انا لما قلت لك قبل كده ان احنا عندك في اي جهاز في اتنين ادرس، قلت لك في اللوجيكال ادرس اللي هو الاي بي ادرس، تمام، وده خاص بالنت، وفي عندك فيزيكال ادرس اللي بيحدده لك ال ان اي سي اللي هو النتورك انترفيس كارد، نتورك انترفيس كارد. تمام، كل جهاز عندك في كارت معين جواه ادرس خاص بيك. تمام، ده في كل جهاز. فهو الفيزيكال ادرس، مين بيحدد الفيزيكال ادرس ده؟ هو ده اللير بتاعه اللينك. فاللير بتاعه اللينك بتعمل ايه؟ بتمسك المسج اللي فيها الهيدر بتاع الترانسبورت واللي فيها الهيدر اللي هو الاي بتاعه النتورك اللي فيها الاي بي ادرس، وتروح تحط بقى الهيدر بتاعها اللي هو مين؟ اللي هم الفيزيكال ادرس. طب بتوع مين؟ بتوع برضو الاثنين، بتوع السندر وبتوع الريسيفر. تمام، فيقول لك مثلا انت الفيزيكال ادرس بتاعك كان 10 وهيروح ل 20 مثلا. تمام، ده ارقام فيزيكال ادرس. تمام، فاحنا كده كوننا جزء جديد من الرساله. طيب الرساله دي دلوقتي اسمها ايه؟ الرساله دي دلوقتي بعد ما انا حطيت فيها الفيزيكال ادرس بقى اسمها فريم. تمام، فانا لما اجي اكلمك ايه الفريم ده يا سيدي، تيجي لك على طول دي الرساله لما وصلت لللينك لير اللي هي اتحط فيها خلاص الفيزيكال ادرس. تمام، يبقى انا كده رساله ماشيه معايا رساله معايا هتمشي ازاي، تي سي بي ولا يو دي بي ولا ايه السرعه بتاعتها، معايا كمان هي هتتحرك منين لفين بالاي بي ادرس، وكمان معايا الفيزيكال ادرس. طيب تعال بقى نخش شويه، هو انا اصلا ليه محتاج الفيزيكال ادرس؟ بص انت محتاج الفيزيكال ادرس لسبب وجيه. تعالى نرسم رسمه كده وابتدي اوضح لك فيها احنا ليه اصلا بنحتاج الفيزيكال ادرس. تمام، وليكن مثلا عندي هنا الهوست A، تمام، اللي بنرسمه كل مره، وهوست B، وانا عايز ابعت رساله من A ل B. تمام، وفي كذا سويتشز، في مثلا سويتش محطوط هنا، تمام، اهو موصل B هنا، وبعد كده في سويتش تاني محطوط هنا، وبعد كده السويتش ده متوصل ب B. طيب حلو، كل جهاز من دول لازم تبقى عارف ان هو ليه الفيزيكال ادرس والاي بي ادرس بتاعه. تمام، احنا قلنا كل جهاز ليه الفيزيكال ادرس، وكده كده النت بيدي لكل جهاز برضه الاي بي ادرس بتاعه. فاحنا هنفرض فرضيات، وليكن مثلا ده الفيزيكال ادرس بتاعه هو ال وليكن سوري الاي بي ادرس بتاعه ايه، تمام، والفيزيكال ادرس بتاعه 10، يبقى ده كده اسمه اي بي ادرس وده الفيزيكال ادرس اللي عندك. تمام، بعد كده هنا مثلا الراوتر ده الاي بي ادرس بتاعه اف وهيروح مثلا ل 22. تمام، ده الفيزيكال ادرس. طيب نيجي مثلا لهنا، ده هيبقى زد وليكن مثلا 33، بحط اي بي ادرس وفيزيكال ادرس، والاخر خالص هيوصل عند وليكن مثلا ام، وده اللي هيروح له من ام، ده الاي بي ادرس، ومثلا 100، ده كده الفيزيكال ادرس. طيب الرساله بتمشي ازاي؟ بص الرساله اول حاجه انا هنا الهوست ايه هيبتدي اول حاجه هيضغط حاجه في الابلكيشن، هيقوم عامل المسج، المسج هتروح تخش على ترانسبورت فيحدد مثلا احنا هننقل تي سي بي. تمام، او هحط الهيدر بتاع الترانسبورت، وبعد كده يروح الهيدر بتاع الترانسبورت حاطط فيها مين كمان؟ حاطط الاي بي ادرس بتاع السورس عندي والديستنيشن، فهيروح هنا يحط انهي اي بي ادرس، الاي بي ادرس بتاع الايه ده السورس عندي وهيروح لبي. تمام، اهو ده كده حته الايه النتورك. وبعد كده هيجي بقى اللينك، بعد كده يخش على اللينك لاير هيحط فيها مين؟
الفيزيكال ادرس اللي انت اصلا المفروض تروح له. يعني ايه الفيزيكال ادرس المفروض تروح له؟ هو انا ينفع اطير من ايه اروح لبيه على طول؟ لا، ما هو مفيش طريق من ايه لبيه على طول. هو الطريق منين؟ الطريق لازم من ايه اروح للسويتش الاول ده. فده بيحط اول وجهه عندك ان انت هتبتدي تتحرك من اول الفيزيكال سويتش، من اول الفيزيكال سوري ادرس اللي هو رقم 10 رايح لاني فيزيكال، رايح للفيزيكال ادرس اللي بعدك اللي هو 22. فده كده اول مسار بالنسبه لك. فانا كده المسج يعتبر ده الفريم عندي اهو، المسج كملت تمام. حلو، هبتدي امسك المسج دي، المسج دي هتبتدي تتحرك، هتوصل مثلا هنا. طيب حلو، طب لما توصل هنا ايه اللي بيحصل؟ نفس المسج موجوده هنا، نفس الهيدر موجود هنا بتاع الترانسبورت، نفس الاي بي ادرس لسه موجودين بتاع الاي وبتاع البي تمام. وبعد كده لما وصل هنا يبتدي يشوف هنا المفروض وصل 10 22 صح. بيبتدي لما بيوصل عند كل جهاز، الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيقوم عامل زي ديكريبشن، بيفك الانكابسوليشن. يعني هو بيعمل دي انكابسوليشن تمام. من الاخر، مش احنا قلنا انكابسوليشن كل شويه بغطي رساله بحاجه، هو يروح عامل دي انكابسوليشن فيشيل جزء اللينك ده الفيزيكال ادرس هيشيله. فيبتدي يبص في الرساله، يبص في الرساله هنا عندك الاي بي ادرس الاولاني بتاع ايه والاي بي ادرس الثاني بتاع بي. يبتدي يقارن هل الاي بي ادرس بتاع الريسيفر بيساوي نفس الاي بي ادرس بتاع الجهاز اللي انا واقف عنده؟ لا، ده مش بيساوي، ده ايه، وده المفروض انا المفروض اروح لبي وانا واقف عند اف. يبقى ده كده غلط. فهيرجع تاني يقوم معدل في الرساله دي ويحذفها، يعملها فورورد تمام، يحذفها للمكان اللي بعده. فيروح عامل الرساله مره تانيه من الاول، ادي المسج وادي الهيدر بتاع الترانسبورت وادي الهيدر بتاع النتورك اللي فيه الاي بي ادرس بتاع الاثنين، ويقول لك ان انا المره دي همشي من 22 هروح للمكان اللي بعدي اللي هو 33 تمام. فانت تاخد بالك ان انا ايه، طول ما انا ماشي في الطريق هو مين اللي بيتغير؟ اصل انا طول ما انا ماشي في الطريق انا ما ينفعش اغير الاي بي ادرس تمام. ما ينفعش الاي بي ادرس هو محطوط فيه السورس والديستنيشن بتاعي، محطوط فيه السورس بتاعي والديستنيشن الوجهه الاخيره اللي انا عايز اروحها. مين بقى اللي بيفضل يتغير؟ مثلا ان انا اروح من هنا لهنا 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 عشان اوصل اصلا للديستنيشن، ايه الادرس اللي عماله تتغير؟ ده بقى اللي بيتغير، هو الفيزيكال ادرس. عشان كده احنا كنا محتاجين الفيزيكال ادرس، عشان كل مره هنروح بيه عند مكان جديد هنبتدي نشيل الفيزيكال ادرس، ده هيروح هنا. فيبتدي مثلا يشيل الفيزيكال ادرس، يسال نفسه هل الاي بي ادرس بتاع بي بيساوي الاي بي ادرس بتاع اللي انا واقف عليه؟ لا، ده بي وده زد. يبقى لا، ده مش هو. هيروح شاطب، يعني مش هيشطب عليه، بس هيروح ايه، يكمل تاني يعمل انكابسوليشن للمسج دي. فيروح يقول لك لا، المسج دي لسه محتاجه تتطور كمان، هنعملها فورورد. فهنحط فيها نفس الام، المسج والهيدر الاولاني بتاع الترانسبورت، وبعد كده الهيدر التاني بتاع النتورك، وبس المره دي هنضيف عليها الفورورد اللي بعد كده، هيتحرك من 33 هيروح لحد 100. وبعد كده لما يروح لحد 100 هيعملها دي انكابسوليشن، فيقف هنا بقى المره دي. هيبتدي يسال نفسه بقى بالاي بي ادرس ايه وبي، وهنا طبعا في الهيدر ترانسبورت هنا في المسج. هيبتدي يشوف بقى هل البي هنا بيساوي الاي بي ادرس ده، او احنا كنا المفروض اصلا يعني لما اوصل على كده مش كنا المفروض نسمي ده برضو بي، يعني كلام منطقي. هو الاي بي ادرس انا قايل ان احنا هنروح لبي ومفيش بي عندي في النتورك، كنا هنلف بيها ما علينا. فده قارن ببي، لان هي فعلا بي اللي يعني كده انا وصلت فعلا الاي بي ادرس. يبتدي بقى يعمل دي انكابسوليشن تاني، فيبقى يشيل حته الاي بي ادرس خلاص، ويشيل كمان الهيدر عشان يوصل للمسج اللي هو بقى يرفعها لليوزر في الاخر خالص، او يرفعها للهوست بقى تمام، اللي هو الرساله اللي كان ايه عايز يوصلها اصلا. فانت خدت بالك احنا ليه اصلا محتاجين الفيزيكال ادرس معانا؟ ان الفيزيكال ادرس ده هو اللي بيتغير مع كل مرحله فورورد تمام. لكن اللوجيكال ادرس اللي احنا حطيناه فوق ده اللي ثابت اصلا، ان انا دايما بعمل تشيك بيه، بقف عند كل جهاز بعمل تشيك هل انا تمام وصلت ولا لسه ما وصلتش. طيب كده احنا عرفنا اللير بتاعت اللينك، نيجي بقى لاخر لير خالص وهي الفيزيكال. طيب ايه لير الفيزيكال دي؟ اللير الفيزيكال دي ما فيهاش حاجه. اللير الفيزيكال دي هو بيقول لك انت هتمشي ازاي بقى. يعني انا خلاص المسج اتكونت عندي وكان اخرها كده، كان اخرها بالمنظر ده، كان اخرها هنا في المسج، هنا في الهيدر بتاع الترانسبورت، هنا في الهيدر بتاع النتورك، هنا في الهيدر بتاع اللينك، وبس انا كده كده الرساله خلصت. ده كده اسمها فريم، وعرفنا ان الرساله وصلت تمام، الرساله اتكونت. يعني همسك انا الرساله دي بقى هوصلها ازاي لبيها؟ اكيد همشيها في سلك مثلا وايرز، هبعتها وايرلس تمام، هبعتها مثلا عن طريق الواير بقى، سواء كان فايبر سواء كان كبر سواء مش عارف ايه. هو ده بقى اللي بيسموه الفيزيكال تمام، ان هي بتمشي ازاي. اللي احنا اصلا لو انت خدت بالك احنا عملناه في الرساله هنا اللي هي الخطوط دي، يعتبر هو الخط ده كده ده الفيزيكال بقى. انا خلاص كونت رساله بمشي في المكان الفيزيكال عشان اوصل للايه، بالرساله للمكان اللي بعدي، وابتدي اشوف بعد كده امشي بالمكان الفيزيكال تاني وهكذا تمام. طيب كده احنا يعتبر لو خدت بالك احنا يعتبر خلصنا الليرز الاساسيه بتاعت مين، بتاعت النيتورك، وكل حاجه ابتدينا نستدعي فيها الحاجات القديمه. احنا ازاي بنمشي، ازاي من بروتوكولز الترانسفير، رجعنا تاني اللوجيكال ادرس، رجعنا تاني الفيزيكال ادرس، كل ده عشان احنا اصلا بنمشي نكون الرساله عشان نوصل في الاخر لمين، للهوست بتاعي. فتاخد بالك من حاجه، المنظر النهائي ذات نفسه اللي انا عايز اوصله لك بيبقى شكله عامل ازاي. منظر النهائي ان انا بيبقى في عندي هنا، بص بيبقى هنا مثلا الهوست A وهنا الهوست B
الرساله بتمشي ازاي بقى كريفيجن كده سريع. ببتدي اعمل اول حاجه ايه، الابلكيشن لاير بتعمل ايه، بتقوم عامله لي المسج اهي، كونت المسج، اليوزر هو اللي عملها. اللاير دي نزلت بعد كده تحت، وصلت لمين؟ اللاير اللي بعد كده اللي هي لاير الترانسبورت. تمام، هتروح ماسكه المسج دي وتروح ربطها بهيدر الترانسبورت، وهيدر الترانسبورت ده قلنا بيبقى هو اللي بيحدد تي سي بي وهو اللي بيحدد اليو دي بي، انت هتمشي ازاي، سرعتك عامله ازاي، بيعمل سيجمنتيشن، بيقسمها الباكتس. تمام، طيب حلو. بعد كده همسك نفس المسج دي هنزل بيها تحت اكتر، فابتدي اروح للاير النتورك، فالرساله هتكبر، كان فيها مسج بعد كده بقى فيها الهيدر نتورك والهيدر ترانسبورت، وبعد كده بقى فيها الهيدر نتورك. هيدر نتورك دي اللي فيها الاي بي ادرس. تمام حلو، وطبعا ما تنساش اسماء كل واحده، ان هنا كان هنا دي كانت مسج عاديه، دي ما فيهاش حاجه. تمام، بس لما نزلنا تحت كان اسمها مين؟ كان اسمها سيجمنت. تمام، وهنا دي اسمها داتا جرام. وبعد كده هنزل بالداتا جرام لتحت، هبتدي اروح للنتورك اللينك، هبتدي اربط المسج، اربط فيها الهيدر بتاع الترانسبورت، اربط فيها الهيدر بتاع النتورك، اربط فيها الهيدر بتاع اللينك، والهيدر بتاع اللينك ده في الفيزيكال ادرس. وبعد كده هبتدي امشي في الفيزيكال لاير، همشي بقى في السلك اللي انا هبعت فيه الرساله، اهو ده السلك اهو، ده الحته الفيزيكال بقى. تمام، اللي انا ببعت فيها الرساله هتمشي في السلك، وبعد كده وهي بتطلع لبي تاخد بالك ان هي بتمشي في النطاق العكسي، يعني بتعدي على اللايرز دي من فوق لتحت. يعني بص انا هنا كنت بادئ ازاي، 1 2 3 4 وفي الاخر 5، دلوقتي وانا طالع هعدي برضو على اللينك. تمام، بس المره دي بعمل ايه، ببتدي ان انا اعمل مش انكابسوليشن، هعمل دي انكابسوليشن، فابتدي ارجع بالعكس، هبتدي هنا المسج اهي عندي هتتفك، بقى في هنا هيدر ترانسبورت، هنا بقى في الهيدر نتورك، واتشال مين؟ اتشال الهيدر لينك، الهيدر لينك خلاص اتشال، وابتدي اطلع اللي بعدها. تمام، من اللينك هبتدي تطلع فوق اكتر. تمام، زي ما احنا كنا بنعمل اصلا في الرساله هنا، انت لو خدت بالك احنا كنا كل ما بنبعت ايه ده، كل ما بنبعت الرساله تمام كنا كل شويه بنعمل ايه، بنشيل الفيزيكال ادرس ونتشيك هل هي المكان المظبوط ولا لا، وبعد كده المكان مثلا لو مظبوط لو مش مظبوط حط تاني، رجعها لللينك وحط تاني وكمل ماشي. فاحنا كل شويه بنعمل دي انكابسوليشن، فاحنا عشان خلاص وصلنا فبتدي نعمل دي انكابسوليشن للمسج بالطريقه العكسيه. هنا يبقى في مسج، بعد كده يبقى في الهيدر ترانسبورت وتشال النتورك خلاص عشان احنا وصلنا للاي بي ادرس، وبعد كده في الاخر خالص نوصل ان احنا بقى معانا المسج ويتشال حته كمان الترانسبورت، وفي الاخر خالص المسج بقى هي اللي توصل لمين؟ لليوزر. فانت لو خدت بالك احنا حرفيا ماشيين بالنظام العكسي، كنا نازلين بمسج هيدر، حطينا هيدر، حطينا هيدر نتورك، حطينا هيدر لينك، مشينا في المكان ده، شيلنا الهيدر لينك، شيلنا الهيدر نتورك، شيلنا الهيدر ترانسبورت، وصلنا بالمسج في الاخر خالص اللي هتتبعت بقى لمين؟ للهوست بتاعي. تمام؟ طيب حلو. كان في حاجه طفيفه نسيتها، كانت مفروض في الـ اسمه ايه ده، في اللينك لاير. تمام، اللينك لاير دي احنا قلنا عرفنا خلاص ان هي بتحط الفيزيكال ادرس، بس هي كان لها خاصيه تانية كمان، ان هي بتحط حاجه اسمها تيل. تمام، تيل ده بتحط ديل للمسج، يعني لو المسج شكلها عامل نفس الشكل اللي احنا كل شويه عاملين نرسم فيه. تمام، هنزهق منه. الهيدر نتورك، وادي الهيدر لينك، اللينك لاير بتروح كمان تحط حاجه اسمها تيل. التيل ده بيجي في الاخر هنا كده قبل المسج. طيب ايه التيل ده؟ التيل ده بيبقى فيه رقم باينري. تمام، بحيث ان هو يعني زي كده ايه، انا معايا كان انا بكون رساله. تمام، فالرساله دي مكتوب فيها حاجات، ومحتاجه الامضه، اهو الامضه دي بقى اللي هي الختم النهائي عشان الرساله دي تتبعت، هو ده التيل اللي بحط فيه الامضه بتاعتي. فالتيل في الاخر بيبقى فيه رقم باينري، وليكن مثلا رقم 4. تمام، انا بحط كده زي الختم بتاعي، لان الرساله دي مختوم عليها بختم رقم 4. طب ليه بحط ليها الختم بتاعي؟ عشان لما الرساله توصل لهوست بي، تمام، توصل للمكان اللي انا عايزه وتيجي تتفكك، بيبتدي اول حاجه يقارن التيل، بيشوف هل التيل ده كان زي ما الرساله اتبعتت في الاول، يعني الرساله كانت نازله من عند ايه، تمام، رايحه لبي، كانت في وهي في ايه، كان التيل بتاعها رقم 4. طب هل لما وصلت هناك التيل لسه ما زال موجود رقم 4 ولا حصل تغيير؟ لان هو لو التيل كان زي ما هو فمعنى كده ان الرساله وصلت مظبوط. طيب افرض التيل مثلا واحنا معديين التيل اتغير، يبقى دي كده رساله غلط، او ان الرساله وصلت اصلا بشكل مختلف، فيبتدي يقول لك لا، مثلا لو وصلت 5 يقول لك ايه ده، لا دي كده مش الرساله بتاعتي، استنى اما نبعت الرساله من الاول تاني، او الرساله دي فيها خطا فما تبعتهاش، ويوقف على كده. تمام، هو دي فايده التيل اللي احنا بنحطه في الايه، في الاخر. تمام، هو يعتبر برضو نوع من انواع اللي احنا بنعمل بيه تشيك للايرورز، يعني تمام، شوف لو الرساله وصلت سليمه ولا ما وصلتش سليمه. فعشان هنا في الاخر خالص المفروض يبقى هنا في ايه، جزء التيل اللي احنا المفروض ما زودناهوش. تمام، ده اللي ابتدى يحصل في حته الايه، الداتا لينك لاير. تمام،
كده احنا يعتبر اتكلمنا على الطباب بتاع الانترنت، وعرفنا ازاي الموضوع ماشي من ناحيه الابلكيشن، وعرفنا الترانسبورت بيعمل ايه، عرفنا النيتورك بيعمل ايه، وعرفنا اللينك بيعمل ايه، وشفنا المسج الشكل بتاعها ماشي ازاي. تمام، حلو. اللاير بقى اللي احنا عملناه ده، او كل اللي احنا كتبناه ده، اللايرز دي كلها بيسموها ايه؟ بيسموها تي سي بي اي بي موديل. ده موديل اسمه تي سي بي اي بي. طيب هما ليه سموه تي سي بي؟ اول حاجه هما سموه تي سي بي يعني ما فيش اسباب معينه، بس الاسباب الاكثريه ان انت دايما بتستخدم فيها تي سي بي، مش بنستخدم يو دي بي يعني. تمام، فلكثره استخدام التي سي بي فهما سموه تي سي بي، وهنا انترنت بروتوكول عادي. فلما اكلمك اقول لك هو ايه التي سي بي اي بي موديل، هتقول على طول هو الموديل بتاع اللاير اللي متكون من الخمس طبقات الاساسيين، اللي هما ابلكيشن، قبل هما ابلكيشن وترانسبورت ونتورك ولينك وفيزيكال. تمام، لان في الانترنت بعد كده حصل تطورات وظهر كذا موديل بعد كده، واحنا هنتكلم على واحد كمان بعديه. تمام، طيب خلاص احنا اتكلمنا دلوقتي على التي سي بي اي بي موديل. تمام، عايز اقول لك بقى ان التي سي بي اي بي موديل ده حصل فيه شويه تطورات. تمام، التطورات عملتها شركه اسمها الايزو، تمام، اللي هي انترناشونال، كان اسمها انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرزيشن. تمام، هي ده الاسم بتاعها، اللي هي شركة الايزو. عموما عملوا موديل جديد، تمام، الموديل سموه اس او اس اي موديل. تمام، موديل ايه او اس اي موديل ده اسمه اوبن سيستم انتر كونكشن كونكشن موديل. تمام، يعني ما علينا من اسمه، هم عملوا موديل جديد بدل التي سي بي اي بي موديل، عملوا حاجه اسمها الاو اس اي موديل. طيب الاو اس اي موديل ده هل هو اللايرز نفس الطبقات؟ هي نفس الطبقات بالظبط، بنفس الخصائص، بنفس كل حاجه. الفكره كلهم ان هم زودوا طبقتين جداد. انا كان في الاول في التي سي بي اي بي، تعالى نفتكر كان عندنا مين؟ كان عندنا ابلكيشن، تمام، وبعد كده كان في نتورك، كان سوري كان في ترانسبورت، تمام، وبعد كده تالت حاجه في النتورك، وبعد كده في اللينك، وفي الاخر خالص بنوصل للفيزيكال. هما راحوا ضايفين اتنين لايرز جداد هنا كده، تمام، اتنين وتلاتة، حطوا حاجة اسمها ال presentation layer، تمام، وحاجة اسمها session layer. طيب تعالى نتكلم على دول بيعملوا ايه، وهم ضافوا ايه جديد اصلا في الموديل اللي عندي. طيب تعالى نمسك اول حاجة ال presentation layer. تمام، ادي ال presentation layer. البرزنتيشن لاير لو تاخد بالك هي بعد الابلكيشن على طول، فيعتبر الرساله جايه دلوقتي عامله ازاي، هي يعتبر مسج بس، مفيش غير المسج معايا. هبتدي امسك المسج دي بقى. البرزنتيشن لاير بيعمل ايه؟ قال لك ان هو بيعمل ثلاث حاجات. تمام، طيب ايه الثلاث حاجات اللي بيعملهم؟ بيعمل اول حاجه ترانسليشن، وهنفهم يعني ايه دلوقتي. تمام، بيعمل داتا كومبريشن، وبيعمل انكريبشن وديكريبشن. تقريبا كتبتها غلط يعني، مش مهم. تمام، طيب البرزنتيشن لاير تعالى نمسك اول حاجه فيه، هو يعني ايه بيعمل ترانسليشن؟ ترانسليشن يا سيدي، بص، افرض انا مثلا كنت انا عند هوست A، تمام، وببعت لهوست B. هوست A ده جهاز، هوست B ده جهاز. هوست A وليكن كان جهاز بيتعامل بالاسكي، تمام، احنا عارفين اصلا ان كل المسج او كل الرسايل هي عباره عن ايه؟ عباره عن 0 1 اللي هي باينري، عشان هو الانترنت مش بيفهم غير ارقام، فالارقام دي لما توصل لعند الهوست التاني هتبتدي تترجم عن طريق الاسكي. طيب افرض بقى ان الهوست التاني ده ما كانش بيستعمل اسكي، تمام، كان بيستعمل اي نظام تاني، نظام مثلا اي دي بي، تمام، ده نظام مختلف خالص عن ايه؟ عن نظام الاسكي. طيب معناه كده ان انا لو مسكت المسج ورحت بعتها لبي وراح يترجمها، ترجمها مش بالاسكي، راح ترجمها بالاي دي بي، الرساله اصلا مش هتتفهم، او مش هيوصله نفس المعنى اللي انا عايز اوصله له. طب مين بقى اللي بيحل المشكله دي، او بيخلي ان هما الطرفين يكون على نفس الجهه؟ هي البرزنتيشن لاير، عطونا هو بيعمل ترانسليشن، تمام، هو اللي يبتدي يفك مثلا انت لو انت بتستخدم حاجه تانية، فيبتدي يظبط لك الرساله بحيث ان هي يوم ما هتوصل من اسكي، يوم ما هتوصل لهناك ويترجمها بالاي دي بي توصل صح، توصل نفس الرساله اللي انا عايزها. تمام، ده في جزء حوار الترانسليشن. تمام، بس ده مبقاش ما بيستخدم دلوقتي قوي بحته البرزنتيشن لاير، لان كده كده بقينا شغالين بالاسكي كده كده عادي يعني. تمام، طيب بس احنا فهمنا يعني ايه ترانسليشن. طيب ايه حته البرزنتيشن بتعمل ايه كمان؟ بتمسك الرساله وتعملها كومبريشن، بتصغر الحجم بتاعها، بدل مثلا ما حجمها كان 1000 هنصغر حجمها وليكن مثلا ل 200، بحيث ان احنا يبقى عندنا سرعه في النقل احسن، تمام، نبعت الرساله في شكل اسرع. فمين بيعمل داتا كومبريشن؟
هو البرزنتيشن لاير. طيب بيعمل ايه كمان في الرساله؟ قال لك يا سيدي هو اللي بيعمل انكريبشن وديكريبشن ليها، بيبتدي يشفر الرساله وانت بتبعتها. فوق في التي سي اي بي موديل احنا ما كانش عندنا حاجه بتعمل تشفير الرساله، هنا بقى زي الحوار ان احنا نشفر الرساله، مثلا هتتبعت من ايه، فقبل ما تتبعت مثلا وهي بشكل مربع، لا هتتبعت في شكل دوريه تمام، وبعد ما توصل تبقى يعني هو يعملها ديكريبشن يرجعها تاني شكل مربع، ودي طبعا كلها ماشيه بايه، ببروتوكولز تمام، وما علينا من ايه، من اسمها، بس هي بتمشي ببروتوكولز يعني تمام. طيب ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه للي بيعملوا البرزنتيشن لاير. فانا يعتبر لو انا خرجت من البرزنتيشن لاير، ايه الحاجه الجديده اللي ضافتها حلوه؟ ان انا بعمل داتا كومبريشن عشان يسرع لي الريت بتاع ببعت الرساله، وبقى في عندي انكريبشن وديكريبشن. طيب نخش بعد كده على اللاير اللي بعد كده اللي ضافوها جديد، اللي هي بعد البرزنتيشن لاير على طول، وهي مين؟ السيشن لاير. سيشن لاير ايوه تمام. طيب السيشن لاير دي يا سيدي هي فايدتها يعني بتستخدم في ايه؟ السيشن لاير دي يا سيدي هي بتستخدم في حاجه اسمها الاثورايزيشن تمام، او كان اسمها اوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن او اوثورايزيشن، يعني خلاها اوثورايزيشن خلاص. يعني بتعمل ايه برضو مش فاهم؟ بص هي بتبتدي تعمل تشيك تمام، ان الرساله المبعوثه دي هي مبعوثه منك انت تمام، يعني مش اي حد اللي بعتها، اتاكد مثلا ان زي اليوزر بتاعك هو اللي بعت الرساله دي من السيرفر الفلاني. بمعنى ايه مثلا؟ بص انا مثلا معايا موبايل تمام، والموبايل ده مثلا متوصل بيه بسيرفر، السيرفر ده اللي عليه البيانات بتاعتي تمام، ده سيرفر ده موبايل تمام حلو، وانا عايز ابعت بيانات معينه تمام من الموبايل مثلا، او هاخدها من السيرفر. طب هو ايش عرفه ان الرساله اللي هتيجي من السيرفر دي هي اصلا رسائل حاجه بتاعتي انا تمام، زي مثلا فيسبوك تمام، عندنا فيسبوك تمام، انا ايه اللي هيخليني اخش على الصفحه بتاعتي على فيسبوك؟ ان في يوزر نيم وفي باسورد تمام. طب انا لما بكتب اليوزر نيم بتاعي واكتب الباسورد بتاعي، هو منين بيروح يتشيك ان ده فعلا انا؟ ما هو بيروح يسال السيرفر، هل السيرفر اللي انت كنت عايز تجيب منه الصفحه الفلانيه، الصفحه بتاعت فيسبوك اللي انا عايز اوصل لها، بيبتدي يشوف هل اليوزر نيم اللي انت كاتبه والباسورد اللي انت كاتبه بيطبقوا نفس الموجودين في السيرفر، او دول موجودين هم هم، خلاص ابعت له صفحه البروفايل بيكتش، هات له مثلا صفحه البروفايل بتاعتك تبتدي تظهر عندك تمام. هي دي حته السيشن لاير، هي اللي بتهتم بالاوثورايزيشن، تتاكد ان الرساله اللي انت بتبعتها دي او الرساله اللي هتبعت او اللي انت هتجيلك انت يعتبر اللي المفروض تستلمها، من ناحيه بقى ايميل وباسورد، من ناحيه بقى يعني لازم يكون في حاجه ايه هي اللي بتوثق الكلام ده كتامين يعني تمام. فده اللي بتعمله مين؟ حته السيشن لاير تمام، هي حته تامين مش اكتر. وممكن وانا قدام لما نشرح بقى المثال المجمع كله نبقى يعني تفهموا الجزء ده اكتر، بس هو يعني ده كل اللي يتقال فيه يعتبر، هو مجرد تامين وما بيعملش حاجه تاني تمام. طيب وبيتابع الداتا بتاعتك، يعني بيعمل تاني حاجه، بيعمل حاجه اسمها سيشن مانجمنت تمام. ايه الكلام اختفى ليه؟ مانجمنت تمام، ان هو بيفضل يعمل تراكنج للرسائل بتاعتك وهي بتتبعت وهي رايحه وهي جايه تمام. طيب يعني بس ما مش هنتعمق فيها قوي، لان ما الكلام فيها ايه بيبتدي يبقى مبهم بعد كده قدام، فعشان ايه ما يعني كفايه لخبطه في اللي احنا نخش فيه يعني. بس فده كده بالنسبه لحته الايه سيشن لاير، ممكن استفدنا فيها ان احنا عملنا اوثرايزيشن في الاخر يعني. طيب تعال ارسم لك المنظور كده بين كل اللايرز بقى اللي احنا عملناها دي تمام، زي حاجه كده هتساعدنا ان احنا زي نعمل ريفيجن لكل الكلام اللي احنا قلناه ده. بص انا دلوقتي عايز ابتدي اعمل ايه، ده مثال بسيط كده عشان نحاول احنا نربط بيه الكلام كله مع بعضه. قلنا ان اول حاجه ما دلوقتي انا عندي السايت بتاع شركه فيسبوك تمام، وانا ابتدي اسجل ايميل والباسورد بتوعي تمام عشان عايز افتح البروفايل، وده السيرفر اللي هجيب منه الداتا تمام، اللي هتبيع منه يعني تشيك اليوزر نيم والباسورد مظبوطين ولا لا عشان يبعت لي مثلا البروفايل بتاعي في الاخر خالص. فانا ابتدي اول حاجه ان انا الصفحه عندي المنظر اللي شكله عامل كده، ده كده يعتبر صفحه الابلكيشن اللي الهوست بيتعامل فيها مع البرنامج، ان هو هيبتدي يكتب مثلا الحاجه اللي هيبتدي يعمل بيها المسج تمام. طب ايه المسج اللي انا هكتبها هنا؟ عن طريق ان انا هكتب اليوزر نيم والباسورد، ده كده الهوست هو اتعامل مع الموضوع ده تمام. فكده هو كون المسج حلو، يبقى المسج اتكونت عندي اهي ان فيها يوزر نيم وباسورد. طيب المسج دي بعد كده من ابلكيشن قلنا هتروح على فين؟ هتروح تاني حاجه البرزنتيشن لاير، لان هي طبعا اليوزر نيم والباسورد هيحصل لهم انكريبشن تمام، وعلى حسب المفروض يحصل لهم داتا كومبريشن ولا لا، بس المفروض يحصل لهم انكريبشن تمام. فهمسك المسج دي عملت لها انكريبشن، هخش بعد كده من الـ كان اسمها ايه؟ انا نسيت، كان اسمها برزنتيشن لاير. بعد كده هبتدي اروح لمين؟ او هبتدي اروح للسيشن لاير تمام، عشان السيشن لاير يبتدي تشوف هل اليوزر نيم والباسورد دول هما فعلا موجودين عندي في السيرفر، يعني تمام ابعت للحاجه اللي ابعتها لها دي الصور والحاجه دي مظبوط ولا فيها مشاكل. طيب بعد كده المفروض ان انا هخش على
الترانسبورت لاير، الحاجات المسج اللي عندي دي هي هتتبعت ازاي؟ هل هبعتها عن طريق تي سي بي ولا هبعتها يو دي بي؟ تمام، مين اسرع مثلا لو في حاجه فقدت او كده وانا ببعت الرسائل؟ طيب بعد كده المفروض يعدي على اللاير اللي بعد كده ان هو يحط اي بي ادرس للاثنين، اللي هي النتورك لاير اللي هي بتحط الاي بي ادرس بتاع فيسبوك اللي واقف هنا او الجهاز بتاعي، الجهاز بتاعي اللي انا بستخدمه، والاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي انا اصلا هروح له. طيب وبعد كده هبتدي اروح للسته اللي هو اللينك اللي هو هيحط الفيزيكال ادرس، عشان مثلا ممكن الرساله بتاع المسج بتاع اليوزر نيم والباسورد هيبتدي يمشي وهما ماشيين مثلا في الفيزيكال اللي احنا لسه هنتكلم عليه بعد كده، هيمشي مثلا يقابل سويتش في الاول او يقابل راوتر، ومن الراوتر يروح للراوتر الفلاني. فطبعا كل ده محتاج الفيزيكال عشان ابتدي امشي من الراوتر ده للراوتر ده، وان الفيزيكال هو اللي بيتغير لحد ما وصلت لمين؟ وصلت للسيرفر. وصلت للسيرفر انا عامل ازاي وانا معايا المسج اللي محصول لها او اللي معمول لها ما علينا فيها انكريبشن وخلاص، تمام؟ معايا المسج وفيها كمان الهيدر ترانسبورت بتاعي بتتنقل ازاي، معايا كمان فيها الهيدر نتورك، معايا كمان الهيدر بتاع اللينك، ومشيت في السلك ووصلت. هتبتدي وهي وصلت للسيرفر ابتدت تتفكك، تقول اه ده انا وصلت للسيرفر، الفيزيكال ادرس مظبوط، لقى ان الاي بي ادرس مظبوطين، لقى ان الترانسبورت خلاص مش محتاج، ومسك المسج دي شاف اليوزر نيم والباسورد مظبوطين، فيبتدي السيرفر يرد عليا بقى مثلا يفتح البروفايل، فمثلا البروفايل فيه صور، فيه فيديوهات، فيه ايا يكن اللي كان موجود فيه، فيبتدي ان هو يرد عليا بقى بالكلام ده كله. فيبتدي برضو يحصل نفس الكلام تاني، ان هو يبتدي يعمل المسج اللي هي فيها البروفايل بتاعي. طب المسج دي اللي فيها صور وفيديوهات هيبعتها ازاي؟ هيبعتها تي سي بي ولا هيبعتها يو دي بي؟ نفس الكلام، فيبتدي يحط الهيدر ترانسبورت اللي هي تاني لاير. طبعا المفروض ان انا لو هعمل في اتنين لايرز في الاول هما برزنتيشن وسيشن، لو انا هعمل انكريبشن هعمل داتا كومبريشن الاول عشان الداتا تبقى بسرعه او كده، تمام؟ وبعد كده احط الاي بي ادرس اللي من السيرفر للجهاز بتاعي تاني، وبعد كده ابتدي احط نفس الفيزيكال ادرس عشان يمشي في نفس الخطوات تاني، وبعد كده يجي لي هنا فالرساله توصل لي بقى لرساله البروفايل اللي هي فيها مين الهيدر وفيها كل الحاجات الاساسيه. هيبتدي بقى يفك الفيزيكال لاير من هنا، اللي هي سوري اللينك لاير من هنا اللي فيها الفيزيكال الادرس، بعد كده يفضي اللوجيكال ادرس اللي هو حته النتورك، بعد كده حته تي سي بي يفضلها لحد ما تبقى يبقى المسج في الاخر خالص اللي هو هيمسك المسج دي، فابتدي يظهر عندي مين؟ يظهر هنا شكل البروفايل بتاعي، تمام؟ ايا يكن عامل ازاي. فيعني يعتبر ده هو المثال، ده مش مثال واقعي الحقيقه، تمام؟ هو ده مثال كده بس عشان يعني نفهم الدنيا بتروح ازاي وتمشي ازاي، بس هي مش يعني المفروض انا لو هشرح الحاجه دي بطريقه حقيقيه مش هتشرح في فيسبوك ولا في سيرفر، تمام؟ احنا بنبعت الحاجات من اتنين هوستس، تمام؟ لكن يعني ده كده مثال ايه يعني هو وهمي، بس احنا نحاول نفهم منه يعني المضمون اللي انا عايز اوصله يعني خلاص، تمام؟ بس كده. طيب بعد ما احنا بقى خلاص اتكلمنا عن نتورك ايدج ونتورك كور، واعتبر اتكلمنا عن شوط كبير في شابتر 1، هو يعتبر كده خلص خلاص، بس يعني في جزء كده احنا تلصقناه. لو تفتكر في الاول خالص قلت لك ان النتورك بتقسم لنتورك ايدج وكان في نتورك كور، وقلت لك في حته في النص كده اسمها اكسس ميديا صغيره كده، هي بقى الحته الصغيره دي اللي ناقصه، تمام؟ فاحنا تعالى نمسك في الاكسس ميديا دي، تمام؟ بص، انت الاكسس ميديا عموما او الحاجه اللي بيمشي فيها الانترنت عشان اعمل له اكسس ليها، انت عندك حاجتين، تمام؟ في عندك حاجه اسمها كيبل اكسس ميديا، تمام؟ او كيبل اكسس يعني، وفي عندك حاجه اسمها الاكسس تاني عن طريق حاجه اسمها دي سي ال، دي اس ال مش دي سي ال، دي اس ال، تمام؟ طيب ايه الكيبل اكسس؟ تايمز كيبل اكسس الاول، تمام؟ كيبل اكسس يعني حاجه بسيطه، ان انا بوصل نت عن طريق كيبلز، وكل كيبل متوصل بهوست، لو عندي هوست A وعندي هوست B وعندي هوست C وعندي هوست D، تمام؟ هروح ماسك بكيبل، تمام؟ كابل عادي جدا، هوصل بيه بي وهوصل بيه ايه وهوصل بيه سي وهوصل بيه دي، كلهم هيبتدوا يمشوا يخشوا في سبليتر، تمام؟ هيخشوا في جهاز بيتجمع كل الفريكونسي منهم ويطلعوا في كيبل واحد، تمام؟ بس والكيبل ده بعد كده يتوصل بقى بالانترنت عن طريق الكونكشن اللي احنا كنا جمعناه في النتورك ايدج وكده. فهتيجي طبعا تسأل نفسك سؤال مهم، هو ازاي ان انا بجمع كل الداتا وبتمشي في سلك واحد؟ فده يرجعنا قبل كده برضو لحاجه اتكلمنا عليها قبل كده، الاف دي ام، تمام؟ frequency division multiplexing، تمام؟ الكيبل اكسس multiplexing، تمام؟ الكيبل اكسس ده بيعتمد على الاف دي ام اللي هو frequency division multiplexing، عن طريق ان هو قلت لك بياخد الفريكونسيز كلها بتاعت كل الهوستس وبيقدر ان هو يمشيها في السلك ده، عن طريق ان كل frequency منهم ليها bandwidth معين، او كل frequency منها ليه بتاخد مساحة معينة من السلك بس. وليكن مثلا السلك ده هيبقى منظر بتاعه كبير عامل كده، تمام؟ فساعتها هتلاقي مثلا ان البي ماشية تحت ايه واخدة مساحة ليها، وفوقيها مثلا ايه واخدة مساحة ليها، فوقيها السي واخدة مساحة ليها، ومفيش واحدة بتخش في التانية، تمام؟ بس كده، ده كده بالنسبة للكيبل اكسس نتورك، تمام؟
طيب تعال نخش بقى في طريقة تانية للنقل غير الكيبل اكسس نتورك، ان هم مش كلهم بيشاركوا بقى في نفس السلك. لا، الدي سي ال ده مش بيعتمد على كده. هو ايه اصلا دي سي ال؟ هو اختصار لديجيتال سبسكرايبر لاين، ديجيتال سبسكرايبر لاين. يعني من الاخر ان انت مش بتشارك سلك مع حد او كده، لا انت كل واحد ليه السلك بتاعه، الخط الارضي بتاعه. من الاخر انت عندك مثلا لو بيت فيه ايه، تمام، فانت عندك خط ارضي، فالخط الارضي بيبقى فيه السلك اللي هو متوصل للسنترال على طول، وليكن ده السنترال، تمام. بس فهو بقى الدي اس ال ده هو بيوصل لك الانترنت عن طريق الخط الارضي اللي انت موصله ده، تمام. بس يعني ما فيهاش حاجه برضو، ما فيهاش كلام. هو في كل اللي انت تعرفه بس ان انت مش بتشارك النت بتاعك مع حد، فده طبعا حاجه حلوه يعني، تمام، عكس الايه الكيبل اكسس نتورك. بس طيب عندك برضو تبقى عارف ان في عندك وايرلس اكسس، وايرلس اكسس، تمام، مش كيبل بقى ومش دي اس ال. والوايرلس ده هيوصلك عن طريق حاجتين، يا اما يوصل لك عن طريق حاجه اسمها لوكال، او ممكن نسميها على طول الاسم المختصر، عن طريق حاجه اسمها لان، اللي هي لوكال اكسس نتورك، تمام. لوكال اكسس نتورك دي اللي هي الواي فاي يعني من الاخر، تمام، هوصل لك نت عن طريق واي فاي، دي لان. يا اما عن طريق وايد اريا سيلولر اكسس نتورك، ودي اللي هي عن طريق يعني الخطوط بقى اللي موجوده، اللي هي مثلا 4G 5G من كده يعني، تمام. فالوايرلس هو بيتوصل من الحاجتين دول بس، يا اما واي فاي، يا اما يكون في تاور مثلا، برج قريب منك وكده، فبيوصل لك 4G و5G وما الى ذلك. تبقى عارف مصطلح اسمه الايثرنت. ايه الايثرنت ده؟ اللي هو تبع الانتربرايز نتورك. هي اتكتبت كده ليه؟ ايثرنت، انتربرايز نتورك، تمام. يعني ايه انتربرايز نتورك؟ انا بكلمك على الايثرنت. بص، الايثرنت هي نتورك، تمام، نتورك عاديه جدا، بس الفكره ان النت او الانترنت ذات نفسه متوصل ليها من كذا جهه. يعني مش متوصل مثلا، ما اقدرش اقول لك ان النت متوصل بيها عن طريق مثلا وايرلس لان بس، لا، ده ممكن يكون متوصل لان، وشويه متوصل وايد اريا، شويه بالكيبل، شويه بالدي سي ال، فهي محيطه بكذا جهه يعني، تمام. فالانترنت برايس، اول ما تلاقي مثلا في نتورك معينه، شبكه معينه، وتلاقي حاجات متوصله عن طريق بعض، تمام، بس مثلا تلاقي ده بيستخدم واي فاي مثلا، وتلاقي ده مثلا بيستخدم لان، او بيستخدم مش لان، ما لان هي واي فاي، بيستخدم الكيبل اكسس مثلا، تمام، وده مثلا بيستخدم الوايد اريا زي الفور جي وكده، فكل واحد بيستخدم اكسس مختلف عن التاني، بس كلهم عاملين نتورك مع بعض، فدي كده بيسموها الايثرنت، تمام. بعد كده بقى مش ناقص غير حتة صغيرة خالص برضو في الشابتر، اسمها السكيورتي، تمام. يعني سكيورتي ما فيهاش كلام كتير عندنا، بس اعرفك ثلاث كلمات اتذكروا في السلايدز عندنا، تمام. اول كلمه اسمها سنيفنج، تمام، نفهم يعني ايه سنيفنج، نفهم يعني ايه اي بي سنوفنج، سنوفنج، ونفهم يعني ايه دي او اس، تمام. طيب هنبدا اول حاجه، يعني ايه سنيفنج؟ سنيفنج يا سيدي، هو يعني ايه المشكله بيحصل في سنيفنج؟ السنيفنج ده يا سيدي هو عن طريق ان في يوزر او في هوست معين بيراقبك، تمام. الهوست ده بيعرف كل حاجه انت بتبعتها، كل حاجه بتستقبلها. يعني مثلا في عندك A و B، دول اتنين هوستس بيبعتوا حاجات لبعض. ممكن بقى تلاقي هوست تالت كده بيعمل سنيفنج، تمام. يعني ايه؟ يعني ايه بقول لك هوست تالت بيعمل سنيفنج؟ يعني هو قاعد بيراقب كل حاجه انت بتبعت من A تروح ل B، وكل حاجه انت بتستقبلها من B، هو قاعد بيراقبك من الاخر، تمام. طيب فده كده تبقى عارف مصطلح اسمه سنيفنج، ان هو في هوست بيراقب منك كل المعلومات اللي رايحه واللي جايه. طيب يعني ايه اي بي سنوفنج؟ اي بي سنوفنج هو بيبقى فيك يوزر، تمام، بيبقى فيك يوزر بيبتدي يبعت لك معلومات، تمام. يقول لك مثلا المعلومات دي جايه من فلان، بس هي مش جايه من فلان. يعني انت مثلا نفس الايه اهو، تمام، وانت قاعد في حالك، فجاه تلاقي في رساله جايه من بي، تمام، او مثلا في هوست ايه وفي هوست بي، تمام. هتلاقي في رساله جايه لك بتقول لك ان الرساله دي جايه لك من بي، بس هي اصلا مش جايه من بي، لا، ده في حد تاني هو اللي بعتها، بس هو عمل فيك يوزر وبيقول لك ان هي مبعوته من بي، فانت تصدق ان هي مبعوته من بي مثلا، فتخش عليها، فمثلا يحصل منك اي مشكله بقى، او ان هو يعرف عنك معلومات او ما الى ذلك يعني، تمام. فده كده اسمه الاي بي سنوفنج، ان هو بيلعب بالاي بي، يعني بالاي بي ادرس، تمام. فالرساله دي مش وصلت من بي اساسا، بي ما بعتش حاجه. طيب تبقى عارف برضه حاجه اسمها دي او اس.
او اختصار لكلمة دانيال اوف سيرفيس اتاك، وده اللي احنا بنعمله كل يوم او كل سنة في على الموقع بتاع الكلية عندنا. تمام، لو ما بينزل اي تسجيل او اي حاجة فبنخش كلنا على الموقع بنهاجم عليه. تمام، كذا هوست بيخش في نفس الوقت فالموقع بيقع. تمام، هو ده دينيال سيرفيس اتاك. بس بقى الفكره ان دينيال سيرفيس اتاك هو مش بيعمله كذا هوست، يعني مش بيبقى فيه كذا واحد، لا هو بيبقى نفر واحد بس وهو اللي بيعمل اصلا حاجه اسمها دينيال سيرفيس اتاك. تمام، عن طريق يعني زي السوفت وير بروجرام. تمام، بيقدر ان هو ينشئ كذا هوست كتير وكلهم كانهم بيفتحوا الموقع في نفس اللحظه. تمام، بس هو مش بيجمع بني ادمين بشكل حرفي، لا. تمام، ده بيتعمل ببروجرام يعني. بس فكلهم كل كذا هوست بيهاجم الموقع في نفس الوقت فالموقع مش بيستحمل فجأة بيحصل له شات داون. تمام، طيب في يعني لو عايز جزء ديفنس، في جزء ديفنس ان احنا ازاي ندافع عن نفسنا. ففي برضو اول حاجة حوار الاثنتيكيشن. تمام، انا كده عايز ادافع عن نفسي. يعني ايه اثنتيكيشن؟ ان انت كل حاجه بتبعتها بتثبت نفسك بيها. يعني اول حاجه قبل ما ابعت اي رساله مثلا فيقول لك اكتب الباسورد الفلانيه، تيجي تفتح اي ملف مثلا فيقول لك لا اكتب الباسورد الاول بتاعت الملف ده عشان تفتحه. فده يعتبر زي زياده امان، بس انت اي حاجه بتبعتها او كده عشان تتفادى حته السنوفنج اللي بيحصل هنا، ان انت الرساله دي بيقول لك ان هي مبعوثه من بي. طب انت ايش ضمانك ان هي مبعوثه من بي؟ فيقول لك لا خلاص، طب حط فيها الباسورد مثلا، يعني ممكن يكون بي عشان يبعت اي رساله بيحط باسورد. فانت هتجرب الرساله دي، هو بيقول لك ان هي مبعوثه من بي، هتجرب تحط باسورد بتاع بي، نفع يبقى ده كده بس، يبقى دي كده فعلا جايه من بي. طب ما نفعش يبقى دي كده الرساله دي مش جايه من بي ودي فيك. فاهمني؟ فنبتدي ان احنا نلغي الحوار بتاع الايه الاي بي سنوفينج. تمام، تبتدي مثلا تعمل حاجه، تعمل كونفيديشناليتي. تمام، انت تعمل انكريبشن للداتا بتاعتك، يعني انكريبشن للداتا وهي بتتبعت بحيث ما حدش يبقى عارف لو هو بيراقبك مثلا وانت بتبعت حاجه او جاي من حاجه، يبقى عارف انت، يبقى مش عارف انت بتبعت ايه. تمام، بس هو جزء الديفنس ده يعني ما هو جزء مش عندنا كده كده، بس يعني ماشي يعني مش هنتكلم فيه كتير يعني. بس وكده بقى احنا خلاص النتورك يعتبر شابتر 1 فيها اللي خلص. تمام، ما اعتقدش ان هيبقى في حاجة تاني. ممكن يكون في جزء كده في السلايدز بيتكلم بقى على كل كيبل بشكل منفرد، يعني مثلا يمسك لك كبر واير يكلمك عنه، يمسك لك حاجة اسمها تويستد واير يكلمك عنه، يمسك لك الفايبر يكلمك عنه. يعني هي كلها كلام نظري بحت، ما فيهاش اي حاجه تتشرح خالص. فاهم؟ لو بيكلمك على سلوك، فانت لو عايز تفتح تتفرج على اسلاك حلو، تابع اسلاك. تمام، لكن غير كده احنا تمام. فارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا وجمعتوا المعلومات من اللي احنا قلناه، ووصلتوا للحاجه الاخيره اللي احنا كنا بنحاول نبنيها من حته اللايرز. تمام، لان حته اللايرز دي مهمه وكان فيها كذا كلام، فان انتوا تكونوا واصلين للايه للمعلومات اللي احنا قلناها دي يعني، فيكون حاجة حلوة جدا. وشكرا لكم.